احنا كالعاده او السكشن ده هنتكلم على السيجنال سبيس، تمام كده. وكالعاده هنبدا نرجع على الليكتشرز، بس يعني دي هتبقى اخر مره لينا بقى نرجع على الليكتشرز. يعني يعتبر المراجعه اللي انا هعملها دي تعتبر جريمه اصلا في حق الكوميونيكيشنز، ليه؟ لان شرح دكتور خير بسم الله ما شاء الله لا يعلى عليه شيء، تمام كده. فاحنا هنفتكر بس شويه حاجات محتاجين نفتكرها، بعد كده هنعتمد على طول في الجزء بتاع المسائل، تمام كده. طيب هو انا ليه كنت عايز اعمل ريفيجن سريع كده، او نبدا نقول ايه احنا عايزين بس نربط. يعني كان هدف مشكلتنا كلها في الكوميونيكيشنز ان الحاجات ما بنبقاش عارفين نربطها، فاحنا بس عايزين نعمله ان احنا نربط ده بالجزء اللي كان قبل كده، وبعد كده هتلاقي الدنيا ماشيه بسهوله. طيب انا كنت بقول ايه، تعالوا كده نقول لو انا عندي سيجنال ليها فاليو واحد، او كنت عايز ابعت، كنت بعمل ايه؟ باخدها بحولها لشكل الاس اوف تي، شكل السيجنال بتاعي، تمام كده. ولو عندي صفر هبعته ايه؟ هبعته كسالب اس اوف تي، ده اللي كنت بعمله زمان. طيب كنت باخد دول ببعتهم على التشانل، وبعد التشانل ايه اللي يحصل؟ كنت بحط الماتش فلتر بتاعي اللي هو عباره عن ايه؟ كنت بقول هو عباره عن كورليتور، تمام كده، بضرب في الاس اوف تي، بعدين اعمل عليها انتجريشن، بعدين ايه؟ اخد عند لحظه السامبلنج واقول الديسيشن بتاعي ده. هو هيقول لي السيجنال كانت مبعوته واحد ولا زيرو. طب ازاي؟ لو كانت مبعوته بوزيتيف هيقول لي واحد، ولو كانت جايه لي نيجاتيف هيقول لي زيرو. طب ده عملناه ازاي ماثيماتيكال؟ قلت خلاص انا بعت مين؟ بعت الواحد بقى اس اوف تي، دخل على الشانل، خرج لي مين؟ خرج لي ار اوف تي. طيب الار اوف تي دي هي عباره عن مين؟ السيجنال زائد النويز، تمام؟ فلما اقول الاوتبوت اللي هيخرج لي هيبقى مين؟ هو الواي اوف تي. طب الواي اوف تي ايه علاقته بالار اوف تي؟ هو عباره اكن السيجنال بتاعتي، تمام، اللي انا بعتها اللي هي الواحد دي هتتضرب في مين؟ هتتضرب في الاس اوف تي، تمام، وبعدين يتعمل لها انتجريشن. لما اعمل ده كله هيطلع لي مين؟ هيبقى الاوتبوت بتاعي هو مين؟ عند لحظه السامبلنج اللي هو التي، يعني هيبقى عباره عن الانرجي بتاعت ايه؟ بتاعت السيجنال اللي انا بعتها. طيب في كيس بقى ان انا كنت باعت زيرو اللي هو مين؟ سالب اس اوف تي، هيجي لي ايه؟ تبقى سالب اس اوف تي مضروبه في اس اوف تي، تمام، وهعمل لهم انتجريشن فيطلع لي مين؟ هيطلع لي سالب الانرجي، تمام كده؟ يعني انا لو كنت باعت واحد متوقع يجي لي ايه؟ يجي لي حاجه بوزيتيف، لو كنت باعت زيرو هيجي لي ايه؟ حاجه نيجاتيف، تمام كده؟ خلاص يبقى انا الديسيشن بتاعي هيكون ايه؟ هيكون هي اكبر من صفر ولا اصغر من صفر؟ لو اكبر من صفر تبقى بواحد، لو اصغر من صفر تبقى بايه؟ تبقى بسالب واحد. فيها مشكله الكلام ده؟ لا، تمام. طيب تعالى كده نقول ان احنا هنفترض بس فرضيه وهنقول احنا احتاجناها ليه. بعض الاحيان انا بقول ايه؟ انا هضطر ابعت الواحد كشكل سيجنال اس 1 وابعت الزيرو كسيجنال ثانيه اس 2. يعني انا محتاج ابعت الواحد بشكل وابعت الزيرو بشكل ثاني لسبب ما هنوضحه كمان شويه. طيب فده هيدخل على التشانل، بعد ما يدخل على التشانل هقول ايه؟ اقول انا كنت هناك لما بعتهم هو كانت اس وسالب اس، كنت بعمل ايه؟ بعمل الكوريشنز مع سيجنال اسمها الاس اللي هي نفس السيجنال اللي بعت بيها. طيب تمام، يبقى الكوريشن بيبقى ايه؟ السيجنال مع نفسها. حلو، هنا انا بعت ايه؟ بعت اس 1 وبعت اس 2، يبقى الكوريتور اللي انا هعمله هيعمل ايه؟ هيضرب السيجنال اس 1 دي في مين؟ يبقى محتاج يضربها في سيجنال شبهها اللي هي اس 1. طب بالنسبه لسيجنال اس 2 هيبقى محتاج يضربها في سيجنال شبهها اللي هي مين؟ هي اس 2. فبالتالي كده هضطر ان انا اعمل ايه؟ هضطر ان انا احط اثنين كوريتورز مش واحد بس، فاضرب برانش هيضرب في اس وبرانش هيضرب في مين؟ في اس 2. حلو كده؟ طيب وهعمل الانتجريشن وبعدين ايه؟ وبعدين السامبلنج عند لحظه تايم سامبل تي. طيب اللي انا هيوصل لي الاوتبوت هنا هو هيبقى مين؟ لو على البرانش الاول وانا باعت اس 1 هيجي لي مين؟ هيجي لي اس 1 سكويرد، هعمل لها انتجريشن وده هيبقى مين؟ هيبقى الانرجي اي 1. حلو كده؟ طيب وانا محتاج احدد الفاليوز اللي انا هعمل لها ايه؟ الديسيشن هنا. فدي هعملها ازاي؟ جبت الانرجي اي 1، لو انا باعت اس 1 هتجي لي على البرانش ده، لو باعت اس 2 اقول ان هي هتجي لي على البرانش ده، فتيجي ازاي؟ فتيجي ازاي؟ هي عباره هتبقى ايه؟ 2 هتساوي مين؟ الانرجي اللي هتجي لي من السيجنال الثانيه يعني هتبقى اس 2 سكويرد، واعمل لها انتجريشن كام؟ من 0 ل تي بي. فالاثنين دول لو انا بعت يعني في الغالب هفضل ابعت البيتس بنفس الباور، فيبقى ليهم ايه؟ الاثنين ليهم نفس الانرجي بتاعتهم اللي هي الايه؟ الاي بت. طيب تمام، ده لو انا بعت اس 1 هتجي لي مين؟ هتجي لي على ايه؟ هتجي لي على البرانش 1، ولو انا باعت اس 2 هتجي لي ايه؟ على البرانش 2. ماذا لو انا كنت باعت اس 1 هتجي لي ازاي على البرانش 2؟ ولو كنت باعت اس 2 هتجي لي ازاي على البرانش 1؟ فعشان اعمل ده هنعمل حته كده ماثيماتيكال، وبعدين هنبدا ايه نشوف هي هتوصلني لايه. خلاص انا بقول ان انا باعت الكيس دي هبعت اس 1، تمام، وعايز اشوف هتوصل لي ازاي عند اس 2 او العكس. قول خلاص هات السيجنال اس 1 وطرحها من اس 2 لهم السكرين، ده هيديك ايه؟ ده هيديك كونديشن كده معين بحيث ان انت تقدر ايه تستخدمه. طيب الكونديشن ده هستخدمه ازاي؟ اقول ماشي ابدا فك السكوير كده الاول، فلما افك السكوير ده هيديني مين؟ هيديني اس 1
تمام سكويرز ناقص 2 اس 1 اس 2 زائد ايه اس 2 سكوير. طيب لحظه بقى، هو انا باعت هنا ايه؟ باعت اس 1 ماينس اس 2 سكوير. حلو، انا بعمل الاوبريشن دي. طب اس 1 ده فاليو، اس 2 فاليو، طرحتهم من بعض ممكن تبقى بوزيتيف او نيجاتيف، عملت لهم سكوير تمام هتبقى ايه؟ تبقى بوزيتيف، عملت انتجريشن على حاجه بوزيتيف لازم تطلع لي ايه؟ تطلع لي بوزيتيف. تمام كده؟ يعني انا بقول يعني الثلاث ترمات دول المفروض يطلعوا لي ايه؟ يطلعوا لي حاجه بوزيتيف صح؟ طيب الثلاث ترمات دول بيمثلوا لي ايه؟ الترم الاول ده بيمثل لي السيجنال اللي جات لي على مين؟ على اس 1 لما تكون مبعوثه على برانش 1. الترم الثالث السيجنال اللي هي ايه؟ لما تكون اس 2 مبعوثه على البرانش 2. طب الترم اللي في النص بيمثل لي اس 1 في اس 2 اللي هو ايه؟ اللي هو السيجنال الاولى اتبعتت على وصلت لي على البرانش الثاني، او السيجنال الثانيه لما اتبعتت وصلت لي على ايه؟ على البرانش الاول. طيب تعالى نقول ده كان مين؟ ده كان الانرجي بتاع البت، وده هيبقى الانرجي بتاع البت، يبقى اثنين الانرجي. وعندي الترم اللي بالماينس ده اللي انا كنت انترستد اضعفه هوديه فين؟ هوديه الناحيه الثانيه من السين، والاقي عندي فيه اثنين واثنين اطيرهم. حلو كده؟ طيب فبعد ما طيرت الاثنينات دي اقدر اقول ايه؟ اقدر اقول ان الحاجه اللي جايه لي على برانش مش البرانش بتاعتها هتكون قيمتها مين؟ قيمتها اصغر من الانرجي. تمام كده؟ يعني انا لما بقول انا باعت سيجنال اس 1 هتجي لي هنا قيمتها الانرجي قيمه كبيره على اس 1 وقيمه صغيره على ايه؟ على اس 2. تمام؟ يبقى انا الديسيشن بتاعي بيعمل ايه؟ بيقارن مين فيهم الاكبر، الاكبر يبقى هي السيجنال بتاعته المبعوث على البرانش ده. يعني لو انا لقيت الفاليو اللي هنا على البرانش الاول اكبر من الفاليو اللي على البرانش الثاني يبقى انا باعت مين؟ باعت اس 1. طب ولو كانت الفاليو اللي على اس 2 اكبر من اللي على الاس على البرانش الاول يبقى انا باعت مين؟ باعت اس 2. فيها مشاكل كده يا شباب؟ طب يا باشمهندس، هو بيعمل ديسيجن تاني بقى يحدد هو زيرو ولا وان؟ لا خلاص خلاص، هو انا خلاص هو جمعت جات ان انت السيجنال. بعت. تمام، شكرا. طيب انا ليه بقى ببعت اتنين سيمبلز مختلفين اس 1 واس 2؟ طيب هي دي احنا اتكلمنا عنها شويه فين؟ في الجزء بتاع البولت شيبنج في اخر السكشن، يعني في اخر سلايد في السكشن يعني. طيب وهنشوف ايه هنتكلم عنها واحده واحده. انا عندي ستريم اوف بيتس 1 و 0 0 0 1، ده انا عايز ابعته. فبقول ايه؟ هبعت ال 1 از بت بالشكل ده وال 0 بسالب البت. تمام؟ ده اللي متعودين عليه، ده لحد الان ده كان في الباينري العادي اللي احنا بنبعته. طيب ده المفروض بقول ايه؟ بقول الباندويث هنا هو ماله؟ هو هيبقى بروبوشنال مع التايم بتاع البت. فيها مشاكل دي؟ لا. طيب حلو. طيب انا لو انا عايز، لو انا جيت زودت التايم بتاع البت ايه اللي يحصل للباندويث؟ الباندويث هيقل. تمام؟ والبت ريت برضه ايه؟ هيقل. طيب لو جيت ابص على حاجه هسميها الباندويث افشنسي، ايه الباندويث افشنسي؟ هي الجزء يعني او قد ايه ريت انا ببعت بيه قصاد الباندويث بتاع السيجنال. فهي عباره عن الباندويث، عباره عن الريت على الباندويث. تمام؟ انا هدفي اعمل ايه؟ هدفي احسن الباندويث افشنسي. احنا لما خدنا الامبليتيود موديليشن خدنا حاجه اسمها الموديليتنج اندكس، كان بيعمل لي ايه؟ الباور افشنسي. طب انا بتكلم بالنسبه للباندويث سبيكتر او للفريكونسي سبيكتر كله، بتكلم على ايه؟ على الافشنسي اللي هتبقى انترستد بالنسبه لي هي الباندويث. طيب انا بقول ايه؟ انا عايز ابعت بريت عالي. هو مين الريت؟ لو انت جربت تعمل داونلودنج او ابلودنج هي السبيد بتاعتك، فانت عايز تبعت بسبيد عاليه. تمام؟ وفي نفس الوقت بايه؟ بباندويث قليل. طب ليه الباندويث؟ هو الباندويث ده قلنا هو ليميتد موجود فين؟ لو انت جيت تبص على الكيبلز مثلا بتاعت الدي اس ال هتلاقي ان الكيبلز الكبر كان ليها باندويث معين فبتحكم لك سبيد معينه. طيب لما اضطرينا عشان نحل المشكله ان احنا مش قادرين نقلل الباندويث اللي انا ببعت بيه، قلت خلاص انا هغير الماتيريال، بدل ما هي كبر هخليها ايه؟ اخليها الفايبر، بحيث الفايبر ليه باندوس اعلى. تمام كده؟ طيب يبقى انا الهدف بتاعي ان انا اشوف تكنيكس اقدر احسن بيها الافشنسي دي عن طريق ان انا اقلل الباندوس من غير ما اثر على مين؟ على البيت ريت. يفضل البيت ريت ايه؟ يفضل البيت ريت عالي او ثابت، فتزيد مين؟ تزيد الافشنسي. ده تمام؟ طيب ده هنعمله ازاي؟ تعالوا كده نتكلم عن اللي احنا كنا بنعمله في الجزء بتاع البالس شيبنج لما ابعت ام ار اي. كنت اقول ايه؟ بقول خلاص انا هاخد السيجنال البيت بتوعي، بدل ما كنت ببعت 1 و 0 هقول ايه؟ هبعتها كسيمبلز. السيمبل مثلا والمفروض في الكيس دي هبعت 2 بيتس اللي هو مين؟ 1 1 1 0 وهكذا، والايه؟ وال 2 كيسز الثانيين اللي هي 0 0 وال 0 1. طيب لو انا ببعت 1 1 هتاخد تايم قد ايه؟ هتاخد تايم تي اس. طيب هو عباره عن كان ايه؟ كان عباره عن بيت واخده تايم تي بي وبيت ثانيه واخده مين؟ تايم تي بي. طيب ولو بعت 1 0 هتبقى ايه؟ 1 تايم تي بي وكام؟ و 0 في تايم تي اس. تمام؟ مش شرط ابعتها بالشكل اللي هو الريكتانجل بولس دي، ممكن ابعت باشكال معينه. تمام؟ طيب اي اشكال عادي، واحنا عرفنا في السكشن اللي فات ان انا مش بتعامل بالسكوير بولس دي، انا بتعامل بالايه؟ بالحاجات اللي شبه الرايز كوزاين في الفريكونسي، تبقى شبه السنك في التايم. طيب هقول ايه؟ ده هو التايم بتاعه كام؟ 2 تي بت.
طب تعالوا كده نبص على الباندوث. الباندوث هنا هيبقى بروبوشنال مع مين؟ باندوث بروبوشنال مع الحاجه اللي انا باعتها. انا باعت مين؟ انا باعت بت او سيمبل التايم ديوريشن بتاعه كام؟ تي اس. يبقى الباندوث بروبوشنال مع مين؟ مع واحد على التي اس، اللي هو هيطلع بروبوشنال مع مين؟ واحد على اثنين التي بت. يبقى الباندوث ماله؟ ايه اللي حصل له؟ انا بقول بدل هنا كان بروبوشنال مع التي بت، هنا دلوقتي بقى بروبوشنال مع كام؟ مع واحد على اثنين التي بت، او بروبوشنال مع ايه؟ يساوي تقريبا نص الباندوث القديم، صح؟ حد عنده مشكله دي؟ انا كده بقول ايه؟ انا لو بعت حاجه بتايم كبير عملت ايه؟ قللت الباندوث للنص، تمام؟ طيب البيت ريت ايه اللي حصل له؟ تعال كده نبص. انا بقول البيت ريت هو عباره عن مين؟ او الافشنسي كانت عباره عن البيت ريت على الباندوث. طب البيت ريت ايه اللي حصل له؟ انا كنت بقول ان انا باعت 2 بيتس في التايم كام؟ تي بي. 2 بيتس ال 1 1 في تايم 2 تي بي، او اللي هو تي اس 2 تي بي. طيب يبقى انا باعت البيت الواحده في قد ايه؟ في تايم تي بي. يبقى انا الريت اللي ببعت بيه البيتس اتغير ولا لا؟ لا. يبقى الار بي هتبقى ايه؟ الار بي كونستنت او تقريبا كونستنت، خلينا نقول ان هي كونستنت، تمام كده؟ طيب يبقى انا ايه اللي حصل عندي؟ انا هنا كده قدرت اقلل الباندوث وازود مين؟ وازود الافشنسي، صح؟ ليه؟ انا كنت قلت لما بعت التايم سامبل السامبل بتاعي عباره عن 2 تي بت، انا حسنت الافشنسي لكام؟ حسنتها للضعف، الضربت في 2. طيب لان احنا كنا بنتكلم عليه فين؟ في الايمرجي. كنت بقول ايه بقى في الايمرجي؟ كنت بقول الباندوث ترانسفورميشن الجديد كان بيتقسم على كام؟ على واحد لوج عدد الليفلز، صح؟ طيب هي الليفلز هنا او عدد السيمبل الاجري اللي انا اقدر ابعته كام؟ 1 1 1 0 0 1 0 0 اللي هو 4، اللي هو كام؟ اللي هو لوج 2. اللوج الاربعه هيبقى ب 2. يبقى الباندوث لو انا بتكلم على عملته في البالس شيبنج، انا بقسم ايه؟ هقسم الباندوث على 2 فتزيد الافشنسي الايه؟ للضعف. فيها مشاكل الكلام ده يا شباب؟ متوقع حد يقول لي اه تمام، اما اتاكد ان انا وصلت. حلو. طيب ما تيجوا كده نزود الايه؟ الوقت اللي انا ببعت فيه البيت. بدل ما كنت بقول التي سيمبل بتاعي هو 2 تي بت، هعمل ايه؟ هقول ان التي سيمبل هيبقى 4. ايه اللي يحصل؟ الافشنسي هتزيد ايه؟ هتزيد 4 اضعاف، تمام كده؟ طيب ما فيش مشاكل. طيب ما انا ممكن ازود بقى واقول ايه؟ هبعت ايه؟ هبعت 10 بتس. التايم بتاع ال 10 بتس دول او هيبقوا فيه يديني كام سيمبلز؟ التي اس بتساوي 10 تي بي، حلو؟ يبقى عندي كام سيمبل مختلفه اقدر ابعتهم؟ هبعت 1024 سيمبل مختلف. حلو، انا كده حسنت الافشنسي 10 اضعاف. طيب ايه المشكله اللي بقى في قصاد الموضوع ده؟ ان انا كنت بقول وانا باعت كل سيجنال، ماشي، كنت ببعت كل سيجنال او كل سيمبل بحتاج اعمل ايه؟ بحتاج اضرب في الكورليتور بتاعه. طب انا باعت دلوقتي كام؟ 1024 سيمبل. يبقى انا محتاج كام كورليتور؟ ابقى محتاج 1024 كورليتور برانش. الموضوع ده سهل؟ لا، الموضوع بقى كومبلكس، تمام؟ يبقى انا عشان احسن الباندوتس هعمل ايه؟ هعمل كومبلكس هاردوير. طيب هنا تيجي المشكله اني ما اقدرش اعمل عدد السيمبلز الضخم ده، فهنبدا نتحايل على الموضوع ازاي؟ عن طريق حاجه اسمها ايه؟ سيجنال سبيس، تمام؟ طيب فقبل ما نروح للسيجنال سبيس ممكن نعمل ريفيجن كده سريع على الفيكتورز. وانا كنت بقول الفيكتورز بتاعتي مالها؟ او لو انا بتكلم على الفيكتورز والنقد اللي انا شغال في ال 3 دي، كنت بقول ايه؟ كنت انا بقول ان الفيكتورز بتاعتي كلها اورثوجونال على بعض، اللي هو الفيكتورز اليونت فيكتورز الاساسيين، اللي هو مين؟ اللي هو كان اليونت فيكتور في عمود على اليونت فيكتور في اتجاه الزد، تمام كده؟ طيب وعندي ايه تاني؟ كنت بقول ان برضه اليونت فيكتورز دول عباره عن اورثونورمال. يعني ايه اورثونورمال؟ يعني هم عمودين على بعض، دي اول كيس. تاني كيس ان الدوت برودكت بتاعهم اللي هي الاي دوت جي والاي دوت كي والجي دوت كي يساوي زيرو، ده لسه ايه؟ ده الاورثوجوناليتي. يعني ايه بقى اورثونورمال؟ الاورثونورماليتي هيبقى مالهم؟ الدوت برودكت بتاعهم مع نفسهم بيديني كام؟ بيديني واحد. طيب انا مستفاد من ده في ايه؟ كنت انا بقول ان انا لو عايز اجنريت اي فيكتور في، اي فيكتور في ده هيساوي ايه؟ كنت انا بقول هو عباره عن ايه؟ عباره عن رقم ونفرض اكس في اتجاه الاي زائد رقم اللي هو واي في اتجاه مين؟ اتجاه الجي، زائد رقم زد في اتجاه مين؟ اتجاه الكي. فعلى حسب الفاليو بتاعت الزد والواي والاكس اقدر اعمل ايه؟ اقدر اجنريت الفيكتور في، تمام كده؟ يعني القيم اللي بتاخدها الاكس هي ايه؟ هي القيم بتاخد انفينيت نمبر اوف فاليوز، تمام؟ ونفس الحكايه الواي، ونفس الحكايه مين؟ نفس الحكايه الزد. يبقى انا اقصد انا عندي كام؟ عندي ثلاثه فيكتورز اساسيين اللي هو الكي والجي والاي، قدرت اجنريت منهم ايه؟ على حسب الفاليوز اللي انا هضربهم فيها هقدر اجنريت ايه؟ انفينيت نمبر اوف ايه؟ اوف فيكتورز. فيها مشكله الكلام ده؟ لا تمام. طيب فقصاد الكلام ده هروح اعمل ايه؟ هروح اقول خلاص، طب ما انا اطبق نفس الكلام ده على السيجنال. بدل ما بقول ان انا عندي يونت فيكتور هنا، هقول عندي ايه؟ حاجه اسمها يونت سيجنال،
اسميها ايه؟ اسميها الفاي 1، وبدل ما انا عندي جي هنا اسميها ايه؟ اقول انها عندي يونت فيكتور تاني اسمه ايه؟ اسمه الفاي 2، وبعدين بدل الكي هيبقى عندي مين؟ فاي 3، وهيبقى عدد انفينيت من البيز على حسب انا شغال ايه؟ شغال الدايمنشنز بتاعتي ازاي؟ فانا لو عندي بيز فيكتور او يونت فانكشن اقدر اجينيت منها ايه؟ اي شكل ممكن من الفانكشنز بتوعي، صح؟ طيب تعالوا كده نقول انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اتكلم هنا على البيزز فانكشنز بتاعتي، ان انا هتكلم انا بدل ما كنت بحط فيكتورز انا هبدا احط ايه؟ فانكشنز، فانكشن في التايم، بحيث ان انا جنريت منها ايه؟ عدد مختلف من السيجنالز. فانا اقول ايه؟ الفانكشنز دي مالها؟ لازم تبقى اوس نورمال. حلو؟ فانا اقول ان انا هفترض ان البيزز بتاعتي وانا شغال في الاكزامبل ده 3 قصاد ال 3 دي اللي هو فاي 1 وفاي 2 وفاي 3. كل واحده البيت دويشن بتاعها من كام؟ من 0 لتي بي، ممكن تبقى اقل بس الماكسيمم بتاعهم كلهم هو يبقى ايه؟ من 0 لتي. طيب مفيش مشكله، حلو. هو مالهم؟ عايزهم اورثونورمال. يعني ايه اورثونورمال؟ يعني لما انا كنت بقول في الاي والجي والكي، يعني ايه اورثونورمال؟ يعني ان كنت بقول الاي دوت الاي يديني كام؟ يديني واحد، والاي دوت الجي يديني كام؟ يديني زيرو، صح؟ طيب وانا كنت بتكلم على الفيكتورز، كنت بقول ايه؟ لو انا عندي اثنين فيكتورز عايز اعمل لهم دوت برودكت مع بعض، ولنفرض اي وبي، اي دوت بي، كنت بكتبها ازاي؟ كنت انا بقول اي اكس في بي اكس زائد اي واي في بي واي زائد اي زد في مين؟ في بي زد. ده لو كان هما ايه؟ هما الدايمنشن بتاعتهم 3. طب لو كانت الدايمنشن بتاعتهم ار ان كنت هقولها ازاي؟ الدايمنشن بتاعتهم ار ان كنت هقولها ازاي؟ كنت انا هقول يبقى سيجما كل كومبوننت، يبقى كل اي اي كومبوننت مضروب في الكومبوننت اللي قصاده ومعمول عليهم سميشن بس. تمام، هضرب الاي اي في البي اي واعمل عليهم ايه؟ واعمل عليهم سميشن لحد ايه؟ لحد عدد الانس. طيب انا هنا بتكلم دلوقتي على ايه؟ على بيزز فانكشن في التايم مالها؟ كونتينوس من 0 لتي. حلو؟ فبدل ما انا هعمل عليهم سميشن هقول ايه؟ ما بقت حاجات كونتينوس انفينيت نمبر، فبدل السميشن ده هيروح لايه؟ هيروح للانتجرال. تمام كده، فيها مشاكل؟ يبقى الشكل ده انا ممكن اسميه مين؟ لما هكتب الشكل ده انا اقول ده مين؟ هو عباره عن الفاي 1 دوت مين؟ الفاي 2، ده الدوت برودكت بتاعي. حلو؟ ففاي 1 دوت فاي 2 هو عباره عن ايه؟ فاي 1 في فاي 2 واعمل لهم انتجريشن من 0 تي. طب انا عايزهم مين؟ انا عايزهم اورثوجونال، يبقى اورثوجونال يبقى فاي 1 دوت فاي 2 يديني ايه؟ يديني 0. طيب وانا عايزهم اورثونورمال يبقى فاي 1 دوت فاي 1 اللي هي فاي 1 سكويرد واعمل عليها الانتجريشن يديني ايه؟ يديني 1. فيها مشكله دي؟ افترض ان هو تمام. تمام، طيب وانا بقول ان هو هيديني 1، ده هيبقى مين؟ ده هيبقى الانرجي بتاعت البيز بتاعي. طيب تعالوا كده ناخد تو اكزامبلز، امسح بس الكلام ده. تعالوا كده ناخد تو اكزامبلز، عندي الاثنين بيتس دول هل هم اورثوجونال ولا نون اورثوجونال؟ اورثونورمال قصدي ولا نون اورثونورمال؟ ينفع يبقوا بيزز عندي ولا لا؟ طيب هقول عايز عشان اتشيك ينفع يبقوا بيزز ولا لا؟ هقول ايه؟ هي دي موجوده من كام؟ من 0 لحد تايم تي، لو تي بتساوي 1 خلي تي بتساوي 1 للتسهيل بس. طيب هعمل ايه؟ هعمل لهم دوت برودكت مع بعض، فلما اعمل دي دوت برودكت مع دي اكني عملت ايه؟ بقول ان انا هضربهم الاول في بعض، فلما هضربهم الاقي ان الشكل اللي هيتفضل ايه؟ هيتفضل اللي هو الشكل بتاع الفاي 2 ده. طيب فلما هضربهم في بعض هعمل ايه بعد الضرب؟ بعمل انتجريشن. فالانتجريشن هو عباره عن ايه؟ الاريا اندر ذا كيرف، فانا هجمع كده الاريا دي تمام هلاقيها بوزيتيف والاريا دي بالنيجاتيف، يبقى السمشن بتاعهم هيساوي كام؟ هيساوي زيرو. حلو؟ يبقى الاثنين دول مالهم؟ دول اورثوجونال على بعض. طيب لو تي ب1 وتي ب1 هل هم اورثوجونال؟ طيب عشان تشك ان هم اورثوجونال بعمل ايه؟ باخد الفاي دي واعمل لها ايه؟ بدل ما هي فاي هعملها سكويرد. طيب هي واحد تبقى كام؟ تبقى واحد واحد سكويرد بواحد، اعمل لها انتجريشن واحد تمام؟ الانتجريشن هو عباره عن ايه؟ اريا اندر ذا كيرف، الهايت بواحد والويست بكام؟ الويست بواحد. الاثنين دول ينفع يبقوا ايه؟ ينفع يبقوا بيزز ليه؟ تمام كده؟ فيها مشكله؟ لا تمام. طيب نقول بقى ايه؟ نقول نكمل. ان انا هكتب الشكل الجنرال هو اثنين بيزز الدوت برودكت بتاعهم هيساوي زيرو لو هم مش نفس السيمبل، وهيساوي 1 لو هم مين؟ لو هم نفس السيمبل. تمام كده؟ فيها مشاكل دي يا شباب؟ طيب ده اوريدي الكلام اللي انتوا اتفقتوا عليه والدنيا تمام معاكم، محدش عنده مشكله فيه. طيب اللي جاي بقى ايه؟ هيبدا فيه مشكله. حلو، انا كنت بكتب الفيكتورز ازاي؟ انا كنت لسه من شويه قايل ان انا هكتب. نعم. ما انا قلت تيب واحد، بس انا هعدلها تبقى تيب واحد. انتوا تيب واحد. حلو،
انا قلت ايه لو كنت عايز اعمل اي فيكتور وانفذ ايه، كان هو عباره عن مين؟ كان هو عباره عن اكس في اتجاه الاي بلس واي في اتجاه الجي بلس مين؟ زد في اتجاه مين؟ اتجاه الكي، صح؟ طيب فانا زي ايه؟ مين الاكس دي؟ مين الاكس والواي؟ دول كانوا شويه ارقام كنت بقول ايه؟ هو الكومبوننت بتاعت ايه في اتجاه الاي، والكومبوننت بتاعت ايه في اتجاه الواي، والكومبوننت بتاعت ايه في اتجاه مين؟ الكي، تمام؟ او كنت بقول ان هم ايه؟ هم الكوفيشنتس بتوع الفيكتورز او البيزنس فيكتور بتوعي، تمام كده؟ فخلاص طب نفس الكونسبت ان انا هشتغل هنا في السيجنال، هقول دي مين؟ دي السيجنال بتاعتي، تمام؟ ده هيبقى مين؟ ده هيبقى البيز. طيب اس 11 واس 12 واس 13 دي هسميها ايه؟ سيجنال سبيس ريبريزنتيشنز او سيجنال سبيس كوفيشنز، تمام كده؟ فدي هتبقى الكوفيشنز بتاعت مين؟ بتاعت السيجنال سبيس بتاعي. فيها مشاكل؟ طيب لو انا عندي سيجنال 1 هي عباره عن ايه؟ تبقى عباره عن رقم في فاي 1 زائد رقم فاي 2 زائد رقم فاي 3. سيجنال 2 رقم فاي 1 رقم فاي 2 رقم فاي 3 على حسب ايه؟ عدد الفايز اللي عندي. يعني انا لو عندي ان فاي هيبقى ايه؟ هيبقى عدد السيجنال اللي هو حد اس 1 ان مضروبه في مين؟ مضروبه في الفاي، تمام كده؟ فممكن اكتبها بشكل جنرال، هي عباره عن ايه؟ هي السيجنال بتاعتي هي عباره عن ايه؟ عباره عن الكوفيشنت بتاعتي مضروبه في البيزز، او اللي كنا بنسميها بعمل ويتنج للبيزز، تمام كده؟ واعمل لهم سميشن. فيها مشاكل الكلام ده؟ اعتقد ان لحد هنا برضه ما جبناش حاجه جديده. طيب انا ليه بقى عايز اتكلم في الكلام ده؟ او تعالى ناخد اكزامبل اول وبعدين نقول احنا عايزينه ليه. حلو، انا عندي دلوقتي انا عندي فاي 1 وفاي 2، حلو؟ وعندي ايه؟ وعندي سيجنال اس 1 وعندي سيجنال اس 2 واس 3 واس كام؟ واس 4. طيب السيجنالز دول انا ممكن اكتبهم بالشكل ده، او قلت انا جاي اصلا جايب الكلام بتاع السيجنال سبيس ده جايبه منين؟ جايبه من الفيكتورز، صح؟ فانا ممكن اكتبهم بطريقه اسهل شويه، ان هي دي كانت 1 في فاي 1 و2 في فاي وسالب 2 في فاي 2، فتبقى 1 وسالب 2، والثانيه هتبقى 1 و2، الثالثه سالب 2 و1، والرابعه ايه؟ سالب 2 وسالب 1. حلو؟ طيب فممكن اكتبهم وابدا ايه؟ وابدا احطهم كده عندي في الايه؟ في السبيس بتاعي بالشكل ده. طيب مفيش مشاكل، الدنيا كده تمام. طيب انا بقى مستفيد ايه من السيجنال سبيس؟ اول حاجه ان انا بعمل جنراليزيشن للي انا درسته في السبعه ليكتشرز اللي فاتوا مع دكتور نافع. انا كنت بدرس مع دكتور نافع ايه؟ بدرس كيس معينه اسمها الباينري فيس شيفت كينج، تمام كده؟ ودي ابسط كيس. حلو؟ طيب انا دلوقتي هنبدا، انتوا خلصتوا مع دكتور خير السيجنال سبيس، ادخلوا في الديجيتال موديليشن. طب في الديجيتال موديليشن هلاقي ان انا عندي انواع موديليشنز كتير. طيب هل في كل نوع موديليشنز اروح اعيد السبعه ليكتشرز من اول وجديد وامشيهم واحده واحده، ولا ان انا اشتغل في كيس جنرال، تمام، بتلم كل الديتيلز بتاعه الديجيتال كوميونيكيشن اللي انا عايز اتكلم عليها وابدا اتعامل بيها؟ طيب فهو سيجنال سبيس بقول اللي انا هعمله مع اي شكل من السيجنالز اقدر اعمله مع كل انواع السيجنالز، فالموضوع هيبقى بسيط ان انا هتعامل مع حاجه ان جنرال في السكشن ده وفي مساله الميد تيرم ان شاء الله، تمام؟ وده الموديليشن سكيمز المختلفه. طيب دي اول حاجه. ثاني حاجه هو ده بيوضح لي ايه او بيسهل لي الدنيا ازاي؟ قول ان انا دلوقتي فرضا ان انا بعت ايه؟ بعت اس 2، حلو؟ حصل ان جه عليها نويز، جه نويز، فبقت الفاليوز عماله تتغير كده، تمام؟ انا امتى اقدر اقول ان انا بعت اس 2؟ والله انا بص انا بعت فين؟ انا بعت الاس 2 دي موجود، ده السيجنال سبيس بتاعها، او بنسمي الشكل ده حاجه اسمها الكونسلتيشنز، تمام؟ فببص على الكونسلتيشن ده، بقول ايه؟ والله الاس 2 دي موجوده هنا، طيب حصل نويز حواليها. طيب انا اقدر احدد ان النويز دي هي تبع هي الاس 2 اللي مبعوته ولا الاس 3؟ فوالله انا هقول ايه؟ هي الديستنس ما بين الاس 2 والاس 3 قد ايه؟ والاس ديستنس ما بين الاس 2 والاس 1 قد ايه؟ تمام؟ طيب في المفروض في نص الديستنس دي هقول ايه؟ اقول خلاص انا بص الريجنز كده بتاعتي، يعني اي حاجه مبعوته لي في الربع الاول ده هي عباره عن مين؟ هي عباره عن اس 2، وحتى الاس 2 لما يضاف عليها النويز فانا شايف ان هو باحتماليه افضل ان لما يضاف عليها النويز هتبقى كميه صغيره فتحافظ على السيجنال فين؟ في نفس الربع اللي موجوده فيه، مش مثلا مش هتكون مبعوته لي اس 3 واتضافت عليها كميه نويز ضخمه فجابتها لي في اس 2، ده مش منطقي قوي، تمام؟ فببدا اقول ايه؟ انا من السيجنال سبيس لما بعمل البرزنتيشن للسيجنالز بتاعتي بقدر احط الديسيجن باوندرز بتاعتي اللي انا اقدر اقول ايه؟ هي السيجنالز دي موجوده فين؟ السيجنالز دي اتضاف عليها نويز، طب دي عامله ازاي؟ دي اول حاجه. ثاني حاجه الامبليتيوز اللي انا بحطها هنا دي بتاعت السيجنالز هي تبقى مين؟ هي تبقى عباره عن الانرجي بتاعت السيجنال. فالسيجنال سبيس بيقول لي والله السيستم اللي انت عامله ده الانرجي اللي بيحتاجها الافريج عشان يشتغل عامله ازاي؟ بيبيهيف ازاي مع النويز؟ مين عنده ريسبونس احسن للنويز ومين عنده ريسبونس اوحش للنويز؟ تمام؟ وده غالبا ده اللي هيدور حواليه المساله بتاعت الميد تيرم، تمام كده؟ ان انا هيجي لي شويه سيجنالز هروح ارسمهم اطلع البيزز بتوعهم ابدا اشوف ارسم السيجنال سبيس بتاعهم احط الديسيجن باوندرز بعدين اشوف مين اللي هيجي له نويز اكتر اجيب اكسبريشن كده للنويز واحسب الافريج بقى والدنيا تمام.
تمام كده. حد عنده مشكلة مع ده؟ هو مش مهندس معلش، هو في ناس بس مش عارفة تدخل كتير قوي، مش عارفين يدخلوا أصلا المنطقة، هو انا فاتح ان اي حد يخش عادي. بس هما بيقولوا اسمه ان في مشكلة، مش عارف الابليكيشن نفسه مش عايز يدخلهم باللينك، ولا حتى بيدخلوا كجيست، حتى بيقول لهم الميتنج هاز اندد. طب في كم شخص طيب؟ حوالي 10 بس. طيب تدوني ثواني كده انقل على ميت ونجرب الدنيا من ميت. ماشي، هما كانوا بيقترحوا من ميت. نشوف بس نخلص السلايد دي وبعدين نروح تمام لميت. تمام ماشي. سلايد خلص. ماشي اوكي. الدنيا تمام كده. طيب انصف كان قافل الريكوردنج. ابص كده. طيب طيب يا شباب، اللي كان بيكود يكمل كود، هو ميت مش عايز يكود. حلو. غالبا اللايك in progress. ايه اللي بيهزر. اوكي طيب يا شباب، نبدأ نكمل. كنا وصلنا لحد فين؟ كنا بنكتب شكل السيجنال تمام كده از فيكتورز. وتعالوا نكمل كده كنا بنقول ايه. طيب كنت انا بقول دلوقتي ان ده الشكل الجنرال بتاعي، ان انا لو عندي سيجنال هي هتبقى عباره عن ايه؟ شويه كوفيشنز مضروبه في مين؟ في بيزس فانكشن تمام كده. وكنت بكتبها بالشكل ده، وايه ان برضه اللي انا طلعته من شويه ان البيزس فانكشن بتاعتي لما اعمل لها دوت برودكت مع بعض، لا هم هيساوي زيرو لو هم مش نفس البيزس فانكشن، ولو نفس البيز مع نفسها هتديني ايه؟ هتديني واحد. وقلنا ان الشكل ده هو عباره عن مين؟ هو عباره عن الدوت برودكت بتاعتي اللي هو مين؟ اللي هو ده الفاي اي دوت مين؟ دوت الفاي جي تمام كده؟ طيب حلو ماشي. تعالوا كده نقول لو انا جبت الاس 1 عملت لها دوت برودكت مع الفاي 1، ده انا كنت بعمله ازاي؟ او لو انا كنت بتكلم عليه، لو انا كنت بقول فيكتور ايه عملت له دوت برودكت مع اي، ده هيديني مين؟ هيديني الكومبوننت بتاعت ايه اللي في اتجاه الاي اللي هي الاي اكس، ان انا بعمل بروجيكشن تمام كده؟ طيب هل ده هيعمل البروجيكشن ولا لا؟ فهنشوف. طيب هقول ايه؟ هقول هفك الاس 1 دي لمجموعه ايه؟ مجموعه الكوفيشنز اس 11 اس 12 اس 13 تمام؟ كلهم مضروبين فين؟ مضروبين في البيزس بتاعتهم اللي هي ده هيبقى مضروب في فاي 1 ده فاي 2 وده فين؟ لحد فاي ان تمام كده؟ وكل ده كان مضروب في مين؟ كل ده كان مضروب في مين؟ في فاي 1. طيب يبقى ده هيديني ايه؟ اس 11 مالتبلايد في مين؟ فاي 1 سكوير، ده كونستنت هيخرج بره يبقى انتجريشن على مين؟ على فاي 1 سكوير، وده اس 12 هيخرج بره وانتجريشن فاي 1 في فاي 2. طيب انا لسه قايل ايه هنا؟ بيقول ان اي فاي مضروبه في فاي الثانيه هتساوي زيرو لو ما بيساويش بعض، سواء واحد لو بيساوي بعض تمام كده. يبقى كل الترمات دي هيحصل لها ايه؟ هتبقى بزيرو ويتفضل عندي مين؟ اس 11 مضروبه في مين؟ مضروبه في 1 تمام كده. يبقى حلو. يبقى انا عشان اجيب اي كوفيشنت من دول هعمل ايه؟ هقول ان انا هاخد السيجنال بتاعتي الاس اي هضربها في مين؟ في البيز جي، ده هيديني مين؟ الكوفيشنت اس اي جي تمام كده. ده بالنسبه ل 2، ده بالنسبه للجنرال كيس. حد عنده مشكله مع ده؟ اعتقد تمام. خدنا الكلام ده. طيب انا هنا بقى ممكن ابعت السيجنال ازاي؟ اقول ان انا هجنريت الكوفيشنس دي تمام على حسب البيتس بتاعتي عامله ازاي. فانا هجنريت الكوفيشنس بتاعتي اللي هي الاس اي 1 الاس اي 2 الاس اي 3 لحد الاس اي ان، دي هتبقى مين؟ دي هتبقى الكوفيشنس. هاخد كل الكوفيشنت هضيفه في مين؟ في البيس بتاعته كده. بعمل ريبريزنت لمين؟ بعمل ريبريزنت للايكويشن دي. ده هيطلع لي مين؟ هيطلع لي السيجنال في الاخر. فيبقى على حسب الفاليوز بتاعت الكوفيشن بتاعتي هيطلع لي السيجنال اللي انا ده كنت لسه بقول عليه، اللي هو كان مين؟ اللي انا كنت بقول لو انا هعمل فيكتور كنت بقول الفيكتور بتاعه عباره عن مين؟ اكس في اتجاه الاي بلس واي في اتجاه مين؟ في اتجاه الجي بلس
زد في اتجاه مين؟ في اتجاه الكي. ده اللي انا عملته، دي الايكويشن بتاعتي، تمام كده؟ طيب مفيش مشكله. حلو، انا بقى عايز اعمل ريسيفنج، انا احتاج وانا بريسيف اعمل ايه؟ انا بعت مين؟ الكوفيشنت اللي هي الاس اي جي، تمام كده؟ يبقى انا محتاج اسيف مين؟ الاس اي جي. طب الايكويشن بتاعت الاس اي جي هي عباره عن ايه؟ بقول ان الاس اي بضربها في البيز بتاعتها، او في البيز اللي انا عايز اجيب الكوفيشنت عندها واعمل انتجريشن، خلاص. يبقى انا هقول الاس اي هي هاخد السيجنال اضربها في مين؟ في الفاي 1 يطلع لي مين؟ الاس اي 1، واخد اضربها في الفاي 2 واعمل انتجريشن يطلع لي مين؟ الاس اي 2، واضربها في الفاي ان يطلع لي مين؟ يطلع لي السيمبل ان. فيها مشاكل كده او الكوفيشنت ان ده؟ تمام. شباب تمام تمام طيب يا شباب، حلو. يبقى انا هنا لقيت ايه؟ لقيت ان انا عدد الكوريتورز اللي انا هبنيها، تمام، انا ده الكوريتور بتاعي، انا ما عملتش حاجه جديده، اللي احنا كنا متفقين عليه اصلا وقعدنا نشيله وحسبنا الماتش فلتر، وبعد الماتش فلتر عملنا الكوريتور ومش عارف ايه والكلام اللي قعدنا فيه كتير. طلعنا هنا ايه؟ بشويه ماس بسيط هنا وصلنا لايه؟ ان انا بعمل عشان اسيب السيجنال محتاج عدد كوريتورز، تمام. عدد الكوريتورز دول بيديبند على ايه؟ بيديبند على عدد البيزنس فانكشن مش على عدد السيجنالز. يعني ممكن يبقى عندي انفينيت نمبر اوف سيجنالز بس محتاج ايه؟ مستخدم اثنين بيزنس فانكشنز بس او ثلاثه بيزنس فانكشنز بس يعملوا لي ايه؟ يعملوا لي الكلام ده. يبقى اول ستيب عملناها ان احنا رحنا طلعنا حاجه شبه الماتش فلتر او شبه الكلوريتور اللي عملناه هناك، عملناه ايه؟ بطريقه سهله هنا شويه، تمام كده؟ طيب بعد كده نقول ايه؟ فاكرين الاكزامبل اللي انا كنت بقول فيه عندي 10 بتس، فانا عايز ابعت 10 بتس عشان احسن الافشنسي 10 مرات، فاستخدمت 1024 سيمبل. قلت ان الموضوع صعب ان انا اعمل 1024 برانش، ليه؟ لان انا كده كانت ايه؟ السيجنالز مختلفه. طب لو انا عملت السيجنال دي باستخدام السيجنال سبيس هلاقي ايه؟ هلاقي لا، ان انا دلوقتي هبعت 1024، اعمل 1024 كوفيشنت مختلفين يعني، او ست من الكوفيشنت المختلفين يعملوا لي كام؟ 1024 سيجنال. وكل ده بايه؟ بعدد بيزز معينه انت هتختار، ممكن تختار باثنين بيزز، ممكن بثلاثه بيزز، ممكن ببيز واحده، على حسب اللي انت محتاجه او اللي انت هتعمله فتبعت ايه؟ عدد السيجنالز بتاعتك، تمام كده؟ طب تعال ناخد اكزامبل. احنا بنستخدم الفور جي، الفور جي في حاجه اسمها 256 كوان. يعني ايه 256 كوان؟ 256 ده اللي هو مين؟ ده عدد السيمبلز، انا ببعت 256 سيمبل مختلف. طيب الكوان، احنا خدنا الكوان فين؟ خدناه في الديجيتال، في الانالوج كوميونيكيشنز مع دكتور احمد هشام، هو هيبقى بكونسبت شبهه هنا شويه في الديجيتال كوميونيكيشنز. طب الكوان ده كان عباره عن ايه؟ كنت بقول باخد السيجنال ببعت على الاي برانش والكيو برانش، الاي برانش بضرب في الكوزاين والكيو برانش بضرب في مين؟ بضرب في ساين. يبقى انا هنا مستخدم كام بيز؟ هي الساين والكوزاين دول كانت الانرجي بتاعتهم بكام؟ كنت مظبط ان الانرجي بتاعتهم تبقى بواحد، دي اول حاجه. ثاني حاجه ان هم مالهم؟ ان هم اورثوجونال على بعض، تمام؟ يبقى انا دلوقتي مستخدم كام بيز؟ مستخدم اثنين بيز فانكشنز بس، تمام؟ فلقيت الموضوع ان انا عملت 256 باستخدام اثنين، فممكن اعمل 1024 باستخدام اثنين، فالموضوع ما بقاش ايه؟ الموضوع ما بقاش صعب. يبقى انا ببيلد كيس جنرال اللي هيبقى عندي مختلف ما بين كل واحد والتاني هي شكل الكوفيشنز دي عامله ازاي وشكل البيزنس فانكشن عامله ازاي، لكن الموديليتو والديموديليتو موضوع سهل. ده كده ايه؟ ده كده موديليتو، ده مين؟ ده ديموديليتو، محتاج له يتعدل شويه حاجات بناء لما يبقى عندي فيه نويز بحيث اعمل ايه؟ الكومبليت ريسيفر، تمام كده شويه؟ طيب ابدا اقول ايه؟ ابدا ده اللي احنا وصلنا له، حلو؟ دي كان حاجه تخص مساله كده او ديفيجن بيتعمل. طيب انا لو عايز احسب الانرجي بتاع السيجنال، الانرجي بتاع السيجنال هحسبها ازاي؟ قول خلاص انا ممكن اكتب السيجنال بدل ما هي عباره سمشن حاجات مع البيزنس فانكشنز، اقول ايه؟ اكتبها بشكل فيكتور كده. طيب لما اجي احسبها هقول ايه؟ هي الانرجي بتاع السيجنال بعمل ايه؟ باخد السيجنال بعملها سكرين وبعملها انتجريشن. فلما اعملها سكرين هتبقى ايه؟ اقول هفكها الاول اللي هي الاس اي 1 في الفاي 1 زائد الاس اي 2 في الفاي 2 وهكذا، كلهم ايه؟ كلهم سكرين. بعدين هعمل ايه؟ هفك السكوير وانا واخد في حساباتي مين؟ رول ان اي اثنين بيزنس فانكشن مضروبين في بعض مش بيساوي بعض، مش نفس البيز يعني، اي ما بتساويش جي هتبقى بايه؟ هتبقى بصفر. فده هيطلع لي مين؟ هيطلع لي الاس اي 1 سكوير بلس اس اي 2 سكوير في الباي 2، وبعد كده كل اس اي مضروبه في البيز بتاعتها، تمام كده؟ طيب اخرج الاس اي سكوير دول بره، تمام؟ ويتفضل لي ايه؟ الانتجريشن على البيزنس سكوير، الانتجريشن على البيزنس سكوير ده بيساوي ايه؟ ده هيساوي واحد، تمام كده؟ فيتفضل عندي ايه؟ سمشن لمين؟ سمشن للكوفيشنز بتاعتي دي، كل كوفيشن سكويرد وعملت لهم سمشن، تمام كده؟ طيب الشكل ده انا كنت بسميه ايه؟ كنت انا بقول اللي هو النورم بتاع الفيكتور، انا عندي الفيكتور ده كنت بعمل ايه؟ لما اعمل له دوت برودكت مع نفسه كان بيديني ايه؟ اللينس سكويرد او النورماليزيشن بتاعه سكويرد، صح؟ فكنت بسمي ده النورم.
او الابسوليوت فاليو سكوير، تمام كده، او مودلس السيجنال سكوير او اللينس بتاع سكوير ايا كان سماه. حلو، كنت بعمله بده. طيب لو انا جيت اشتغل مثلا ماتلاب، او انا بقول ان انا هتعامل مع فيكتورز، اكتب ده ازاي؟ انا بقول ده فيكتور، صح؟ الدايمنشن بتاعته كام؟ الفيكتور ده الدايمنشن بتاعته هتبقى ايه يا شباب؟ ده ام في واحد، تمام كده؟ ده ان في واحد. حلو، فلو انا عايز اجيب النورم ده على طول كنت بقول ايه؟ بقول هاخد ان في واحد ده واضيفه في ايه؟ واضيفه في فيكتور تاني الدايمنشن بتاعته واحد في ان، تمام؟ بعملها كده ولا العكس يا شباب؟ لا العكس. كنت بقول ده ان في واحد عشان اجيب النورم ده على طول، كنت بقول ايه؟ باخده وبضيفه في مين؟ بضيفه في حاجه الدايمنشن بتاعتها واحد في ان، تمام؟ فيكتور تاني الدايمنشن واحد في ان، فيبقى التوتال دايمنشنز كام؟ واحد في واحد، اللي هو يبقى مين؟ اللي هو يبقى الاس اي ترانسبوز، اللي هو عامل ازاي؟ يبقى عامل كده اس اي واحد اس اي اثنين وهكذا، صح؟ تمام. فممكن اقول ده هو عباره عن مين؟ الفيكتور دوت برودكت مع نفسه، او الفيكتور ترانسبوز في مين؟ في الفيكتور العادي، تمام كده؟ طيب دي كان مساله وجوب بيطلب مننا كده تساله اربعه، فاحنا قلناها هنا دلوقتي مفيش مشاكل. طب لو انا بعمل اس اي جي، حلو، بقول فيكتور دوت برودكت مع فيكتور تاني، هيطلع الفاليو ازاي؟ اقول اللي هو الفيكتور الاول ترانسبوز مع مين؟ الفيكتور التاني. حلو كده؟ دي ما فيهاش مشكله، صح؟ نيجي بقى نقول ايه؟ طيب انا كل الكلام ده انا بتكلم والدنيا حلوه وتمام على البيزنس فانكشن. المسائل بقى بتيجي، انا هجيب البيزنس فانكشن ازاي؟ طيب تعالوا كده هناخد ايه؟ ناخد اول سؤال في الشيت ونبدا نشوف احنا نجيب بيه البيزنس فانكشن ازاي. طيب في اكتر من طريقه ممكن نجيب بيها البيزنس فانكشن، بس اشهر طريقه وافضلها طريقه جرام شميت، تمام كده؟ هو جرام شميت انتوا خدتوها في لينير الجبر، تمام كده؟ طيب تعالوا كده نقول جرام كان بيعمل ايه؟ كان لو هو كان بيتعامل مع الفيكتورز كان بيقول ان انا عندي ايه؟ انا عندي مجموعه فيكتورز، فهو بيطنش كل الفيكتورز ويبدا مع مين؟ يبدا مع اول فيكتور اللي هو جي 1. كان بيقول لك اول فيكتور ده انا هاخد اعمل منه ايه؟ هعتبره ريفرنس بتاعي. انا عندي فيكتورز كتير اهو، عندي فيكتورز كتير انا ما اعرفش ايه، عايز اجيب هو مين عمودي على مين او اجيب لهم ريفرنس ليهم. فكان بيقول لك ايه؟ بياخد اول فيكتور ويعتبره ريفرنس بتاعه، تمام؟ وبيجيب منه مين؟ بيجيب اليونت فيكتور، يبقى هيجيب اليونت فيكتور 1، تمام؟ وبعد ما جاب اليونت فيكتور 1 ده كده تمام، خلص اول حاجه، يبدا يحط مين؟ يبدا يحط في 2، حط في 2 يعمل ايه؟ بيقول لك طب في 2 المفروض يبقى ايه؟ هو حاجه فانكشن في اليونت فيكتور الاول ورقم في اليونت فيكتور الثاني لسه ما عرفوش، فبيعمل ايه؟ كان بيجيب البروجيكشن على الفيكتور واحد او اليونت فيكتور واحد، تمام؟ وبيطلع له كومبوننت، وبعدين بياخد الكومبوننت دي يطلعها من في 2 ويجيب ايه؟ ويجيب الحاجه العموديه عليها اللي هو يبقى ايه؟ ده في 2 العمودي مثلا، تمام؟ وكنت بيقول ايه؟ خلاص طالما جاب في 2 يبدا يعمل ايه؟ يبدا يجيب اليونت فيكتور 2، تمام؟ طب لما يبقى عنده يونت فيكتور ثالث يعمل ايه؟ خلاص يبدا يقول هيعمل البروجيكشن بتاع يونت فيكتور الثالث ده على يونت فيكتور الاول، هو الالوان داخله في بعض صح؟ يبدا يعمل البروجيكشن بتاع اليونت فيكتور على الفيكتور الاول، وبعدين يعمل له بروجيكشن على الفيكتور الثاني، تمام؟ والجزء اللي هيتفضل او الكميه اللي هتتفضل تبقى مالها؟ تبقى هي ايه؟ الفيكتور الثالث العمودي، تمام؟ يبقى ده في 3 يبقى ده ايه؟ ده الفيكتور الثالث العمودي، وبعدين يجيب منه ايه؟ يجيب منه في 3 ويستمر هكذا لحد ما ايه؟ لحد ما ياخد كل الفيكتورز بتوعه، تمام؟ فدي كانت الطريقه اللي بنستخدمها في لينير الجبر، وقلنا السيجنال سبيس معتمد على ايه؟ معتمد على الفيكتورز واللينير الجبر، فهيستخدم نفس الميثود دي. فاقول ايه؟ قول خلاص انا عندي مجموعه سيجنالز اس 1 واس 2 واس 3 واس 4، هعمل ايه؟ هطنش السيجنالز كلها واسيب مين؟ واسيب اول سيجنال بس. فيبقى الاس 1 هي عباره عن مين؟ رقم مضروب في مين؟ في البيز الاولى بتاعتي، رقم مضروب في اليونت فيكتور بتاعي، فكنت بقول ده البي 1 يبقى هو عباره عن مين؟ رقم مضروب في اليونت فيكتور يو 1، تمام كده؟ فاروح احسب مين؟ اس 1 1، تمام؟ وبعدها اجيب البيز 1، تمام؟ طيب وبعدين خلصت جبت كده حسبت الاس 1 1 والفاي 1 من السيجنال الاولى، هعمل ايه؟ اروح على السيجنال الثاني. طيب اروح على السيجنال الثاني هعمل ايه؟ اروح اعمل لها البروجيكشن مع فاي 1، اجيب مين؟ اس 2 1، تمام؟ وبعدين هاخد الاس 2 1 فاي 1 دي اشيلها من السيجنال بتاعتي، فضل لي الكومبوننت اللي فضلت مين؟ اس 2 2 فاي 2، فاحسب الاس 2 2 واحسب مين؟ الفاي 2، ونمشي ده واحده واحده ونشوف هنعمله ازاي. خلصت مع السيجنال 2 اروح اعمل ايه؟ اروح اعمل مع السيجنال 3 اجيب البروجيكشن بتاعها على فاي 1، البروجيكشن بتاعها على الفاي 2، وبعدين اللي اتفضل ده هيبقى مين؟ هو الفاي 3 مضروبه في رقم، وبعدين ايه؟ احسب منه الرقم ده واحسب منه الفاي 3، وبعدين اعمل نفس الحكايه مع مين؟ مع الفاي 4 واكمل ايه؟ لحد انفينيت نمبر ايه؟ وفاي على حسب مين عدد السيجنال بتاعتي. طيب وبعد شويه كمان مساله كده هنعرف احنا ازاي نقدر نحدد
البيزز اللي احنا محتاجينها من جوه ما بنشوف السيلز، بس محتاجين نمشي الاول في الاناليسز تول. طيب حد عنده مشكله مع ده؟ لو حد مش فاهم ده انا هشرحه، يعني هنوضحه ستيب ستيب. شباب هي مش واضحه قوي، بس انت قلت هتعملها تاني يعني، فتمام. تعالوا كده يا شباب نبدا. انا هقول ايه، جامي شميت بيتعامل ايه، بيقول ان في اول ستيب الاناليسيس بتاعته بيعمل ايه، بياخد السيجنال الاولى تمام، وبيحسب منها ايه الاس 11 والفاي 1. طيب واحده واحده، مين الـ مين الاس 11 والفاي 1؟ تعالوا كده ناخد اكزامبل كده سهل شويه. انا لو عندي فيكتور اسمه ايه، حلو، الفاليوز بتاعته كام؟ الفاليوز بتاعته 2 و0 و0، فيها مشاكل كده؟ طيب لو انا جيت عملت له دوت برودكت مع نفسه اي دوت اي هيديني ايه؟ هيديني 4 صح؟ في المشكله دي 2 في 2 ب 4 و0 و0 تمام كده؟ يبقى هيداني اداني ايه؟ اداني 4. طيب لو انا جيت قلت اي على الجذر ال 4 دي هيديني مين؟ يبقى ايه على الاثنين اللي هتديني كام؟ 1 0 0 صح؟ ده مين ده؟ ده اليونت فيكتور صح؟ ده يونت فيكتور. طيب ومين جذر ال 4 دي؟ اللي هي بتساوي 2، هي كانت عباره عن ايه؟ عباره عن الكوفيشنت اللي هنا صح؟ دي مستوعبينها تمام كده؟ تمام. فنفس الحكايه، انا بدل الايه هحط مين؟ هحط السيجنال بتاعتي، وبدل اليونت فيكتور اللي انا هحسبه ده هتبقى مين؟ هتبقى الفاي بتاعتي. وجذر الاربعه ده اللي انا حسبته عن طريق عملت للسيجنال دوت برودكت الفيكتور دوت برودكت مع نفسه تمام، فطلع لي الاربعه اللي هي مين؟ تبقى الايه؟ الاس 11. فيها مشاكل كده؟ طيب تعالوا نبدا في اول ستيب. هقول ايه؟ هقول انا لسه مش عارف يعني الستيب، اول ستيب دي غلط حلو، وانا هقول لك ان هي غلط وبعدين هنصلح ونشوف نمشي ازاي. وانا لسه مش عارف اس 11، فافترض ان السيجنال بتاعتي هي البيز بتاعتي هي الاس 1، هل الكلام ده صح ولا غلط؟ هنشوف. ايه اللي يقول ان ده صح ولا غلط؟ هي الفاي 1 دي مالها؟ لازم تبقى اورثونورمال. يعني ايه اورثونورمال؟ يعني لما اخدها واعمل لها انتجريشن مع نفسها المفروض تديني ايه؟ او دوت برودكت مع نفسها تديني ايه؟ تديني واحد. قول خلاص هاخد السيجنال بتاعتي الاس 1 2 دي اعمل لها دوت برودكت مع نفسها اللي هي تبقى ايه؟ هاخدها اعمل لها الامبلتيود سكوير تبقى بواحد وانتجريت. طب ده ايه؟ ده عباره عن ريكتانجل، الامبلتيود بتاعه واحد والويست بتاعه كام؟ تي على 3. يطلع بكام؟ يطلع بتي على 3. طيب هل ده بيساوي واحد؟ يبقى ده ما بيساويش واحد، ده بيساوي مين؟ ده بيساوي الانرجي بتاعت السيجنال صح؟ طيب يبقى انا ما ينفعش اقول ان الفاي هي بتساوي مين؟ بتساوي الاس 1. يبقى الستيب دي ايه؟ يبقى الستيب دي كده، الستيب دي كده غلط، ما ينفعش. اهو فين البوينتر؟ ماشي، الستيب دي كده غلط تمام؟ يبقى انا ما ينفعش اكتب دي كده. يبقى انا لما اقول هاخد دوت برودكت للسيجنال اس 1 تمام؟ هيطلع لي مين؟ هيطلع لي الانرجي بتاعتها اللي هي كام؟ تي على 3. طيب جبت التي على 3، انا محتاج الفاي مالها؟ تبقى هي عباره عن رقم مضروب او السيجنال بتاعتي هي عباره عن رقم مضروب في البيز. حلو، طب الرقم اللي انا جبته ده مين؟ ده الانرجي صح؟ اللي هو عباره عن مين؟ اللي هو عباره عن السكوير بتاع مين؟ اس 11. انا خدت الاس دي عملت لها دوت برودكت مع نفسها، فلما اعمل لها دوت برودكت مع نفسها تبقى مكتوبه ازاي؟ لما اعمل لها دوت برودكت مع نفسها تبقى ايه؟ اس 11 فاي 1 دوت مع اس 11 فاي 1 اللي هي تساوي كام؟ اس 11 سكويت تمام كده؟ طيب يبقى الكوفيشن ده هو مين؟ الانرجي دي هو عباره عن مين؟ اس 11 سكويت. خلاص يبقى عشان اجيب الاس 11 هقول ايه؟ هي جذر الانرجي يبقى جذر كام؟ تي على 3 تمام كده؟ طيب كنت ارجع هنا تاني لللاين ده، هي الفاي بتاعتي هي هتبقى عباره عن مين؟ عباره عن الاس 1 مقسوم على مين؟ على الاس 11 تمام كده؟ يبقى الاس 1 مقسوم على جذر الانرجي اللي هي تي على 3 او اللي هي مضروبه في 3 على تي، تطلع الفاي 1 بتاعتي هي كام؟ هي السيجنال بتاعتي مضروبه في ايه؟ جذر 3 على تي تمام. طيب تعال نشيك المفروض تبقى ايه؟ تبقى اوس نورمال. حلو، لما اخدها اعمل لها دوت برودكت مع نفسها يطلع الامبليتيود بكام؟ تطلع الفاليو بواحد. طيب هي تبقى عباره عن ايه؟ سيجنال دوت برودكت مع سيجنال تبقى سيجنال سكوير، وده هيبقى ايه؟ هيبقى كانت مقسومه على الانرجي، جذر الانرجي تبقى مقسومه ايه؟ على الانرجي تمام. وهانتجريت السيجنال اصلا كانت الانتجريشن بتاعها بيطلع ايه؟ بيطلع لي الاي الانرجي بتاعي، فيبقى انرجي على الانرجي هيديني واحد. اوس نورمال اوس نورمال تمام كده. خلصت او هعمل ايه بعد كده؟ او هرسم مين؟ ارسم الفاي 1. ارسم الفاي 1 هي عباره عن السيجنال دي واتضربت في كام؟ في جذر 3 على تي، يبقى جذر 3 على تي تمام؟ في ريكتانجل ومن كام لكام؟ من 0 لحد تي دي على 3. فيها مشكله كده؟ اه تمام. كده احنا جبنا مين؟ جبنا الفاي 1. طيب ايه الستبس اللي انا همشي بيها في اي مثال جرام شميت؟ اول ستيب حلو؟ يعني انا هقول على حسب البيز الاولى اول ستيب هي هحسب مين؟ الاس 11.
تمام. تاني ستيب احسب مين؟ احسب الفاي 1 حلو كده، وهتبقى الستيبس دي همشي بيها في كل مثال جرام شميت، يعني مش هبقى كرييتيف فيها. هي يعني الفكره تبقى الموضوع في الكالكوليشن. تمام طيب خلصت، اروح ايه؟ اروح للسيجنال الثانيه. طب انا رايح للسيجنال الثانيه معايا مين؟ معايا البيز الاولى. خلاص انا طلعت البيز الاولى ادي معايا، ومعايا مين؟ السيجنال الثانيه. طيب هقول ايه؟ جرام بيقول لي ايه؟ ان السيجنال الثانيه هتساوي الاس 1 في الفاي 1 بلس الاس 2 في الفاي 2. طيب يبقى انا عايز اعمل ايه؟ احسب الاس 1 مره واحسب الاس 2 مره. طب الاس 1 دي اجيبها ازاي؟ لو خدت الاس 2 عملت لها دوت برودكت مع الفاي 1 يطلع لي مين؟ يطلع لي الاس 1. فيها مشكله دي؟ اعمل لها ديفيجن ولا تمام؟ لا اعمل لها ديفيجن كده. طيب هقول ايه؟ هقول ان انا عندي اس 2 فاي 1 تمام ضد بلس اس 2 فاي 2، هعمل لها ايه؟ هعمل لها دوت برودكت مع مين؟ مع الفاي 1. طيب فبما انها هعمل لها دوت برودكت مع الفاي 1 النتيجه هتطلع ايه؟ بعد الانتجريشن ده كله يبقى اي اس 2 فاي 1 دوت برودكت مع فاي 1 هتطلع ايه؟ هتطلع اس 2 في مين؟ فاي 1 دوت مين؟ فاي 1 اللي هو ده كله بكام؟ اللي هو ده بواحد بلس اس 2 في مين؟ فاي 1 دوت برودكت مع مين؟ مع فاي 2. طيب حاجه عموديه على حاجه، دوت برودكت بتاعهم بكام؟ دوت برودكت بتاعهم بزيرو، يبقى يتفضل عندي مين؟ يتفضل عندي مين؟ الترم ده اللي هو الاس 2 1. فيها مشاكل كده؟ اللي هو زي ما اقول ان البي بتساوي كام؟ بتساوي 3 2 و0 تمام؟ عايز اعمل لها دوت برودكت مع كام؟ عايز اعمل لها دوت برودكت مع 1 0 0 او اللي هو الاي تمام كده؟ هتساوي كام؟ هتساوي 3. فيها مشاكل؟ لا لا تمام. هو انا كنت بعمل قول لمين ماشي؟ طيب مفيش مشكلة، حلو نكمل. طيب انا محتاج امسح ده كله، انا رايت كليك جزء معلش. طيب هقول ايه؟ هقول الاس 2 هي عبارة عن مين؟ الاس 1 هي عبارة عن الاس 2 دوت برودكت مع مين؟ دوت برودكت مع الفاي 1. فلما هعمل الدوت برودكت هاجي ابص ادي السيجنال اهي، السيجنال دي موجوده من كام؟ من 0 لحد 2 على 3 تي، خلي التي كده بواحد بس تسهيلا، السيجنال موجوده من 0 لحد 2 على 3 تمام؟ الامبليتيود بتاعها واحد، اعمل لها دوت بورت مع السيجنال موجوده من كام؟ من 0 لحد 1 على 3. طب الدوت بورت بعمله ازاي؟ بمسك الاثنين سيجنال اضربهم في بعض وبعدين اعمل لهم ايه؟ بعدين اعمل لهم انتجريشن. لما هضرب دي في دي ايه اللي هيحصل؟ هقول دي الامبليتيود بتاعها واحد، دي كان جذر 3 على تي، يبقى الامبليتيود مش هيتغير، هيفضل كام؟ جذر 3 على تي. طيب دي اول حاجه. ثاني حاجه دي موجوده من كام لكام؟ من 0 ل 2 على 3، ودي من 0 ل 1 على 3، يبقى لما اضربهم في بعض ايه اللي هيحصل؟ هلاقي ان حاصل ضرب اس 2 في فاي 1 هيديني مين؟ هيديني الشكل بتاع فاي 1. حد عنده مشكله مع دي؟ طيب نفترض ان في مشكله، حلو، فاقول ان انا لما هضربهم في بعض ماشي، لما هضربهم في بعض هيبقى عاملين ازاي؟ هضرب السيجنال دي، السيجنال الثانيه موجوده هنا كده تمام؟ وقيمتها كام؟ جذر 3 على تي. طيب ده كان كام؟ ده بزيرو، يبقى ده كده كله هيتي ويبقى ايه؟ ويبقى بزيرو. فتفضلي كام؟ تفضلي السيجنال قيمتها جذر 3 على تي موجوده من كام؟ من 0 لحد تي على 3 اللي هي ايه؟ اللي هي شبه الشكل ده تمام كده؟ فلما هعمل الانتجريشن ده هيطلع لي ايه؟ انتجريشن من 0 لتي على 3 لمين؟ جذر 3 على تي دي تي. طيب الانتجريشن ده هيعمل ايه؟ ده كونستنت هيخرج بره وتضرب في تي هنا، هعوض عن التي بكام؟ بتي على 3. يبقى الفاليو اللي هتطلع هتبقى كام؟ تبقى جذر 3 على تي مضروبه في تي على 3 هيساوي كام؟ هيساوي جذر تي على 3 تمام كده؟ تبقى دي مين؟ دي الاس 2 1. فيها مشاكل كده؟ اعتقد لا. طب انا لسه ما جبتش فاي 2 ايه؟ لسه ما جبتش فاي 2 ماشي، احنا لسه ما جبناش فاي 2 مفيش مشكله، احنا لسه هنجيب فاي 2. طيب بعدين هعمل ايه؟ انا قلت انا كده معايا مين؟ انا كده انا كل اللي معايا دلوقتي اس كام؟ كل اللي معايا هو هيبقى اس 2 1 وفاي 1، حلو، محتاج اجيب اس 2 2 وفاي 2. اقول خلاص انا بما اني عارف دي تمام كده، بما اني عارف دي وعارف دي هعمل ايه؟ اخدهم واطرحهم من بعض ويتفضل لي مين؟ يتفضل لي دي تمام. فانا اقول ايه؟ هقول اس 2 2 فاي 2 هتساوي من اس 2 ماينس اس 1 فاي 1، ده هيساوي مين؟ هيساوي حاجه اسمها الجي 2. طب شكل الجي 2 ده هيبقى عامل ازاي؟ طيب تعالوا بص، اول حاجه فين الفاي 1؟ فاي 1 اهي، عباره عن الامبليتيود بتاعها كام؟ جذر 3 على تي، هضربها في مين؟ في اس 2 1 اللي هو بكام؟ اس 2 1 جذر تي على 3. فلما هضربهم في بعض هيديني حاجه الامبليتيود بتاعها بكام؟
دي الحاجه الامبليتيود بتاعها بواحد، تمام كده؟ طيب يبقى انا السيجنال بتاعتي اللي انا هطرح من دي هتبقى عامله ازاي؟ هتبقى ناقص سيجنال عامله كده، تمام؟ الامبليتيود بتاعها واحد، تمام؟ وموجوده من كام؟ من 0 لحد تي على 3. فلما هطرحهم دي من 0 ل 2 تي على 3 ودي من 0 لتي على 3، فلما هطرحهم يطلع لي حاجه موجوده فين؟ موجوده من تي على 3 لحد 2 تي على 3، والامبليتيود بتاعها بكام؟ الامبليتيود بتاعها بواحد. فيها مشكله دي يا شباب؟ اعتقد لا. طيب كده مين؟ دي كده جي 2 صح؟ اللي هي بتساوي ايه الجي 2 اصلا؟ جي 2 دي بتساوي مين؟ اس 2 في فاي 2. طب زي ما حسبت الاس 11 عملت ايه؟ خدت السيجنال اس 1 عملت لها دوت برودكت مع نفسها عشان تطلع الاس 11. هنا وانا بحسب الاس 2 هعمل ايه؟ اقول خلاص انا الفانكشن جي 2 دي لو عملت لها دوت برودكت نفسها هي يعني الاس 2 فاي 2 دوت برودكت مع اس 2 فاي 2 الاقي اتفضل لي كام؟ اس 2 سكوير. يبقى ال 2 سكوير اس 2 هتساوي ايه؟ السكوير روت بتاع مين؟ بتاع الدوت برودكت بتاع الجي 2 ده مع نفسها اللي هو عباره عن ايه؟ جي 2 سكوير واعمل لها انتجريشن كام؟ من 0 تي. طيب هي الامبليتيود بتاعها بكام؟ الامبليتيود بتاعها بواحد لما اعمله سكوير واحد. يبقى ده هيطلع كام؟ هيطلع جذر انتجريشن ايه؟ واحد من تي على 3 لحد 2 على 3 اللي هو بكام؟ اللي هو بجذر تي على 3. فيها مشكله كده؟ تمام. كده طلعت مين؟ الاس 2 طلع بايه؟ بجذر تي على 3. طيب عايز بعد كده اعمل ايه؟ انا جبت مين؟ الاس 1 الاس 1 الفاي 1 الاس 2 بلس مين؟ الفاي 2. الفاي 2 هجيبها ازاي؟ هي كانت موجوده عندي هنا اللي هي الجي 2 دي اروح اقسمها على مين؟ على جذر التي على 3 او اللي هي اقسمها على الاس 2 يطلع لي مين؟ يطلع لي الفاي 2. يبقى الفاي 2 هي عباره عن الجي 2 مقسومه على كام؟ على اس 2 وتطلع ايه؟ تطلع بالشكل ده. تمام كده؟ طيب ايه بقى اللي انا همشيها؟ انا بتكلم على مين؟ على تاني بيس فانكشن. فتاني بيس فانكشن هعمل ايه؟ هقول ان الاس اول ستيب ان احسب ايه؟ الاس 2 1. تاني ستيب احسب مين؟ احسب الجي 2 حلو؟ اللي هي طرح او اللي هي عباره عن مين؟ اس 2 في فاي 2. تالت ستيب احسب الاس 2 والاخر ستيب فيها هحسب مين؟ هحسب الفاي 2. تمام كده؟ طيب خلصت مين كده؟ خلصت سيجنال 2. اروح بعد كده على مين؟ اروح على سيجنال 3. طيب رايح على سيجنال 3 معايا مين في حساباتي؟ معايا الفاي 1 ومعايا مين؟ معايا الفاي 2. تمام كده؟ طيب هعمل ايه؟ اول حاجه بعمل دوت برودكت اجيب ايه؟ الاس 3 1 وبعدين دوت برودكت هنا مع الفاي 2 اجيب اس 3 2 وبعدين اطرح الترمين دول من الاس 3 اطلع ايه؟ الاس 3 3 فاي 3 هسميه جي 3 وبعدين اعمل لها دوت برودكت مع نفسها اجيب مين؟ اس 3 3 وبعدين هقسم الجي 3 على الاس 3 3. طيب ده اللي المفروض يتم واحده واحده. ازاي بقى؟ اقول خلاص هاخد دي هعمل لها دوت برودكت مع مين؟ مع فاي 1. طيب دي موجوده من كام؟ موجوده من تي على 3 لحد تي، دي موجوده من 0 لحد تي على 3. الدوت برودكت ده هيطلع لي كام؟ هنا هي ب 0 في الفتره اللي دي موجوده فيها، والفتره اللي دي موجوده فيها هنا ب 0، يبقى الدوت برودكت ده هيطلع لي 0. تمام كده؟ تمام ده طلع لي ايه؟ ده طلع لي 0، خلاص اس 3 1 ب 0، بعدين اقول اس 3 2 هحسبها ازاي؟ هاخد السيجنال اس 3 اعمل لها دوت برودكت مع مين؟ مع الفاي 2، فلما هعمل لها دوت برودكت مع الفاي 2 دي موجوده من كام؟ من تي على 3 لحد تي، ودي موجوده من كام؟ من تي على 3 لحد 2 تي على 3. فلما اعمل لهم دوت برودكت مع بعض هقول ايه؟ هضرب دي في دي. طيب زي ما عملت مع كام؟ مع الاس 1 هناك. فلما اضرب دي، دي موجوده من كام؟ من تي على 3 لحد 2 تي على 3، دي من تي على 3 لحد تي، تبقى الحاجه الكومن او اللي هتفضل بعد الضرب بتاعهم هتبقى عامله ازاي؟ تبقى حاجه موجوده كده هنا لحد ايه؟ من تي على 3 لحد 2 تي على 3، والفاليو بتاعتها بكام؟ بجذر 3 على تي. تمام؟ وده كده كله بزيرو، واعمل لها ايه؟ واعمل انتجريشن للريكت ده. تمام؟ فاعمل لي انتجريشن يبقى جذر 3 على تي انتجريشن من تي على 3 لحد 2 تي على 3 يطلع بجنب بجذر تي على 3. كل الكوفيشنز هتطلع معايا في السؤال ده بجذر تي على 3 باي ذا واي يعني. تمام؟ طلعتها ايه؟ بجذر تي على 3. حلو؟ خلصت كده حسبت مين؟ حسبت دي وانا معايا دي وحسبت دي. حلو؟ خد الاثنين دول واعمل ايه؟ واطرحهم من مين؟ من اس 3. فاقول خلاص يبقى الاس 3 3 في فاي 3 هتساوي مين؟ تساوي الاس 3 ناقص الاس 3 1 في فاي 1 ناقص الاس 3 2 في فاي 2. طيب دول الامبليتيودز بتاعهم كام؟ جذر 3 على تي، وهضربهم في مين؟ في كوفيشنز اللي هي كام؟ جذر تي على 3 او في 0. فلما هضرب دي في 0 كده كده مش فارقه، هي هنا هنا ب 0 ودي ب 0 فمش هيحصل حاجه. فاجي للثانيه دي كام؟ جذر 3 على تي، هضربها في مين؟ هضربها في جذر تي على 3 يبقى اكني بقول ايه؟ كاني بقول ان هي تبقى سيجنال عامله ازاي؟ ان انا هطرحها من سيجنال موجوده هنا من تي على 3 لحد
تي على 3 لحد 2 تي على 3 بالامبليتيود بتاعها بكام؟ الامبليتيود بتاعها واحد، فلما اطرح دول من بعض يتفضل لي سيجنال موجوده فين بقى؟ سيجنال موجوده من 2 تي على 3 لحد ايه؟ لحد التي، فيها مشكله كده؟ والامبليتيود بتاعها واحد، دي مين؟ اس 3 3 في فاي 3. خلاص؟ عشان اجيب الاس 3 3 هعمل ايه؟ هعمل السيجنال دي دوت برودكت مع نفسها واخد السكوير روت. فاعملها دوت برودكت مع نفسها واخد السكوير روت تطلع لي بكام؟ تطلع لي بجذر تي على 3. تمام؟ كده جبت مين؟ اس 3 3. وبعدين عشان اجيب الفاي 3 هعمل ايه؟ اخد الاس 3 3 دي واقسمها على مين؟ على اقسم جي 3 على الاس 3 3. تطلع لي مين؟ تطلع لي الفاي 3 اللي هتبقى ايه؟ تبقى بالشكل ده. حد عنده مشكله هنا؟ شباب؟ الو؟ تمام انا تمام. طيب حلو، يبقى الستبس اللي مشيت بيها مع السيجنال الثالثه عملت ايه؟ حسبت اس 3 1 اس 3 2 بعدين جي 3 بعدين اس 3 3 فاي 3، نفس الستبس اللي ماشي بيها من ايه؟ كل مره. بعدين اروح للسيجنال ايه؟ اروح للسيجنال اس 4. طيب واحده واحده، وانا كنت شايف ايه؟ كنت شايف ان كل جزء بيطلع عندي بيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن رقم مضروب في البيزز. يعني انا لو جيت هنا كنت شايف ايه؟ السيجنال دي موجوده من كام؟ من 0 تي. طب الكونفيشن بتاعها من 0 تي على 3 هو كان كام؟ كان رقم مضروب في الفاي 1. طيب وكان من تي على 3 لحد 2 تي على 3 تبقى كام؟ كان رقم مضروب في الفاي 2. وبعدين الجزء من حد 2 تي على 3 لحد تي هيبقى ايه؟ رقم مضروب في الفاي 3. تمام كده؟ طيب لما اروح للبيز الرابعه، السيجنال الرابعه، السيجنال الرابعه موجوده من كام؟ من 0 تي، صح؟ يعني انا اقدر اعمل لها بيلدنج ازاي؟ هي عباره عن رقم مضروب في الفاي 1 زائد رقم مضروب في الفاي 2 زائد رقم موجود في الفاي 3. دول هيعملوا لي ايه؟ هيغطوا لي مين؟ هيغطوا لي السيجنال الاربعه كلها، صح؟ يبقى انا هنا هحتاج اضيف بيز جديده؟ لا، انا مش هحتاج اضيف بيز جديده. طيب هقول ده همشي بماس ازاي؟ اقول لك اجيب الاس 4 1 اللي هي دوت برودكت مع فاي 1، فتطلع بكام؟ تطلع بجذر تي على 3. والاس 4 2 دوت برودكت مع فاي 2 تطلع بجذر تي على 3. والاس 4 3 نفس الحكايه تطلع بجذر تي على 3. تمام كده؟ طيب حلو، اروح احسب مين بعد كده؟ احسب جي 4. هي مين؟ هي الاس 4 ناقص ايه؟ ناقص الكوفيشنز المضروبه في البيزز. طب لما اضرب الكوفيشنز دي في البيزز كلها تطلع حاجه عامله ازاي؟ تبقى حاجه عامله بالشكل ده. تبقى حاجه عامله كده، عباره عن ريكت الامبليتيود بتاع واحد موجود من كام؟ من 0 تي. فلما هطرح الاثنين دول من بعض الريزلت بتاعتهم هتطلع كام؟ هتطلع بزيرو. تمام كده؟ فيبقى انا عندي ايه؟ يبقى عندي الجي 4 بزيرو، يعني ما عنديش بيز 4. حلو؟ يبقى انا كده اكتفيت بكام؟ اكتفيت بثلاثه بيزز اللي هو كام؟ لحد فاي 3. دي فاي 3 مش فاي 4 شويه. طيب حلو، يبقى الفاي 4 بزيرو. حلو؟ ويبقى الستبس همشي ازاي؟ هحسب الاس 4 1 4 2 4 3 وبعدين 4 4 اجيب الجي 4 وبعدين اجيب الفاي 4. تمام كده؟ نفس الفلو ماشين دي. حلو، خلصت؟ طيب انا المفروض اعمل ايه بقى؟ او ارسم مين؟ الكونسلتيشن او ارسم السبيس السيجنال بتاعي ازاي؟ باشمهندس معلش هقول لك اللي في كل التكملات كنا بنبتديها من زيرو لتي كابيتال بعد كده بنشوف هي موجوده فين بالظبط. لا، هو انا ببدا الانتجريشن من اول فين لفين؟ من اول الريجن بتاعتي. انا عامل دوت برودكت هنا مع مين؟ اس 4 عامل لها دوت برودكت مع فاي كام؟ مع فاي 4. طب فاي 4 موجوده منين لفين؟ من زيرو لحد تي على 3، صح؟ يبقى هعمل انتجريشن من زيرو لتي على 3. يعني قبل ما نعمل سمبليفيكيشن اللي هو اول حاجه خالص، اول واحده خالص انا افترضت ايه؟ انا قلت ان انا بفترض اول سيجنال بتاعتي، حلو، اللي عندي اللي هي كانت اس 1 هي عباره عن مين؟ الاس 1 دي كنت انا بقول هي عباره عن ايه؟ كوفيشنت مضروب في فاي 1. فانا باخد السيجنال بتاعتي هي الريفرنس اللي ببدا ابني عليه بقيه السيجنال. تمام كده؟ تمام. ليه بقى لحد تي كابيتال؟ هي السيجنال اس 1 لحد تي على 3، ما هي موجوده لحد تي على 3. انا بقول الانتجريشن بتاعها من 0 تي. حلو، هو هيطلع لي كام؟ هي من 0 تي، هي مش موجوده بقيه الفاليوز، صح؟ اشمعنى تي بقى؟ قصدي انا قصدي اشمعنى هو الويتس بتاع البيت ديوريشن بتاعها. انا بقى انتجريت عادي من كلهم من 0 تي. طب هي السيجنال موجوده منين؟ من 0 تي على 3. تمام، فهمت. هو قصده بس عشان يكون في خطوه هنا ناقصه اللي هو كام بعد كام من 0 تي على 3 يعني. بس هي انا في العادي ببدا من حد تي اللي هو التايم بتاع البيت، وبعد كده ايه؟ بشوف البيت دي موجوده فين، او بعد دول بولس دول بقت موجودين فين؟ موجوده من 0 لحد تي على 3، فانت جيت من 0 لتي على 3. تمام، هي في اول واحده بس انا شلت السكند ستيب. ايوه بالظبط. طب يا باشمهندس معلش عندي سؤال. اتفضل.
هو احنا يعني اعرف منين عدد البيز المتاحة؟ يعني انا مثلا لاحظت هنا ان فاير 4 بزيرو قبل ما نكمل، علشان لقيت ان اس 1 لما جمعنا يعني يعتبر كلها تدي فاير، هتدي اس 4 يعني، لما جمعنا كل البيز كلها تدي اس 4 فالتايم خلص يعني، فقلت ان فاير 4 بزيرو. هل بقى في طريقة نعرف عدد البيزز على طول من غير مثلا ما نقعد كل شوية نعمل الحوارات دي؟ هتشوف هتعرف عدد البيزز على بعد كده، من مجرد ما تبص للسيجنالز من اشكال السيجنال هتعرف عدد البيزز محتاجه قد ايه. هتيجي مره اسبوع بس. ماشي. طيب حلو، هنا خلصنا ده. طيب عايز نعمل ايه؟ اكونستراكت السيجنال سبيس. هو خلاص انا السيجنال بتاعت الكوفيشنز كانت اهي اللي كانت كلها بجزء 3 على سي اللي طلعت معايا. طب لو انا عايز اكتب السيجنال هكتبها ازاي؟ قول ان انا هعرف سيجنال واحد هتبقى جزء 3 على سي فاي 1، ودي فاي 1 وفاي 2، ودي هتبقى فاي 2 و3 بس، والرابعه هتبقى ايه؟ فاي 1 وفاي 2 وفاي 3. تمام؟ طيب ممكن اكتبها بالشكل ده او اكتبها ايه؟ بشكل الفيكتورز اللي هتبقى جزء 3 على سي، والفيكتور 1 0 0 دي هتبقى 1 1، ودي تبقى ايه؟ 0 1 1 وبعدين 3 1. حلو؟ وبعدين اروح اعمل ايه؟ خلصت اروح حاططهم هنا واسمهم فين؟ واسمهم في 3 دي. طيب السيجنال الاولى كانت جذر 3 على تي، جذر تي على 3 مضروبه في ايه؟ في فيكتور 1 0 0 اللي هتبقى مكانها فين؟ تبقى مكانها هنا كده يمين، دي سيجنال 1. طب سيجنال 2 كانت هتبقى موجوده فين؟ 1 1 ده في الاكس واي بلين صح؟ فهتبقى فين؟ تبقى موجوده في الاكس واي بلين عند 1 1 دي الاس 2، والاس 3 هتبقى فين؟ في الواي زد بلين، تبقى هي في الواي زد بلين، والاس 4 تبقى موجوده فين؟ في ال 3 في ال 3 دايمنشن. تمام كده؟ طيب عملت ده ايه؟ عملت السؤال ده. طيب كده السؤال خلص. الستبس اللي بمشي بيها في الجيم، بجيب الفاي 1، ببدا اكتب القوانين بتاعتي. الزيرو ستيب ان انا اكتب القوانين بتاعتي اللي بتاعت السيجنالز والبيزل. حلو؟ الفيرست ستيب ان انا احسب الفاي 1، تمام؟ عن طريق ان انا اجيب الاس 1 1 اللي هو جذر الانرجي واعوض بيه هنا فاحسب الفاي 1. تاني ستيب ان انا اروح اجيب ايه؟ اجيب الفاي 2 إيه؟ او كنت بقول اجيب الجي 2 منها الفاي 2 يعني عن طريق ايه؟ اس 2 ناقص ايه؟ اس 2 1 فاي 1. طب اس 2 1 دي اجيبها ازاي؟ يعني عباره عن الدوت برودكت بتاع اس 2 في فاي 1، تمام؟ جبت كده الجي 2، بعدين الجي 2 دي خدها اقسمها على مين؟ اقسمها على النورمالايز بتاعها او الدوت برودكت بتاعها وخد له الجذر هيديك مين؟ الفاي 2، تمام؟ وهكذا. ابدا كمل هتلاقي انك بتريبيت لكل مين؟ لكل الاسس بنفس الطريقه. تمام؟ ده الفلو العادي بتاع الجام. طيب تعالوا كده نبص على الشيت. احنا اول سؤال في الشيت ده كده احنا حليناه. طيب نروح لتاني سؤال. تاني سؤال ده بيقول لي ايه؟ احله برضه باستخدام جيمش ميتو بنفس الطريقه. طيب انا اول ما دخلت المساله انا شايف ايه؟ شايف سيجنال واحد دي موجوده منين؟ من 0 لحد 1، تمام كده؟ طب سيجنال 2 موجوده من كام؟ من 0 لحد 2. طب لما انا بقول السيجنال الاولى بتاعت الريفرنس فتطلع لي الفاي 1 هتبقى زيها موجوده من 0 لحد 1. يبقى انا ببص على الفاي 2 انا عارف من 0 لحد 1 ده الجزء بتاع مين؟ ده الجزء بتاع فاي 1. اتفضل عندي جزء جديد من 1 لحد 2 ده بتاع مين؟ ده بتاع فاي 2. كده مش شايف كده؟ حصلت تمام. طيب وباجي على اس 3 هي ايه؟ اقول خلاص انا من 0 لحد 1 ده اللي حجزاه مين؟ حجزاه فاي 1 اللي جات لي من اس 1، ومن 1 ل 2 ده حجزاه الاس 2 اللي جايه لي نتيجه طرح مين؟ نتيجه طرح الفاي 1 من ايه؟ من الاس 2. يبقى اللي حصل يا باشمهندس؟ ايه؟ حضرتك جبتهم كلهم في البق كده؟ انت بتقول ايه؟ حضرتك جبتهم كلهم في البق كده؟ طيب انا هقول ايه؟ انا هقول ان انا عندي مين؟ عندي اس 1. حلو؟ هي عباره عن مين؟ هتبقى حاجه جايه لي نتيجه مين؟ نتيجه الفاي 1 هتجي لي نتيجه مين؟ الاس 1. فهي موجوده من فين؟ من الانترفال من 0 لحد 1. فيها مشاكل؟ لا. طيب وهي مالها؟ هي نورمالايز. يعني ايه نورمالايز؟ يعني الانرجي بتاعتها بواحد صح؟ وهي موجوده لحد طيب واحد، يبقى الامبليتيود بكام؟ واحد. الامبليتيود بواحد. طيب السيجنال الثانيه دي هنا هيجي لي ايه؟ هجيب من السيجنال دي فاي 2. طب انا عارف من 0 لحد هنا مين؟ ده كله هيجي لي نتيجه فاي 1 صح؟ رقم مضروب في فاي 1 اللي هو بكام؟ فاي 1 قلت ان هي بواحد، رقم نيجاتيف 4. نيجاتيف 4 يبقى اتفضل لي الجزء من اول كام؟ من اول واحد لحد 2. ده هيجيب لي مين؟ هيجيب لي الفاي 2. تمام كده؟ الفاي 2 هتطلع كام؟ هتطلع هنا ايه؟ هتطلع نيجاتيف 1. تبقى ايه؟ من اول 2 من اول واحد لحد 2. 2 بنيجاتيف 1. بنيجاتيف 1. طب ليه نيجاتيف؟ هنوضحها واحنا بنحل دلوقتي. طيب يبقى اجي ابص كده على السيجنال 3 اقول ايه؟ هي عن حاجه جايه نتيجه من فاي 1 لفاي 1. جزء نتيجه الفاي 2، فاي 1 جاي لكام؟ جاي ب 3، كوفيشن 3، واللي جاي نتيجه الفاي 2 جايب كوفيشن كام؟ ب 3. بتفضل عندي ايه؟ الجزء ده اللي هيعمل لي مين؟ الفاي 3 اللي هي موجوده من كام؟
اتنين لتلاتة الاثنين، بقى. والكوفيشنت اللي هيجيب امبليتيود واحد، والكوفيشنت اللي هيجيبها هيبقى كام؟ تلاتة. ثلاثة. مش كده؟ انا عرفت الفروع فعرفت احل المساله من قبل ما ابدا بمجرد الفروع، بس محتاج اعمل لها ايه؟ اعمل لها ميل. تمام كده؟ طيب بس عشان هما نبدا بقى ريكتانجل صح؟ يعني لو كانت أشكال تانية. سهل شويه. فانت بعد كده من اشكال السيجنال انت هتبقى متخيل انت محتاج تعمل ايه بالظبط. تمام. هنبدا الستبس. انا عندي ثلاثه سيجنال، يبقى افترض ان انا عندي ثلاثه ميزان. هو انا رجعت شويه. طيب ويت كده يا شباب، هو في سلايد جت قبل السلايد. ماشي. طيب يا شباب انا هبدأ اقول ايه؟ وخلاص انا هاخد اول سيجنال بتاعتي هعمل لها ايه؟ هعمل لها دوت برودكت مع نفسها. بما ان هعمل لها دوت برودكت مع نفسها فيطلع الكوفيشنت ايه؟ هيطلع الكوفيشنت سكوير. طب هي موجوده من زين، موجوده من زيرو واحد، فانتجريشن بتاعي سهل. يبقى انت جيت من زيرو واحد وهي كونستنت، فتطلع ايه؟ تطلع الاثنين سكوير بكام؟ باربعه. باخد السيجنال اعمل لها سكوير، فبدل الاثنين هتبقى اربعه، وانتجريت الريكتانجل ده اللي هو الامبليتيود بتاعه باربعه او الهايت باربعه والويت واحد، هيطلع بكام؟ هيطلع باربعه. يبقى الاس واحد واحد ده هيساوي ايه؟ هيساوي الانرجي اللي هيطلع بكام؟ هيطلع باثنين. فيها مشاكل كده؟ تمام. يبقى الفاي واحد هتبقى عباره عن ايه؟ هي عباره عن الاس واحد اتقسمت على كام؟ الاس 1 1، هتبقى الاس 1 مقسومه على الاثنين، تطلع بالشكل ده الفاي 1. تمام؟ اروح لمين؟ الفاي 2. عشان اجيب الفاي 2 همسك مين؟ همسك سيجنال 2. سيجنال 2 هتبقى ايه؟ اعمل لها اعمل فاي 1 دوت برودكت مع دي، وبعدين اجيب مين؟ الاس 2 1. فلما هعمل دي دوت برودكت مع دي يطلع لي كام؟ تبقى اس 2 دوت فاي 1. يبقى هي سيجنال ديفايند منين؟ من 0 لحد 1 بامبليتيود كام؟ سالب 4. تطلع بكام؟ تطلع سالب 4. يبقى الكوفيشن اس 2 1 بسالب 4. طيب تمام. بعدين اجيب ايه؟ بعدين اجيب الجي 2. هي عباره عن مين؟ عباره عن السيجنال دي ناقص ده مضروب في سالب 4. اللي هتبقى حاجه موجوده منين؟ موجوده من اول واحد لحد 2 بامبليتيود كام؟ بامبليتيود سالب 4. طيب فتطلع ايه؟ تطلع دي جي 2. تمام كده؟ اعمل لها دوت برودكت مع نفسها يطلع لي مين؟ واخد له الجذر هيجي لي ايه؟ اس 2 2 اللي هو هيبقى بكام؟ انتجريشن من اول واحد لحد 2 بكام؟ بسالب 4 سكوير، وخد له الجذر يطلع لي بكام؟ يطلع لي ب 4. طيب هنا بقى في لوت معينه. انا وانا برسم البيزز على طول انا قلت ايه؟ هرسم الفاي 2 بالنيجاتيف. ليه بقى؟ طيب هو الفاي 2 دي بتجي لي منين؟ هي عباره عن جزء اتفضل عندي بقسمه على اس 2 2. تمام؟ وزي الفاي 1 كنت بقول ايه؟ هي السيجنال بقسمها على اس 1 1. طب الاس 1 1 والاس 2 2 دي مالها؟ دي جايه لي من حاجه سكوير. الاس 1 1 هي عباره عن ايه؟ انتجريشن اس 1 من 0 تي، بس الاس 1 مالها؟ سكوير، فلازم يطلع لي ايه؟ يطلع لي رقم بوزيتيف. طب الاس 2 كنت بجيبها ازاي؟ بانتجريت جي اللي هي فيها نيجاتيف دي، عملت لها سكوير فبقت بوزيتيف، وعملت لها انتجريشن من 0 تي فطلع لي مين؟ اس 2 2. فلما اخد لها الجذر هتطلع لي ايه؟ هي بوزيتيف، خدت له الجذر فبوزيتيف. حلو؟ يبقى انا اس 1 1 اس 2 اس 3 3 اس ان ان او اي اي دي هتطلع ايه؟ تطلع دايما بوزيتيف. فيها مشاكل؟ شباب تمام 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 مفهوم. خلصت جبت مين؟ جبت الجي 2 اقسمها على الاربعه يطلع لي مين؟ يطلع لي ايه؟ يطلع لي الفاي 2. جبت الفاي 2 قلت خلاص خلصت هنا، اروح على مين؟ اروح على السيجنال 3. رحت على السيجنال 3 هعمل دي واطرحها من هنا، فانا شايف الكوفيشنت يجي هنا بالنظر اللي هو كام؟ اللي هو ب 3، والكوفيشنت هنا يجي بالنظر اللي هو بسالب 3. وتفضل ان انا هطرح دول اجيب الجي 3 اللي هي موجوده من كام؟ من 2 ل 3 بامبليتيود 3. تمام كده؟ يبقى الفاي 3 هي اسم ده. تمام؟ وتبقى ايه؟ بالشكل ده. خلصت اروح اكتب السيجنال بتاعتي واكتب الكوفيشنز واكتب ايه؟ واكتب كل حاجه واقسم السيجنال سبيس بتاعي. تمام كده؟ فيها مشاكل؟ هو احنا صح ماشي، فيها مشاكل كده ثانك يو ولا بريك؟ ثانك يو ولا بريك؟ طيب انا هريحك. انا اقول لك احنا في سلايد كام؟ احنا في سلايد 26. لا البريك في سلايد 29، وهم توتال 44 سلايد. ليه كده بس؟ ده على سكشنين ولا سكشن؟ حصل خير. شوفوا تحبين البريك قد ايه ونكمل. الساعه كام بس؟ 2 و10. نرجع 2 و10. ما تكمل بس ما كفايه صالح انت ومصطفى. حاضر حاضر. خمس دقايق بس معلش بعد اذنك.
ايه؟ 5 دقايق بعد اذنك بريك يعني نعمل حاجه بس خلاص 5 دقايق عشان اللي بعد البريك عنيف شويه فمحتاجكم تبقوا فايقين. مش هنبدا 2 يعني؟ نبدا 2 ال 3 دقايق. مش 2:10؟ مفهوم. بصوا يا شباب، هو موست بروبلي يعني ده هيكون اخر سيكشن كوميونيكيشن هديه لكم، واحتمال حد يدخل تاني مكاني، فيعني معلش استحملوني السيكشن ده والدنيا تمشي حلو بعد كده. ايه الكلام اللي مفطر بقى على الصبح ده؟ انا عارف يا باشمهندس، كان المدرسين بيعملوا معانا كده زمان لما بيزعلوا مننا، بس هو ما بيبقاش في حاجه اصلا، صح؟ بتقول ايه؟ كان زمان المدرسين بيعملوا معانا كده لما بيبقوا زعلانين، بس ما كانش في حاجه اصلا، يعني كان تأنيب ضمير بس. بص لا انا بجد انا ما اعرفش، بس هو في احتماليه كبيره لسه لما الامور تستقر بعد الميد تيرم. يعني ما فيش تاني سكاشن لغايه الفطار؟ هو لسه هيشوف الامر، لسه هيشوف الامر. هو كده مش هيبقى في سكاشن.
نبدأ يا شباب. أنا جاهز، ماذا عن الباقي؟ أنا مفيش مشكلة، يجوا واحد. طيب يا شباب، ماشي، إيه ده؟ ماشي، مش مشكلة. طيب يا شباب، عايزين نتكلم على إيه؟ لو أنا عندي شوية سيجنالز كده، دي الكونسلتيشنز بتاعتي أو السيجنال سبيس بتاعي، تمام؟ ده قبل ما يبقى فيه عندي نويز، حلو؟ كان بالشكل ده، هو عبارة عن السيمبلز بتاعتي أو عبارة البيتس حولتها لسيمبلز وخدت بالشكل ده، اللي هو على اليمين. لما بتيجي عليها النويز، إيه اللي هيحصل؟ تبقى عباره عن ايه؟ عباره عن شويه بوينتس كتير كده حوالين ايه؟ حوالين الفاليو الاكسبكتد او الفاليو اللي انا كنت عايزها. ده بسبب مين؟ بسبب الافكت بتاع النويز. طيب انا كنت بقدر احدد ان النويز عندي بتاثر ازاي؟ كنت انا بقول ان انا باخد حاجه اسمها الماكسيمم لايك هود رول، حلو كده؟ فكنت بقول الافكت بتاع النويز هو ايه؟ بيديبند على الديستنس بتاعتي، تمام كده؟ يبقى انا عشان احدد الريجن كنت بقول ايه؟ والله انا عندي سيمبل ده، تمام كده؟ فين هو البوينتر؟ انا عندي السيمبل ده، تمام، يحصل نويز بينه وبين السيمبل ده قد ايه؟ فكنت بوصل ستريت لاين كده ما بينهم وبقول ايه؟ بقول اللاين ده اللي هو الحد الديستنس اللي في النص ده ايه؟ ده الرينج بتاعي اللي الايرو ممكن يحصل فيه والدنيا فيه مسموحه، تمام؟ طب الجزء ده لا، ان الايرو هنا ممكن يعمل ايه؟ الايرو هنا هيعمل ان انا غيرت السيمبل بتاعي. فلما انا كنت بحسب البروبابيلتي اوف ايرو كنت بقول ايه؟ بقول خلاص انا باعت السيمبل ده وشايف ان الايرو يحصل لي ايه؟ يحصل لي في الريجن دي او الريجن دي او دي او دي او دي او دي او دي، تمام كده؟ بالشكل ده. طيب واحده واحده، حلو. انا كنت بقول ان انا اقدر ابص على البروبابيلتي اوف ايرو بتاعتي هي كبيره ولا قليله ازاي؟ والله على حسب الديستنس ما بين السيمبل ده ومين؟ وما بين السيمبل الثاني. كل ما الديستنس دي تكبر كل ما تكون ايه؟ البروبابيلتي اوف ايرو اقل، او كل ما الديستنس تكبر البروبابيلتي اوف ايرو اقل، وكل ما تصغر تبقى البروبابيلتي اوف ايرو ايه؟ بروبابيلتي اوف ايرو اكبر، تمام كده؟ وانتوا خدتوا التفصيل واتكلمتوا عليها ومشينا منين وجينا منين واحنا فين واحنا ايه؟ واحنا شغالين في الليكتشر. طيب اللاين ده، اللاين اللي موجود هنا ده، ده كان عباره عن مين؟ ده كان عباره عن الديسيجن باوندري بتاعي، تمام كده؟ اللي انا بقول عنده انا السيمبل بتاعي اكيد حصل فيه ايرور طالما ان انا عديته. طيب تمام كده، فيها مشاكل الحاجات دي؟ اعتقد ان انت تمام، وانا هسكيب هنا لان انا مش هدخل في تفاصيل كتير. طيب بقول دلوقتي، طيب انا كنت بعمل ايه؟ بعمل الريسيفر بتاعي او الديكودر بتاعي هي عباره عن ايه؟ عباره عن السيجنال، تمام؟ عملت ضبطها في البيزز، عملت لها انتجريشن، خدت عند لحظه تي بي، بيطلع لي مين؟ هيطلع لي الكوفيشنت. انا الدنيا تمام، يحصل ايه اول ما تضاف النويز عندي؟ النويز لما بتضاف عندي الدنيا باظت، حلو؟ فانا بضطر اعمل ايه؟ بقول ان بعد ما عملت برضه ديفيجن في الليكتشر، ممكن ابقى احط لكم اتش، بس يعني انا مش عايز اعيد كلام انتوا لسه سامعينه من اسبوع، سامعينه من يومين، تمام كده؟ اكني عملت ايه؟ هقول ان انا احل مشكله النويز دي، بعمل ايه؟ باخد السيجنال اللي هي الاكس دي او اللي هي جايه لي مجموع عليها النويز، بضربها في مين؟ بضربها في السيجنال تاني، وبعدين بجمع اللي هو باكيوميليت الفاليوز، تمام كده؟ اللي انا بعمل الدوت برودكت بمعنى اصح، اللي انا بانتجريت من زيرو لحد التي بي، تمام كده؟ وبعدين بعمل ايه؟ بطرح منها الانرجي بتاعت السيجنال، فيتفضل لي مين؟ تتفضل لي الحاجه الاستيميت بتاعي، تمام كده؟ طيب هي مين الاكس دي اصلا؟ الاكس دي كانت عباره عن ايه؟ عباره عن السيجنال او الكوفيشن بتاعي. لو انا بقول اكس واحد اللي هي جايه لي نتيجه الموجوده النويز الموجوده على البيز الاولى، لو انا بتكلم من البيز بتاع لو انا شغال مثلا 2 دي، وانا شغال في ال 2 دي، فين؟ في ال 2 دي، حلو؟ ده مين؟ ده هيبقى الفاي 1، وده مين ده؟ ده الفاي 2، تمام؟ يبقى انا عندي اقدر احلل النويز كومبوننت موجوده هنا في اتجاه الفاي 1 وكومبوننت موجوده في اتجاه الفاي 2، فمين اللي في اتجاه الفاي 1؟ هيبقى الاكس 1. اللي هيبقى في اتجاه الفاي 2 هتبقى الاكس 2. طب لو انا عندي ان فيكتورز او ان دايمنشنز تبقى ايه؟ هيبقى كل اتجاه هي الاكس بتاعته. طب الاكس دي بتيجي ازاي؟ هي عباره عن سيجنال بتاعتي بتضاف عليها النويز. طيب انا بكتب النويز بتاعتي بكتبها ازاي؟ هقول ان هي تبقى جاوسيان ديستريبيوشن، تمام كده؟ طيب واخد المين بتاعه، المين بتاعه هو مين؟ هو عباره عن الكوفيشنت ده. ليه؟ هو كوفيشنت اتضاف على نويز بزيرو مين، يبقى كوفيشنت المين بتاعه ايه؟ بالكوفيشنت بتاع السيجنال، تمام كده؟ طيب والفاريانس، انا السيجنال دي كانت حاجه ديترمينستك، الكوفيشنت ده ديترمينستك، لكن النويز هي حاجه ليها فاريانس ان نوت على الاثنين، فيبقى السيجنال النويز بتاعتها تبقى ايه؟ يبقى المين بتاعها الكوفيشنت بتاع السيجنال والفاريانس بتاعها كام؟ ان نوت على الاثنين، تمام؟ طيب انا في المسائل بيطلب مني، في المسائل الميد تيرم والفاينل هيطلب مني ان انا بيلد الاوبتيمم ريسيفر. فبعد ما احل المساله واطلع عدد البيزز، غالبا بيبقوا اثنين بيزز او ثلاثه لو في بعض المسائل، تمام؟ بس الاغلب بيبقى اثنين بيز.
فيبقى عندي فاي 1 وعندي فاي 2، هعمل دول كده هاخد السيجنال دخل على فاي 1 فاي 2 اعمل لهم انتجريشن، جبت مين الاس اي 1 والاس اي 2 بلس النويز، اقول اللي هما الاكس 1 والاكس 2 اخدهم اضربهم في السيجنال تاني نفسهم تمام، وبعدين ادخلهم على الاكيوميليتور عشان اعمل ايه، اعمل الدوت برودكت اطرح منهم الانرجي تمام، واعمل ايه وسلكت الاكبر فاليو منهم، وده يحدد لي ايه قيمه السيمبل اللي كان مبعوث او الكوفيشن بتاعته كانت ايه. تمام كده يا شباب؟ وليه النويز في فتره الفارينس بنفس الفاليو بتاع الفارينس بتاعها؟ حلو، ليه النويز بنفس الفارينس؟ حلو، هاخد واحسب لها الفارينس بتاعها. طيب انا هجيب فارينس لرقم ثابت، الفارينس بتاع الحاجه الثابته كام؟ صفر. او تعالى كده نقول، تعالى فاكر اللينير ترانسفورميشنز كنا بنعملها ازاي؟ كنت انا بقول عندي ان الواي بتساوي ايه؟ بتساوي اي اكس بلس البي تمام؟ الاي هنا في الكيس دي بكام؟ الاي بواحد يبقى مفيش ايه. طيب كنت بجيب المين ازاي؟ المين هيساوي ايه؟ هو عباره عن الاكس بلس البي تمام كده؟ طيب الاكس ده مين؟ انا بتكلم عليه اللي هو النويز صح؟ طيب يبقى انا كده المين؟ هيبقى المين بتاع اكس بلس البي. طب المين بتاع اكس كان بكام؟ كان بزيرو. طيب دي اول حاجه، الفارينس بقى كان بيساوي ايه؟ كان بيساوي الاي سكوير الفارينس بتاع اكس. في حاجه تاني؟ لا ما كانش في حاجه تاني تمام كده؟ طيب انا عندي الاي دي بواحد، فيتفضل ايه؟ يبقى الفارينس بتاع هو الفارينس بتاع مين؟ بتاع الاكس اللي هو كام؟ النقطه دي. في مشاكل كده؟ لا تمام. طيب حلو، قلت طيب لو انا عايز احسب البروبابيلتي اوف ايرور، هحسب البروبابيلتي اوف ايرور ازاي؟ قول خلاص انا بروبابيلتي اوف ايرور هو المفروض في ريجن بتظهر، ماشي. لو انا عندي مجموعه ريجنز كده، عندي السيجنال هنا اس 1 اس 2 اس 3 اس 4 تمام؟ طيب البروبابيلتي اوف ايرور اقول لك حاجه نظهرها احسن. طيب هو ايه؟ انا عندي دلوقتي مجموعه سيمبلز، كنت انا بقول انا عايز احسب الايرور فيهم، هحسب الايرور فيهم ازاي؟ كنت بقول فرضا ان انا بعت سيمبل واحد، يبقى الايرور ايه اللي حصل؟ ان الحاجه اللي جات لي مش موجوده في الريجن بتاع السيمبل واحد، موجوده في الريجن دي او في الريجن دي او في الريجن دي. طيب ده كنت بكتبه ازاي؟ كنت بقول ان probability of error هتساوي summation تمام من واحد لحد ام اللي هو عدد السيمبلز بتوعي تمام، في البي اي probability ان انا بعت سيمبلز تمام كده، ايه في probability ان الاكس اللي جالي ده مش موجود في الزين في الزون بتاعت مين؟ بتاعت الام اللي انا بتكلم عليها. بمعنى انا بعت اس واحد، يبقى انا بقول probability ايه؟ probability دي معناها ايه؟ probability ان الفاليو اكس اللي جات لي مش موجوده في الزون بتاعت مين؟ اس واحد. فدي هتتكتب ازاي؟ تبقى بي واحد في probability ان الاكس مش موجوده في الزون بتاعت واحد، زائد بي اتنين في probability ان الاكس مش موجوده في الزون بتاع سيجنال اتنين، زي البروبابيلتي ان انا بعت سيجنال 3 اللي هي بي اس 3 في البروبابيلتي ان الاكس مش موجوده في الزون بتاعت بي 3 اس 3 تمام كده؟ طيب مفيش مشكله، فقلت ان البروبابيلتي لو انا احنا في الغالب بنبعت ايكوال بروبابيلتي، فتبقى البي اي دي هي عباره عن كام؟ 1 اوفر ام، مفيش مشاكل 1 اوفر ام تمام. وبعدين اقول خلاص انا بتكلم بدل ما انا بانتجريت او هعمل الانتجريشن بتاعي بشكل صعب شويه، ان انا عايز انتجريت الريجن دي كلها، انتجريت الريجن دي كده كلها تمام، وانا بتكلم على اس 1 وعامل زيها الاس 2 وعامل زيها الاس 3 والاس 4 تمام، بشكل عنيف شويه ان انا بقول ايه؟ ان بقول ان الاكس مش موجود في الاس 1 يعني الاكس موجود في ده، فبدل ما اعمل ده ممكن اعملها بشكل اسهل اللي هي 1 ناقص ايه؟ probability ان الاكس يبقى موجود فين؟ probability ان الاكس يبقى موجود في الزون بتاعتي تمام؟ يبقى انا ايه؟ يبقى هكامل هتبقى انتجريشن او البروبابيلتي هتبقى عباره ان الاكس موجود فين؟ في الزون اللي انا باعت فيها السيمبلز، فده هيبقى اسهل شويه في الحسابات تمام كده؟ وناخد عليه مساله ونشوف الدنيا. طيب فبقول ده هفك البروبابيلتي دي ازاي؟ انا باعت الاكس بتاعي، الاكس ده كان عباره عن ايه؟ انا قلت الاكس هيبقى حاجه هو عباره عن جاوسيان تمام كده؟ المين بتاعه بكام؟ بالكوفيشن بتاع السيجنالز، والفارينس بتاعه هيبقى بكام؟ ان ده الاثنين تمام كده؟ طيب هو جاوسيان، وانا باعت ايه؟ انا كنت بقول ده مين؟ ده انا بتكلم على الاكس واحد هيبقى بالشكل ده تمام، هقول هو عباره عن الاس واحد.
طب انا بتكلم على الاكس ان جنرال، اكس كفيكتورز او مالتي فاريبل، تمام كده؟ هتبقى هي عباره عن مين؟ تبقى عباره عن انا هكامل الجاوسيان ديستريبيوشن ده عادي، واحسب الاو زي ما اتكلمنا عنه عند الدكتور نافع واحنا بنحسب البروبابيلتي في الاو، كنت بانتجريت الجاوسيان ديستريبيوشن، بس هنا هتبقى دي بدل اكس دي هيبقى عندي مين؟ هيبقى عندي مجموعه ايه؟ مجموعه الاكسات مضروبه ببعض، الجاوسيان ديستريبيوشن بتاع اكس 1 مضروب في اكس 2 مضروب في اكس 3 مضروب في اكس 4، والانتجريشن بيبقى على مين؟ على الزون بتاعتي اللي هي الزون ايه؟ الزون اللي انا هتبقى ديفايند بالستريت لاين ده وديفايند بالستريت لاين ده، هنشوفها شويه في القوانين. طيب فانا بقول ان انا بعمل ايه؟ الكونديشنال بروبابيلتي ما اثرتش معايا على حاجه هنا؟ المفروض اقسم عليها؟ هما هي الديستريبيوشن بتاعت الاكس دي مالها؟ جايه لي من النويز، النويز مالها؟ راندوم اندبندنت عن بعض. تمام؟ طيب انا هجيب الجوين بروبابيلتي، الحاجات اندبندنت هي عباره عن ايه؟ عباره عن حاصل ضربهم، يبقى الاف بين البوينتر تبقى الاف بتاعت اكس 1 جيفن الام اي هتبقى ايه؟ الاكس ان جنرال هتساوي ايه؟ اف اكس 1 في مين اف اكس 2 وهكذا. تمام؟ طيب فممكن بدل ما اعمل الملتيبيكيشن ده اعملها ايه؟ اقول ان انا بما انها اكسبوننشال فاصمم جوه الاكسبوننشال والدنيا تبقى تمام بالنسبه لي. فيها مشاكل الكلام ده؟ يعني انا اظن ان الكلام ده فريش، فده اللي انا ما تعمقتش فيه، يعني وانا اخدته كده من بره. اوكي وقت بمعنى صح. طيب كان في عندي حاجه تانية اسمها ايه؟ الابر باوند. حلو، دي لو انا هجيب ايه؟ انا هنا بالحسابات دي هجيب مين؟ هجيب كلوز اكسبريشن او كلوز فورم اكسبريشن لمين؟ للبروبابيلتي اوف ايرور. طيب في بعض الاوقات ما بعرفش اجيب الكلوز فورم اكسبريشن، فبروح اجيب ايه؟ اقول ان انا هشتغل على ايه؟ على الماكسيمم لايكلهود، او اجيب الابر باوند. هو باوند بيقول لي انت قد ايه ايرور عندك، انت لازم تبقى اقل منه، ما ينفعش تزيد عنه. طيب ده هجيبه ازاي؟ قول خلاص انا نفس القانون بتاعي، بس انا هنا هشتغل على ابر باوند، هتبقى بدل ايكوال هتبقى ايه؟ اصغر من البروبابيلتي في ايرور اللي هحسبها، لازم يعني انا هجيب البروبابيلتي في ايرور اللي تطلع معايا لازم تبقى اصغر من الاكسبريشن اللي هحسبه ده. طب انا هحسبه هنا ازاي باستخدام الابر باوند؟ التايتل هنا غلط يعني. تمام، احسبه ازاي؟ هقول خلاص انا بعت كام؟ انا عندي اربعه سيمبلز، هعمل ايه؟ هفترض ان انا عندي سيمبل واحد بس، اثنين سيمبلز قصدي، بعت اس 1 تمام، وحصل ايه؟ وحصل ان انا عملت له ريسيفنج باس 3. تمام، طيب فده هيبقى ايه؟ اجيب البروبابيلتي اوف ايرور في الكيس دي لما احسب كده بعت اس 1 وايه البروبابيلتي ان يحصل يجي لي اس 3، فدي هتساوي ايه؟ دي هتساوي بروبابيلتي ايرور 1 3 هتساوي مين؟ نص ايرفك لمين بقى؟ للدي الدي اي كي على الاثنين على جذر ال نوت. طيب مين الدي؟ او الدي 1 3 مين الدي؟ انا بقول خلاص هبص ادي الاس 1 دي هي اللي عندي تمام، والاس 3 دي اللي حصل ده ايه؟ ده لما حصل ايه وبقت بيس 3، الديستنس ما بينهم كام؟ الديستنس ما بينهم هسميها دي 1 3. حلو، فتبقى البروبابيلتي اوف ايرور نتيجه ال 1 3 هي كام؟ هي نص في الايرور فانكشن كومبلمنتري بتاع كام؟ دي اي دي 1 3 على الاثنين على جذر مين؟ ان نوت. طيب تمام طيب. كده حسبت ايه؟ ليه نص؟ ليه نص؟ ما هي دي 1 3 على الاثنين على الاثنين في على الاثنين اهي. تمام طيب دي كده ايه؟ دي 1 3. طيب وبعدين اروح عامل نفس الحسبه ثاني ما بين اس 1 واس ايه؟ ليه ضاربين نص بره في اللي هي الفانكشن بتاعت ان؟ اه لا ده بعد الديفيجن بتاع الايرور فانكشن تطلع نص الاير فانكشن. طب يا باشمهندس انا بحسب الايرفك ولا بسيبها له كده؟ انت الايرفك انت مش هتعرف تحسبها، بيبقى ليها تيبلز او ممكن تحطها على الكالكوليتر عشان احسب دي. هقول ايه؟ هقول له نص وتحطها على الكالكوليتر انتجريشن من اول كام؟ هي دي 1 3 على 2 على جذر ان نوت، هتقول هنا دي 1 3 على 2 جذر ان نوت. تمام، والانتجريشن هنا هيبقى لحد كام؟ هيبقى لحد انفينيتي اللي احنا ممكن نحط على الكالكوليتور 3 ساعات مثلا، ويبقى اكسبوننشال اي باور اكس سكويرد دي اكس. تمام، ده اللي انت ممكن تحسبه للاف، بس في الغالب هو مش هيطلب منك تحسب الاف دي. تمام، يعني بص هو بعض الدكاتره بتتعامل معانا ان هي ايه؟ ستيل احنا الحاجات اللي كانت الاود في الوقت بتاعهم او اللي هم يقدروا يعملوه، فهو مش هيصعب عليك اكتر من كده، لان ممكن ما يبقاش كل الطلبه معاك كالكوليتورز اللي هي بتحسب الموضوع ده.
تمام، لان هي يعني زمان ما كانتش موجوده، فالدنيا تمام ماشيه. فدلوقتي مش كل الطلبه معاهم كالكوليتور بتقدر تحسب الانتجريشن ده، فخلاص فهو مش هيضايق على حد، تمام كده. بس فهو مش هيقول لي احسب الافك، هو هيقول لي سيب اكسبريشن، تمام. طيب وبعدين هقول ايه؟ هقول خلاص، طب لو انا بعت اس 1 حصل ايرور في اس 2 هجيبه ازاي؟ هقول يبقى الديستنس 1 2 تمام، ومره ثانيه اعملها لايه؟ للاس 4 تمام كده. وبعدين اقول خلاص يبقى انا البروبابيلتي ايرور اللي هي البي ايرور نتيجه سيمبل واحد اللي هو فرضا السيمبل اس 1 تبقى ايه؟ نص سميشن مين؟ الايرفك بتاعت ايه؟ الايرفك والارجيومنتس اللي جوه محطوطه مين؟ الديستنس دي اي كي تمام اللي هو السيمبل 1 3 سيمبل 1 4 تمام، ما عدا مين؟ ما عدا الكي بتساوي اي تمام كده، اللي هو مش مع نفس السيمبل، مش السيمبل نفسه، ان ده مش بروبابيلتي اوف ايرور مقسوم على كام؟ على 2 جذر ان النوت كده. احسب مين؟ هحسب البي البروبابيلتي اوف ايرور بالنسبه للسيمبل 1، بعدين السيمبل 2 زيها، بعدين سيمبل 3، بعدين سيمبل 4، وارجع اعوض بيها فين؟ وارجع اعوض بيها هنا. حد عنده مشكله مع دي؟ ليه بقسم على جذر ان النوت في الايرفك؟ حلو، انا بقول ان بص واحده واحده، انا عشان يحصل عندي ايرور هنا، الايرور هنا اللي يحصل يكون بمقدار قد ايه؟ ده مين؟ دي السيجنال صح؟ وانا برسم هنا مين؟ برسم جذر انرجي، فيها مشاكل؟ ماشي تمام. طيب الديستنس دي كده كلها مين؟ هو الفرق دي بتاع اس 1 واس 4 صح؟ يبقى الفاليو اللي انا محتاجها عشان يحصل عندي ايرور هنا اللي هتبقى كام؟ هتبقى دي 1 على الاثنين عشان يحصل ايرور، اللي هي مين؟ اللي هي دي هتساوي مين؟ جذر الانرجي، فيها مشاكل؟ طيب البروبابيلتي اوف ايرور بتطلع معايا ايه؟ البروبابيلتي اوف ايرور باستخدام الايرفك بتساوي ايه؟ بتساوي نص مين؟ ايرفك لمين بقى؟ جذر الانرجي على النوت، تمام كده؟ طب الانرجي هنا في الكيس دي مين؟ جذر الانرجي مين؟ جذر ايه على الاثنين؟ يبقى ده نص مين؟ ايرفك دي واحدة أربعة على الاثنين، هي الانرجي المطلوبة عشان يحصل ايرور تمام على الجذر الان نوت، فيها مشاكل؟ ده في القانون اصلا اللي هي جذر ان نوت دي صح؟ فبس وان نوت بقى اللي هي الان نوت، انا لما ببعت نويز كنت بقول ان النويز بتاعتي بتبقى مالها؟ تبقى هي حاجة جاوسيان ديستريبيوشن ليها مين بزيرو وليها نويز بكم؟ ان نوت على الاثنين. واحنا قلنا ليه الفارينس بتاع النويز بقول ان هو ان نوت على الاثنين؟ عشان لما بستخدم الايرور فانكشن بيطلع لي ايه؟ حاجه على مين؟ على جذر الان نوت تمام. وده الديفينيشن اتفقنا ان لازم الفارينس او اغلب الفارينس اللي هنتكلم عليه هو يكون الان نوت على الاثنين تمام. وان النوت ده كونستنت ولا حاجه بتتغير حسب النويز؟ هو هيبقى هيقول لك ان هو عليه رقم كونستنت تمام كده، وفي الاساينمنت 2 ان انت هتغيره على حسب سيجنال تو نويز ريشيو، هتفضل تغير كامل ان نوت بناء على سيجنال نويز ريش اللي انت بتحسبها تمام. شكرا. طيب نروح لايه؟ نروح للسؤال ده. طيب انا من الاول هنا انا هستخدم التابلت اوكي. طيب كنت اقول ايه؟ بقول دلوقتي بيقول لي ان عنده ست اوف سيجنالز اسمهم عددهم 2 ان، مالهم؟ اسمهم باي اورثوجونال. يعني ايه باي اورثوجونال؟ يعني انا بقول ان انا هيبقى عندي الست دي موجود فيها مين؟ عدد ست او عدد سيجنالز عددهم ام تمام؟ فاضل اس 1 و اس 2 و اس 3 ايه؟ لحد انفينيتي تمام؟ طيب بس انا بقول ايه؟ عددهم 2 ام وباي اورثوجونال. يعني ايه باي اورثوجونال؟ يعني موجود السيجنال وموجود ايه؟ وموجود عكسها، يعني هيبقى عندي اس 1 وسالب اس 1 واس 2 وكم؟ وسالب اس 2 وهكذا، يبقى ده بيتكون من ايه؟ من سيجنالز والسالب بتاعها، فيها مشاكل كده؟ طيب فهو هنا بيشرح لك يعني ايه باي اورثوجونال. هو عباره عن سيجنال اوبتين من ام اورثوجونال سيجنالز تمام، والنيجاتيف ايه؟ والنيجاتيف بتاعه. طيب تمام، بيقول لي بقى ايه؟ بيقول لي ان استخدامي، يعني انا عندي مجموعه بيزز بتاعت اورثوجونال سيجنالز تمام، لما اخليهم باي اورثوجونال ده مش هيغير في السيجنال سبيس. وليه؟ طيب هو انا السيجنال سبيس بيديبند على مين؟ كنت بقول ان الاس 1 بتاعتي هتساوي ايه؟ هتساوي اس 1 تمام اي او سيجما اس 1 اي في مين؟ في الفاي اي، فيها مشاكل كده؟ طيب انا عملت ايه؟ رحت انا ضايف سيجنال جديده اسمها ايه؟ اسمها اس 3 ونص. اس 3 دي بتساوي ايه؟ بتساوي سالب اس 1 تمام؟ حلو، يبقى دي هتعمل لي ايه في الكوفيشنز؟ دي هتقلل لي الكوفيشنز بس
مجرد ان هي بقت ايه؟ بقت سالبه صح؟ فيها مشاكل كده؟ طيب هل هي غيرت حاجه في الفاي؟ ما غيرتش في الفاي، هي غيرت في الكوفيشنز، يبقى ده هيغير حاجه في السيجنال سبيس؟ ده مش هيغير حاجه في السيجنال سبيس، السيجنال سبيس هيفضل ايه؟ هيفضل زي ما هو. طيب ده ايه؟ ده بالنسبه لاول مطلوب، ان انا استخدمت الباي او سيجنال مش هيعمل حاجه. طيب ثاني حاجه بقى بيقول لي ايه؟ عندي السيجنال اس 1 دي وسيجنال اس 2، اجيب البيزز بتوعهم واجيب ايه؟ واجيب مين تاني؟ بعد كده اكونستراكت باي اورثوجونال سيجنال. طيب انا عندي اس 1 حلو موجوده من كام؟ من دي لحد تي على 2 وبعدين من تي على 2 لحد تي، هنا في الانترفال الاولى بواحد والانترفال الثاني بكام؟ بسالب واحد. طيب والسيجنال 2 هي موجوده من زيرو لحد ايه؟ لحد تي. طيب عشان اجيب البيزز كنت بقول ايه؟ بقول خلاص انا الشكل ده بيعمل لي كام بيز؟ والله الاثنين سيجنالز موجودين من حد من زيرو لتي، ودي موجوده ايه؟ ودي موجوده من زيرو لحد تي. طيب انا كده محتاج كام بيز؟ انا ما اعرفش. طب واحده واحده، انا دي من زيرو لتي اتغيرت كام مره او خدت كام شكل؟ والله هي خدت شكلين، جزء بيتغير هنا وجزء بيتغير هنا صح؟ يبقى انا السيجنال بتاعتي او البيز بتاعتي هتبقى ايه؟ تبقى برضه موجوده من زيرو لتي واول بيز، وهيبقى ايه؟ ليها شكل هنا في الانترفال الاولى وفاليو ثانيه في الانترفال الثانيه. تمام كده؟ طيب لما اجي اكونستراكت سيجنال اس 2، هل سيجنال اس 2 هعملها ببيز واحد بس اللي هي عباره عن جزئين؟ لا، انا بضرب في كوفيشنت عباره عن رقم واحد، ما ينفعش اضرب في نص البيز في كوفيشنت ونص البيز ثاني في كوفيشنت. فبالتالي انا شايف ايه؟ ان انا سيجنال اس 1 دي هتعمل لي بيز واحد وسيجنال اس 2 هتعمل لي بيز 2. فيها مشاكل كده؟ طيب تعال نقول هجيب ايه؟ هجيب فاي 1. فاي 1 عشان اجيبها هعمل ايه؟ اروح اجيب الاس 1 1 اللي هي عباره عن مين؟ اللي هي انا ما ينفعش افك اس 1 ل 2 بيز فانكشن؟ لا ممكن تبقى تسال الدكتور فين. طيب. انا لحد عندي ان هو ما كانش بيحب الحاجات دي، مش عارف هو غير رايه ولا لا. تمام. طيب فانا اقول ايه؟ الاس 1 1 هي عباره عن جزء الانرجي قيمتها بكام؟ الانرجي هقول هاخد السيجنال دي سكويرد هتبقى عباره عن 1 في انترفال تي تطلع ايه؟ تطلع جذر تي. تمام كده؟ يبقى الفاي 1 هي نفس السيجنال دي بس بدل ما برسمها بواحد ارسمها الامبليتيود بتاعها يبقى كام؟ 1 على تي على جذر تي، وهنا تبقى كام؟ سالب واحد على جذر تي. فيها مشاكل كده؟ طيب اروح اجيب بعد كده ايه؟ اروح اجيب الاس 2 1. عشان اجيب الاس 2 1 هعمل ايه؟ اخد الفاي 1 دي اعمل لها دوت برودكت مع دي. طيب لما اعمل لدي دوت برودكت مع دي هلاقي ايه؟ هلاقي ان الناتج اللي هيطلع معايا هتبقى حاجه عامله كده. تمام؟ ودي بواحد على تي، واحد على جذر تي، ودي بايه؟ بسالب واحد على جذر تي. دي موجوده لحد نص الانترفل، ودي موجوده لحد ايه؟ لحد النص الثاني من الانترفل. فلما هينتجريت هلاقي ان هنا في اريا وهنا في اريا نيجاتيف، يبقى الاس 2 1 بكام؟ هتساوي زيرو. تمام كده؟ يبقى الفاي 2 هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن دي بس معمول لها نورماليزيشن. تمام؟ اللي انا يعني اروح اجيب الاس 2 2 اللي هي تطلع بجذر تي، وتبقى الفاي 2 هي نفس السيجنال دي بس الامبليتيود بتاعها كام؟ 1 على جذر تي. كده جبت مين؟ جبت الفاي 1 وجبت مين هنا؟ جبت الفاي 2. فضل لي ايه بعد كده؟ اجيب اخليها باي اورثوجونال. يعني ايه اخليها باي اورثوجونال؟ يعني انا اقول ان انا عندي اس 3 بتساوي كام؟ سالب اس 1، والاس 4 هتساوي ايه؟ سالب اس 2. فلما هعملها هتبقى عامله ازاي؟ تبقى حاجه عامله كده. دي مين كده؟ دي الاس 3 دي تبقى سالب 1 وده بواحد، والاس 4 هتبقى ايه؟ تبقى بالشكل ده. فيها مشاكل كده يا شباب؟ باي ذا وي انا كان عندي سؤال بس في السؤال الاول حضرتك خلصت؟ النقطه الاولى حضرتك قلت ان هي مش هتاثر في السبيس كله ولا في البيزز؟ مش هتاثر في البيزز. تمام. طيب ليه بقى؟ تعالى كده تعالى نرسم سيجنال سبيس بالشكل ده. انا طلعت ايه؟ طلعت، خلينا نغير اللون بس عشان الاحمر كتير ده مستفز. طيب انا طلعت ايه؟ ده كده ده الفاي 1 اهو، وده مين؟ ده الفاي 2. طيب الاس 1 كانت عباره عن ايه؟ كانت موجوده في الفاي 1 وقيمتها ايه؟ جذر تي. تمام؟ يبقى هنا اهي ودي قيمتها جذر تي. تمام؟ والفاي 2 هتبقى هنا وقيمتها كام؟ جذر تي. طب بعد ما عملت الحوار بتاع الباي اورثوجونال الاقي ايه؟ هلاقي الاس 1 1 بتساوي جذر تي. طيب الاس 3 1 هتساوي ايه؟ الاس 3 1 هتساوي سالب جذر تي. تبقى موجوده فين؟ تبقى موجوده هنا سالب جذر تي. طيب وبالنسبه لدي الاس 2 بجذر تي، يبقى الاس 4 2 هتساوي ايه؟
ساوي سالب جزتي تبقى موجوده هنا. فانا غيرت كده في السيجنال سبيس، غيرت في يعني غيرت في البيزل، انا ما غيرتش في البيزل، انا ضفت بوينتس جديده في السيجنال سبيس. تمام كده؟ تمام يا باشمهندس. طيب نروح لسؤال ايه؟ نروح لسؤال اربعه. حلو. بيقول لي السؤال اربعه دول عنده اثنين سيجنالز اس 1 وعنده ايه؟ سيجنال اس 2 اتضاف عليهم نويز. حلو؟ طيب فبيقول لي ايه؟ بيقول لي اختار البيزز بتاعتي تمام؟ وبعدين ارسم السيجنال سبيس، وبعد ما ارسم السيجنال سبيس احسب ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ديزاين للاوبتيمم ريسيفر تمام؟ وبعدها او هحسب مين؟ اجيب البروبابيلتي اوف سمبل ايرور. طيب واحده واحده، انا هجيب البيز. حلو؟ طيب هبدا ايه؟ هبدا بسيجنال واحد. سيجنال واحد موجوده من كام؟ من 0 لحد 3 تي تمام؟ فهجيب مين؟ هجيب الفاي 1. الفاي 1 هجيبها ازاي؟ هجيب النورماليزيشن بتاع دي او اقسم على جذر الانرجي بتاع دي. طيب فهيبقى اقول الفاي 1 هي عباره عن السيجنال دي مقسومه على جذر الانرجي بتاعتها، فالانرجي بتاع السيجنال دي كام؟ هي من 0 تي بواحد، وبعدين من تي لحد 2 تي بسالب واحد، لما اعمل سكوير هتبقى بواحد وبواحد، يبقى الانرجي بتاعتها هتساوي كام؟ الانرجي هنا هتساوي ويت 3 تي. الانرجي هتساوي 3 تي. تمام كده؟ تلاتة تي. طيب يبقى الفاي 1 هتساوي ايه؟ هتساوي نفس السيجنال دي بس بدل واحد هي تبقى كام؟ واحد على جذر 3 تي، وهنا تبقى سالب واحد على جذر 3 تي. فيها مشاكل كده؟ ده مين؟ ده الفاي 1. طيب اروح الفاي 2 عشان ابص للفاي 2. اول ستيب بعملها ايه؟ كنت بعمل دوت برودكت ما بين الفاي 1 والسيجنال 2 عشان اجيب مين؟ الاس 2 1. فلما اعمل دوت برودكت ليهم مع بعض هيبقى حاجه عامله ازاي؟ ابدا ابص كده، هي دي كانت سالب واحد. دوت برودكت مع واحد او لما ضربها في واحد تبقى ايه؟ سالب واحد لحد تي على الاثنين، وبعدين ده بواحد هيتضرب مع ده في واحد يطلع لي بايه؟ يطلع لي بواحد. تمام؟ وابدا مكمل هنا، دي بقت بسالب هتضرب في موجب تنزل لي ايه؟ تنزل لي سالب، وافضل اعمل اضرب السيجنالز كده في بعض هلاقيها ايه؟ الاقيها حاجه عامله بالشكل ده. تمام؟ سالب موجب سالب موجب سالب موجب. فلما هانتجريت عليها هلاقي المحصله كلها بكام؟ بصفر. يعني معناها ان الاس 2 1 بتساوي ايه؟ بتساوي صفر. تمام كده؟ طيب يبقى الاس 2 1 بتساوي صفر، يبقى انا هقول دي مين؟ يبقى دي كده هتساوي الاس 2 2 في مين؟ في فاي 2. فلما هروح اجيب لها الانرجي هاخد ده كله اعمل له سكويرد، هلاقي ان الانرجي هنا طلع بكام؟ ب 3 تي. يبقى ان الفاي 2 هتساوي ايه؟ هتساوي الكلام ده مقسوم على جذر كام؟ 3 تي، والكلام ده مقسوم على كام؟ على جذر 3 تي. فيها مشكله كده يا شباب؟ شباب انا بس عايز افتكر الانرجي طلعت ازاي بسرعه، افتكر بس طلعت ازاي. خد دي اعمل لها سكويت، او اعمل السيجنال دوت برودكت مع نفسها اعمل لها سكويت. لما اعمل لها سكويت هلاقيها ايه؟ عباره عن حاجه كده قيمتها واحد ماشي، والبيس بتاعها كام؟ 3 تي. وعملهم انتجريشن هو الاريا اندر سكويت كام؟ 1 في 3 تي. 3 تي بس. طيب ده كده ايه؟ ده احنا عملناه. طيب ده عشان نعمله هعمله ازاي؟ والله هاخد ايه؟ اقول انا هاخد السيجنال بتاعتي هدخلها على ايه؟ سيجنال مربوع تالي. حلو؟ هدخلها على مين؟ على ملتبلاير. انا كنت ببلد الريسيفر ازاي؟ كنت باخد السيجنال لا انتجريشن مع فاي 1 طلع فاي 2 وبعدين انتجريشن وبعدين انتجريشن. دي طلعت لي مين؟ دي كده طلعت لي اللي هي الاكسات صح؟ دي الاكس. وبعدين اخدها ادخلها على مين؟ ادخلها اقول ان انا هدخلها على واحد بملتبلاي في فاي 1، وبعدين بعمل ايه؟ بعمل اكيوميشن او انتجريشن. تمام؟ ونفس الحكايه ده بدخله على ايه؟ على فاي 2 وبعمل لها ايه؟ هو فاي ولا اكس يا باشمهندس؟ ثانيه انتوا السكين فصل صح؟ لا لا يعني مش حاجه بتحرك. دي ما فصلتش. تمام كده؟ ايه فصلت؟ لا شايف ان خلاص فصلت. ماشي ظاهر كده. تمام؟ كنت انا بقول بضرب هنا دي كده مين هنا؟ دي كده دي الاكسات. تمام؟ دي الاكس 1 والاكس 2. تمام؟ ده هيبقى الاكس 1 وده هيبقى الاكس 2. حلو؟
باخدهم بدخلهم بضرب هنا في فاي 1 وبضرب هنا ايه فاي 2، وبعدين باخدهم بعمل لهم مين، بعمل لهم اكيوميشن، وبعدين بعد الاكيوميشن بعمل ايه، بطرح الانرجي تمام، نص الانرجي، وهنا بطرح منها كام، نص الانرجي على ما اتذكر، نص الانرجي او الانرجي يا شباب، النص بس نص الانرجي. مش احنا بنضرب في فاي في الجزء الثاني ولا بنضرب في اس؟ اس تمام كده حلو في اس، وبعد كده بعمل ايه، بطرح نص الانرجي، وبعدين ايه باخدها على حاجه هتسلكت ايه، هتسلكت اللارج تمام، وده يطلع لي مين، ده يطلع لي الحاجه اللي انا كنت بعتها. فيها مشاكل كده يا شباب؟ طيب ده كده تمام. المشكله بقى تيجي فين، في حسابات البروبابيلتي اوف ايرور. طيب سايب السلايد فاضيه، مش سايب السلايد فاضيه، تعالى احط سلايد فاضيه. ماشي حطينا سلايد فاضيه. طيب نعمل ايه بقى، انا عايز احسب البروبابيلتي اوف ايرور. طيب تعالى عشان احسب البروبابيلتي اوف ايرور، هو كان طالب قبل الريسيفر نرجع هنا، هو طالب ان انا ابيلد الريسيفر تمام، واحسب البيزنس فانكشن، واعمل حاجه انا ما عملتهاش، انا اجلتها بس عشان وانا بحسب البروبابيلتي كده، ارسم ايه؟ سيجنال سبيس في البرزنتيشن. طيب انا طلعت ايه؟ طلعت السيجنال واحد هي عباره عن كام؟ كانت جذر 3 تي في فين؟ فاي 1 دي السيجنال واحد، سيجنال 2 كانت عباره عن ايه؟ اس 2 2 اللي هي كام؟ جذر 3 تي في فاي 2 صح؟ طيب لما اجي ارسمها هرسمها ازاي؟ قلنا انا هرسم كده اهو، احط ريجن بتاعتي دي مين؟ دي الفاي 1 ودي الفاي 2. طيب يبقى انا هحط هنا مين؟ ده جذر 3 تي وده ايه؟ وده جذر 3 تي، ده كده مين؟ ده كده ايه؟ ده الفايز بتاعتي. طيب وبعدين هعمل ايه؟ ابدا احط ايه؟ احط الديسيجن باوندري، ديسيجن باوندري يعني ايه؟ هوصل الاثنين دول كده ببعض. فيها مشاكل؟ وصلت الاثنين سيجنال ببعض، ده الاس 1 وده الاس 2. وبعدين اشوف الديستنس اللي في النص، نص المسافه ما بينها. حلو، واعمل ايه في نص المسافه؟ هعمل ستريت لاين. طيب ده لما احنا هنعمله ان شاء الله في الميد تيرم او الفاينل هنرسم تو سكيل. اوكي هنرسم تو سكيل. فيها مشاكل؟ وايه اللي هيبقى تو سكيل؟ هنرسم تيشن تو سكيل. مين بقى نرسم تو سكيل؟ حضرتك. تمام؟ طيب ليه؟ لان احنا هنبدا هيبقى المساله مش هيبقى فيها عباره عن اثنين سيجنالز بس، يبقى فيها اربعه او ثلاثه سيجنالز، فاحتاج ان انا احط الديسيشن باوندرز بتوعي، فلاقي ان وانا بحط الديسيشن باوندرز الموضوع هيبقى سنسيتيف شويه على حسب الفاليوز، فانا هحاول على قد ما اقدر ارسم تو سكيل بحيث ان المساله تبقى ظابطه معايا، وهنشوف قدام شويه ممكن نعمل ايه. تمام كده؟ طيب انا عشان اقول ايه؟ انا جبت هوصل الاثنين سيجنالز ببعض اس 1 باس 2 واشوف الديستنس اللي في النص واعمل ايه؟ عمودي عليها احط مين؟ احط الديسيشن باوندز بتاعي. تمام كده؟ طيب حلو، ده كده انا خلصت. انا بعد كده عايز احسب مين؟ عايز احسب البروبابيلتي اوف ايرور. البروبابيلتي اوف ايرور قلنا هي بتساوي ايه؟ البروبابيلتي اوف ايرور يا شباب بتساوي ايه؟ نص ايرفك مش عارف، نص الانرجي يعني الانرجي على جذر 2 على الانين والبين. بص انا عايز اجيب اكسبريشن مش استخدم الابر ليميت. حلو؟ وانا لما بقول ان انا هجيب الابر ليميت هستخدم الدي. تمام كده، وانا بجيب الاكسبريشن هستخدم ايه؟ probability ان جاد اكس جيفن ان الام اي مش هي الام جي، الام اي ده تساوي ام اي تبقى هي عباره، نمسح الكلام ده بوينتر، هتبقى ايه؟ هي عباره عن 1 ماينس سميشن قلت ايه؟ ان انا استخدت اكس اي جيفن ان انا بعت ام اي ان زوم بتاعت مين؟ جيفن ان انا بعت ام اي. طيب مفيش مشاكل. حلو، البروبابيلتي دي قلت ان هي بتساوي ايه بقى؟ البروبابيلتي دي اللي هي البروبابيلتي او البروبابيلتي دي بلاش نديها البي اللي انا باعت اكس ان زون جيفن ان انا كنت باعت ام اي، دي بتساوي ايه؟ بتساوي انتجريشن على الزون لمين؟ للاف اوف ايه؟ اوف اكس جيفن ام اي. تمام كده، والاكس دي بولد عشان هي عباره عن ايه؟ مالتي فاريبل. انا هعمل ايه؟ هعمل انتجريشن على الزون. طيب خلينا نبص، وانا بعمل انتجريشن على الزون انا عايز اقول ايه؟ انا باعت اس 1 حلو كده، فاعمل انتجريشن على الزون. الانتجريشن بتاعت الزون هتبقى ايه؟ شايفين الستريت لاين ده شباب؟
شباب. ايوه طيب تعالوا كده نفكها واحده واحده. هي الاف دي هفكها ازاي؟ هقول ان هي عباره عن حاجه، تمام؟ خلي الانتجريشن على زون زي ما هو، حاجه النويز بتاعتها كام بقى؟ كنت بفك الاكس ازاي؟ اقول هي عباره عن ايه؟ انا عندي كام بيز؟ عندي اتنين بيزز فاي 1 وفاي 2، يبقى عندي في اكس هتجيلي على الفاي 1 واكس هتجيلي ايه؟ على الفاي 2، تمام كده؟ فاقول ان هي جاوسن ديستريبيوشن في جاوسن ديستريبيوشن، جاوسن ديستريبيوشن الاول. لو انا بجيب بالنسبه لاس 1 ده بالنسبه، خليها كده الاس 1 تمام؟ بالنسبه لاس 1 هيبقى عباره عن مين؟ يبقى على الفاي 1 وهنا على الفاي 1 في رقم اللي هو ايه؟ الاس 1 1، تمام؟ هنا وهنا يبقى مين؟ هنا نود على اثنين، هنا نود على الاثنين، تمام؟ وبالنسبه للفاي 2 هي الداتا بتاعت الاس 1 1، هنا مين؟ بزيرو وكام؟ وان نود على الاثنين، ان الاس 1 هي عباره عن حاجه هنا وحاجه هنا، تمام كده؟ طيب الزون اللي انا هانتجريت عليها ده حاجه جاوسيان، هضربها في حاجه جاوسيان وهعمل انتجريشن. وانا بعمل انتجريشن على الزون هلاقي ان انا فكها لايه؟ فكها الاثنين انتجريشن، انتجريشن على الاكس 1 او على الاكس، وانتجريشن مثلا على الواي، تمام؟ انا انتجريت كده الاكس اللي هو بتاع فاي 1 وانتجريت الواي بتاع فاي 2. طب انا هحط الانتجريشن، انا عندي الستريت لاين ده، ده هيصعب الدنيا شويه، صح؟ اعملها بالايمج؟ لا اللي هو هو كده كده التكامل نفسه والداله اللي جوه الانتجرال اللي هو الانتجراند سيبربل، ممكن افكها للبرودكت اوف انتجرالز، صح ولا غلط؟ هي ممكن، بس انا لما احط ريجنز هنا هلاقي ان انا مثلا تعالوا كده اقول ان انا هكمل الاكس من اول فين؟ هكمل الاكس من نيجاتيف انفينيتي لانفينيتي. طيب ده الاكس هيتغير كده، او الحاجه اللي هتتكمل على الفاي 1، طب اللي هيتكمل على الفاي 2 هيتكمل من اول فين؟ هيتكمل من اول نيجاتيف انفينيتي لحد مثلا اللاين ده، لو سمينا اللاين ده مثلا عشان الاثنين سيمتريك هيبقى مثلا ان الواي بتساوي اكس، تمام؟ او ان انا محتاج ادخل حاجه جوه حاجه، تمام؟ انا عكست يعني، واحد هيبقى ده واي بتساوي اكس، و اكس بتساوي واي، وده هيبقى ايه؟ سالب انفينيتي. باشمهندس انا المحاور يعني اخلي اللاين اللي هو اللي في النص ده هو ده يعني اكنه الاكس بتاعي الجديد والعمودي عليه هو الواي. حلو، يبقى انا هقول بدل ما هعملها بالشكل ده، بما انها اتنين بس والموضوع مش صعب، هعمل ايه؟ هبدا الف الاكسيز، انا الاكسيز دي مضايقاني، فاقول خلاص انا هفترض ان انا عندي اكسيز هنا ده اكس، ده الاكس مثلا، وده هيبقى مين؟ والعمودي عليه ده هيبقى الواي، عشان اسهل المساله شويه. فاجي ارسم الرسمه كده شويه، فارسم الرسمه الاقي ايه؟ الاقي عندي هنا عندي الاس 1 وعندي هنا مين؟ وعندي هنا الاس 2. طيب الديستنس اللي ما بينهم دي كانت كام؟ انا في البروبابيلتي اوف ايرور مش بيهمني الانرجي قد ايه، على قد ما يهمني الديستنس قد ايه. طيب لو فرضنا ان ده كان جذر الاي وده جذر الاي، الديستنس اللي ما بينهم كام؟ من زيرو لحد هنا جذر الاي، ومن زيرو لحد هنا جذر الاي، ده مين؟ ده رايت تايم جذر الاي. يبقى باشمهندس هو ده لو هما ايكوالي بروبلي، صح؟ لو هما مش ايكوالي فاكيد الخط اللي هو السيمتريك اللي هو في النص ده هيتشفت يمين او شمال، فممكن يجي يعمل معانا كده. في حاجات كتيره تتغير لو مش ايكوال جروب، بس احنا هو ممكن يجي يعمل معانا كده يعني، ولا ما مش علينا؟ انتوا مش هتعرفوا تحلوا العاديه لما يخليها مش ايكوال جروب. مش عايز احبطك، بس يعني هنشوف مساله مختلفه. هي موجوده، قصدي موجوده يعني في مساله عليها؟ في مسائل، ما تقلقش نحل بس الست مسائل في الشيت ونروح لمساله المتر. طيب الديستنس هنا تبقى كام؟ ده رايت ترانجل، الاضلاع بتاعته جذر اي، يبقى طول الضلع الثالث هو ايه؟ هو يبقى 2 جذر 2 الاي، تمام؟ يبقى الديستنس دي من اول هنا لحد هنا تبقى كام؟ جذر 2 الاي، تمام كده؟ طيب فانا بقول ايه؟ هحط ده كده، ده الزيرو، الثريشولد بتاعي هنا الزيرو، تمام كده؟ افترض ان الثريشولد ده بتاعي كده الزيرو، يبقى دي كام؟ موجوده عند كام؟ جذر اي على الاثنين، وهنا الاثنين تحت. جذر اي بس، جذر اي بس، جذر اي على الاثنين. هي كانت جذر اي بس يا باشمهندس، يا ابني يا ابني، هي كانت جذر اي. ايوه حلو، انا لفيت المحاور، هلف المحاور، هل المسافه دي بتساوي المسافه دي؟ لا. ليه؟ ده كان جذر اي، ده رايت ترانجل كده طوله، ونفرض جذر اي خليه طوله اكس، ده تبقى الجذر. مش اس 1 بعيد عن اس 2 جذر 2 اي؟ يبقى جذر 2. ايوه صح. اسمع طيب، يبقى دي كام؟ دي جذر 2 اكس اهو، جبتها اهو في ديلي. ايوه تمام، يبقى النص هنا كام؟ جذر اي على الاثنين، وجذر ايه؟ جذر اي على الاثنين، تمام كده؟ قول خلاص، يبقى انا هاخد ده واعمل ايه؟ واعمل عليه انتجريشن.
تمام، يبقى انا هعمل انتجريشن كام جذر اي على الاثنين، فيها مشاكل كده؟ طيب ودي هتبقى سالب جذر اي على الاثنين، فانا هقول ايه؟ هقول ان انا عشان يحصل ايرور فده كده هيبقى جاي هنا، والثاني السيمبل الثاني يحصل له ايرور، فالبروبابيلتي بتاعت الايرور عند السيمبل واحد هتساوي ايه؟ بروبابيلتي الايرور بتاعت ايه؟ سيمبل اثنين، فيها مشاكل؟ لا. طيب مفيش مشكله، يبقى انا ايه؟ يبقى انا هنا انا جبت ايه؟ السميشن دي الاثنين بيساووا بعض، يبقى البروبابيلتي اوف ايرور هتساوي ايه؟ بروبابيلتي اوف ايرور هتساوي سالب واحد، هتساوي واحد ناقص واحد على الاثنين في مين؟ في اثنين، بروبابيلتي سيمبل واحد اللي هي لما يكون ايه؟ الاكس جايه لي فين؟ الاكس ان الزون بتاعت مين؟ بتاعت الزون بتاع سيمبل واحد، وانا بعت ايه؟ سيمبل واحد، فيها مشاكل كده؟ طب الزون اللي هي فين؟ هقول اهو هحط الزون بتاعتي، اغير بس اللون بتاع القلم. ايه؟ هقول ان هي ايه؟ تبقى الريجن دي كلها، تمام كده؟ طيب فلما اجي احسبها هلاقي ايه؟ انا عندي الاثنين دي اقطيهم على الاثنين دي، يبقى انا راح احسب مين؟ راح احسب البروبابيلتي بتاعت ايه؟ بتاعت الايرور اللي عند السيمبل واحد. طب دي هتساوي ايه؟ كنت بقول ان هي هتبقى الدبل انتجريشن بتاع مين؟ اللي هي تبقى مين يا شباب؟ اللي هي تبقى الحسبه دي. تمام، دي هتبقى ازاي؟ هي دبل انتجريشن، تمام، لمين بقى؟ للجاوسيان الاول في مين؟ للجاوسيان الثاني. طيب انا دلوقتي بقيت ايه؟ مع فاي واحد مثلا باي، ودي فاي اثنين باي. طيب في فاي واحد انا شفتد قد ايه؟ شفتد بجذر اي على الاثنين، صح؟ اي تبقى دي جذر اي على الاثنين، وهنا كام؟ وهنا ان نوت على الاثنين، وهنا جذر اي، ولا هنا؟ لا، هنا تبقى بزيرو، وهنا بكام؟ بان نوت على الاثنين. طيب ليه بزيرو؟ لان انا بقول الكوردينتس بتاع دي هي كام؟ هي جذر اي على الاثنين هنا، وبزيرو في ايه؟ في الفاي اثنين باي. طيب يبقى الانتجريشن الريجن بتاعت الانتجريشن هكامل، وانا بكامل على اللي في اتجاه الاكس هكامل عليها منين لفين؟ هكامل عليها من زيرو هكامل عليها هو مصمم هكامل عليها من اول زيرو لحد كام؟ لحد انفينيتي. انا كامل على الاكس من اول زيرو هنا لحد ايه؟ لحد انفينيتي، ده اللي هو موجود في الريجن دي. وانا بكامل على الواي هكامل منين؟ هكامل من اول تحت كده من نيجاتيف انفينيتي لحد ايه؟ لحد انفينيتي. يبقى الانتجريشن على الواي من نيجاتيف انفينيتي لحد ايه؟ لحد انفينيتي. ده مين بقى؟ ده مين؟ ده دي اكس دي واي. طيب يبقى انا محتاج ايه؟ محتاج افك الاثنين جاوسيان دول، صح كده يا شباب؟ حد عنده مشكله؟ لا صح. انا بس مش فاهم ليه فكينا، يعني ليه فكينا السطر الازرق من السطر الاحمر ده؟ ليه فكينا السطر الازرق والسطر الاحمر؟ لا ازاي ده جامد ده يعني؟ اللي انا مش فاهم ازاي ده دي من ده فين؟ انا السطر الازرق ده انا بقولت انا لسه انا قلت ده هيساوي ايه؟ واحد ناقص البروبابيلتي بتاعت السيمبل واحد، ان السيمبل او البروبابيلتي ان الاكس موجوده في السيمبل واحد، فروحت احسب بروبابيلتي السيمبل واحد اللي هي كانت بتساوي مين؟ اللي هي كانت بتساوي ايه هنا؟ اللي انا قلت ان هي عباره عن ايه؟ انتجريشن الاف، تمام كده، الديستريبيوشن بتاع الاكس اللي هو ايه؟ جوينت ديستريبيوشن بتاع الاندبندنس اللي هو يساوي مين؟ الجاوسيان بتاع الاول مضروب في الجاوسيان بتاع الثاني، واعمل انتجريشن على الزون اللي هي الزون بقت بتاعتي الجديده منين؟ من اول زيرو لحد كام؟ لحد انفينيتي في الاندبندنس، ومن اول نيجاتيف انفينيتي لحد انفينيتي في اتجاه الواي، فيها مشاكل كده؟ لا. طيب ازاي الجاوسيان كنت بفكه ازاي؟ كنت بقول واحد على جذر 2 باي في سيجما سكويرد اللي هو كام؟ ان نوت على الاثنين، تمام؟ مضروب في مين؟ اكسبوننشال، تمام كده؟ ماينس اكس ماينس او الفاريبل ماينس مين بتاعه؟ الاثنين، تمام، على 2 سيجما، 2 سيجما اللي هي تبقى ايه؟ ان نوت، تمام كده؟ في تربيع ملتبلاي الثاني. طب الثاني هيبقى ايه؟ بزيه هنا تبقى دي سكويرد، تمام كده؟ مضروبه او ايه؟ نيجاتيف واي، تمام كده؟ سكويرد على ان نوت، فيها مشاكل؟ دي اكس دي واي، وانتجريشن من كام؟ من زيرو لانفينيتي، وانتجريشن من سالب انفينيتي ليه؟ لانفينيتي. طيب هقول ايه؟ هقول انا الانتجريشن بتاع الواي اندبندنت عن الانتجريشن بتاع ايه؟ بتاع الاكس. اقدر افكهم من برودكت اوف انتجرالز، تمام؟ اقدر افكهم من برودكت اوف انتجرالز، فاقول ان الانتجريشن بتاع الواي اللي هو انتجريشن من سالب انفينيتي لانفينيتي
اي بار سالب واي سكويرد على ان نوت دي 1 ده بيساوي كام؟ بيساوي 1 تمام؟ حلو ليه؟ لان ده كان مين؟ بقول انتجريشن الجاوسن ديستريبيوشن ده كله من سالب انفينيتي لحد انفينيتي فالجاوسن ديستريبيوشن ده بقى اكني بعمل ايه؟ بجمع البروبابيلتيز كلها من سالب انفينيتي لحد انفينيتي فدي البروبابيلتي بتاعتها تطلع بكام في الكيس دي؟ يعني بتطلع بواحد يبقى الترم ده هيبقى بكام؟ بواحد اتفضل عندي مين؟ الترم ده اللي هو من 0 لانفينيتي بكام بقى؟ لواحد على 2 بوينت تمام كده كان في 2 1 على بوينت لان ان نوت خلاص ان نوت في مين بقى؟ في اي باور سالب كام بقى؟ اكس ماينس جذر اي نوت على ده سكويرد على الان نوت تمام كده؟ ممكن ادخل الان نوت دي جوه الجذر جوه السكوير روت يعني وتدخل ايه؟ نمسح فين؟ او تعالى نبدا السؤال الجديد. مهندس عندي سؤال يا باشمهندس. اتفضل يا حبيبي. دلوقتي طب احنا ليه ممكن ليه نعمل كل ده بدل ما احنا مثلا مش احنا بنقول الايرور او probability of error نتيجه مثلا لو كنت بعت اس واحد هو يعني خليك بس على نفس الرسمه تاني معلش. هقول لك ليه. يعني احنا ممكن قصدي نجيب intersection ونكامل بقى الريجن بتاعتي على الاكس وخلاص فيطلع لك probability of error على طول. انا فاهم. بص انت هنا انت في المساله دي حلو هتطلع حاجه بالشكل ده بغض النظر عن الشكل ده احنا هنعمله ازاي. بيقول لك اكتب اكسبريشن تمام وهو مش عايز كلوز فور. حلو يعني اكتب اكسبريشن وانت ما تحاولش الفاينل فيه فانت لازم تمشي بالفلو ده. تمام؟ فانا عارف ان انا ممكن احل السؤال ده بطريقه سهله بس انا خدتها بالشكل الصعب عشان لما اجي احل السؤال الصعب ابقى ايه مشيت بنفس الستبس على حاجه بسيطه. ايوه فاهم. لا لا تمام. طب احنا اخترنا حدود التكامل على اساس ايه؟ او الريجنز بتاعتي اللي انا بانتجريت عليها على اساس ايه بقى؟ يعني اشمعنى دي من 0 لانفينيتي ودي من نيجاتيف لانفينيتي؟ دلوقتي انا هانتجريت على ايه؟ انا قلت الاكسبريشنز دول ده واحد هيبقى فين؟ جاوسيان على الاكس اكسس وجاوسيان على مين؟ على الواي اكسس. في مشكله كده؟ لان عندي تو بيزز بيز في الاكس وبيز في الواي. بعد ما عملت ترانسبوزيشن بقت فاي داش 1 وفاي داش 2. حلو؟ طيب فالاكس ده هقول ايه؟ ايه بروبيلتي السيمبل ده؟ ان الاكس اللي جات لي تبقى موجوده فين؟ في الزون بتاع سيمبل 1. سيمبل 1 فين؟ اهو الزون بتاعته فين؟ من اول الباوندري ده لحد ايه؟ لحد انفينيتي. طيب لو ببص على الاكس اكسس اشوف الباوندري ده موجود فين؟ موجود عند 0 لحد ايه؟ لحد انفينيتي وموجود هنا فين؟ من سالب انفينيتي لحد انفينيتي. تمام؟ يبقى الريجن اللي هنتجريت عليها فين؟ اتجاه الاكس هيبقى ايه؟ هيبقى انتجريت من 0 لانفينيتي، اتجاه الواي هنتجريت من نيجاتيف انفينيتي لانفينيتي. تمام كده؟ هو مش الواي هيبقى من 0 لواحد؟ لنص قصدي؟ الواي فين الواي؟ النص مش هي الجاوسن اصلا الماكسيمم فاليو عندها بنص تعمل زي تعالى كده ثاني تعالى ده اسمه ريجن ثاني. حلو انا دلوقتي بقى عندي ايه؟ بقى عندي السيمبل دي اهي ده كده ده فين؟ ده السيمبل واحد موجود هنا وده سيمبل اثنين. ايه الحاجه اللي تجي لي اقول ان هي سيمبل واحد؟ قلت حطيت ديسيجن باوندري عندي الزيرو يبقى كل اللي هيجي لي في الجزء ده كده ده مين؟ ده عباره عن سيمبل واحد. طب الجزء ده اكستندد من اول فين؟ ابتدى لحد الزيرو وكمل لاي حاجه تجيني حتى لحد انفينيتي. طب وفي الواي اللي هي دي قيمتها من كام؟ من سالب انفينيتي ماشي تمام لحد انفينيتي. فاهم مشاكل كده؟ لا تمام تمام. حلو يبقى احنا كنا اخر حاجه وصلنا للبروبابيلتي بتاعت الاس تساوي ايه؟ تساوي انتجريشن واحد على باي ان نوت مضروبه في مين؟ اكسبوننشال اكس ماينس جذر اي على الاثنين على جذر ان نوت. تمام كده؟ وهنا في كام؟ سكويرد. تمام؟ طيب دي اكس دي اكس. طيب ويت هنا في حاجه عايز اكومنت عليها. في حاجه مش تظبط في النص. هي في سكوير روت هبقى وانا بظبط السايز احطها. ده كان من كام؟ من اول زيرو لحد انفينيتي. اقدر اعمل الانتجريشن ده؟ لا انا ما اقدرش اعمله. ما عنديش ليه حاجه كلوز فورم. قول ايه؟ خلاص. قول انا الترم ده لو انا سهلته شويه اقدر استخدم حاجه من التيبلز المشهوره بتاعتي. طيب فاقول ايه؟ انا عندي الاكس ماينس جذر الاي نوت على الاثنين. تمام كده؟ كل ده على جذر الان نوت اللي انا اخدته وقلت ان ده عباره عن فاريبل اسمه زد. تمام؟ حلو. فيبقى ده الدي زد هتساوي ايه؟
هتساوي دي اكس دي اكس على مين؟ على جذر لانه ثواني هي كانت انه نود سكوير. هو انا عندي مشكله مع ان النوت مش تظبط، بس انا هبقى راجع كده اشوف انا غلطت فين بدل ما اعطل السبشن يعني. تمام؟ هيطلع الانتجريشن ده كام؟ فلما هعوض هنا هيبقى من 0 لانفينيتي يبقى عندي في 1 على باي. تمام كده؟ الباوندز هتتغير مش كده؟ ايه؟ الباوندز بتاعت الانتجريشن من 0 لانفينيتي مش هتتغير؟ هتتغير. ده لانفينيتي ولانفينيتي هتتغير. تمام؟ ده المفروض يطلع 1 على باي، ما يبقاش فيه جذر الان نوت. تمام كده؟ يعني افترضوا ان احنا حلينا مشكله ان جذر الان نوت دي مع الان نوت، او اشوف لكم المشكله فين. تمام؟ الاكسبوننشال كام بقى؟ سالب زد سكويرت. تمام كده؟ ده هشيله واحط مكانه زد، يبقى زد سكويرت. طيب والدي اكس بتساوي ايه؟ دي اكس، دي اكس على جذر ان نوت بيساوي دي زد. تمام كده؟ فيبقى الدي اكس هتساوي ايه؟ على 1 على الان نوت، فالمفروض هيديني مين؟ دي زد. انا قلت في سكوير روت هنا، فانا هتشيك دي مش ظابطه، يعني هعدلها في الكتابه اللي على السلايد. تمام كده؟ طيب اتفضل ايه؟ اتفضل عندي فيجوال ده كان من 0 لانفينيتي، لما اعوض هنا بانفينيتي هيديني ايه؟ هيديني بانفينيتي. طب لما اعوض عن الاكس ب 0 هيديني ايه؟ هيديني سالب جذر دي على الاثنين. تمام كده؟ على مين؟ على جذر ان نوت. تمام؟ في مشكله دي كده يا شباب؟ هقول ايه؟ هقول هعمل انتجريشن. انا الشكل ده هعرف له انتجريشن؟ اه. الشكل ده انا اعرف ايه؟ في فانكشن عندنا اسمها الايرور فانكشن كومبلمنت، بتساوي ايه؟ بتساوي 2 على باي. تمام؟ في مين؟ في انتجريشن اي باور زد. لحد انت. تمام كده؟ ما بين دي وما بين ده، ان انا محتاج احط 2 هنا واحط ايه؟ احط نص هنا. طيب ده هيساوي كام؟ ده يساوي نص الايرور فانكشن بتاع مين؟ الايرور فانكشن بتاع سالب الجذر الاي على 2 ان نوت. تمام؟ طيب انا دلوقتي عندي ايه؟ عندي الايرور فانكشن كومبلمنت، اعرف اتعامل مع السالب؟ قلت لا، ما اعرفش اتعامل مع السالب. طيب الايرور فانكشن كومبلمنت دي عباره عن ايه؟ عباره عن ان انا جيت عملت انتجريشن للشكل الجاوسي ده من اول الفاليو اكس. تمام؟ طب انا طلعتها من ايه؟ طلعتها من اول سالب اكس، فممكن اعوض عنها ازاي؟ قول خلاص هي بما انها من اول سالب اكس بالشكل ده، ممكن تبقى عباره عن ايه؟ واحد ناقص ايه؟ ناقص ايه؟ هتبقى واحد ناقص الاريا من ماينس انفينيتي الاكس. تبقى واحد ناقص الاريا من ماينس انفينيتي الاكس اللي هو ناقص الجزء ده، وبما انها سيمتريك يبقى الجزء ده زي الجزء ده هنا سيمتريك، يبقى ناقص ايه؟ ناقص الايرور فانكشن. تمام كده؟ مالها؟ من اول ايه؟ من اول اكس. بس الايرور فانكشن طالما انا عندي فيه هنا 2، فبتبقى ايه؟ تبقى 2 ناقص الايرور فانكشن في الشكل ده. الانتجريشن يعني لو انا بقول تاني الانتجريشن الاول السالب اكس لحد انفينيتي هيساوي ايه؟ 1 ناقص الانتجريشن من اول كام؟ من اول الاكس لحد انفينيتي. طب الانتجريشن من اول الاكس لحد انفينيتي ده هيديني مين؟ هيديني الايرور فانكشن. طب والواحد هيديني ايه؟ انا كنت بقول عشان اتعامل مع الايرور فانكشن انا ما كنت محتاج اضرب ده في نص، فيديني 1 ناقص نص ده. طيب فلما انا هشيلها هتبقى دي عباره ايه؟ 2 ناقص ده. تمام كده؟ فدي هتساوي في الاخر كام؟ هتساوي 2 ناقص نص في مين؟ اسف شباب، هي 1. انا بهبد بقول ايه؟ واضح ان السيستم قفل معايا. تمام؟ فدي هتساوي 1 يا شباب. دي هتساوي 1 ناقص ايرفك. شباب لما اهبد يعني نبهوني. شباب ما احنا ما بنبقاش عارفين يا باشمهندس اصلا. هو مش الارجيومنت على الكومبلمنتري ايرور فانكشن كله تحت الجذر؟ ايه؟ اه كله تحت الجذر. تمام واضح ان احنا كفايه كده. هو فين الجزء اللي جاي في الماده يا باشمهندس؟ هو ده هو اكيد مش بس يعني ده كده الكلام ده في المحاضره ايه؟ دكتور ما قالش الكلام ده في المحاضرة، ما جاش في والله كان في المحاضرة بس انت ما شفتهوش يعني اعتبروا المحاضرات شبه محاضرات دكتور اسلام شوية، السلايد شبه سلايد دكتور اسلام شوية يعني الكلام من ناحية خلاص السكاشن مش جاي ايه؟ يبقى السكاشن مش جاي. انتوا مش الدكتور شرح حلو وفهمتوا منه حلو؟
هو طبيعي للأسف. يكمل بس. طيب يا شباب، فيطلع ايه؟ تطلع البروبابيلتي بتاعت السيمبل واحد ناقص نص الايرفكت بتاعت مين؟ هي جذر الاثنين ان نوت، تمام كده؟ طيب البروبابيلتي اوف اير بقى كلها انا كنت كتبتها فين من كام سلايد، كانت بتساوي ايه؟ واحد ناقص البروبابيلتي بتاعت السيمبل اللي هتساوي ايه؟ هتساوي واحد ناقص واحد زائد نص الايرفك ده، هتطلع في الاخر بكام؟ تطلع بنص الايرفك. طيب في مشاكل كده؟ جذر الاي على ان نوت على الاثنين ان نوت، في مشاكل كده يا شباب؟ اتمنى تكون الدنيا تمام. هو ده بعتبر ان الاكسبشن بتاع البي اس صح يعني. طيب تعالوا كده نرجع للسؤال. هو قال لي بقى في الاخر ايه؟ قال لي عوض عن الاي على ان نوت، ما قاليش حاجه عنها. طيب تمام، الدنيا بسيطه انا فاكر. ما قاليش حاجه عنها. طيب تعالوا كده نشوف الفلو بتاع البروبابيلتي اوف ايرور. جيت احسب يعني كام درجه يا فندم؟ فالسؤال هيبقى عليه 10 درجات. الحته الاخيره بقى كام درجه؟ أربعة. حلوين يعني ستة، يعني ستة ميكس سنس يعني. تلاتة أربعة أربعة أو لا، تلاتة تلاتة أربعة أو أربعة 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 أربعة. قلت إيه؟ ولا أنت قلت نص الدرجة على الخطوات؟ شباب البروبيلتي أوف إيرور هي واحد ناقص واحد على الإم في مين؟ بسمشن البروبيلتي أوف إيرور نتيجة إيه؟ البروبيلتي بتاعت السيمبل إن الإكس موجودة جوه إيه؟ موجودة جوه السيمبل ده. طب بروبيلتي الإكس موجودة جوه السيمبل ده هي عبارة عن إيه؟ عباره ان انا ضربت الديستريبيوشن بتاع الاكس اللي في اتجاه واحد، الديستريبيوشن بتاع اكس في اتجاه اثنين، تمام كده؟ وبعدين عملت عليهم انتجريشن، تمام؟ بعد ما هعمل عليهم انتجريشن الاقي ان انا عندي بانتجريت حاجه في اتجاه اكس وحاجه في اتجاه واي، يبقى ايه؟ في عندي دبل انتجريشن، تمام كده؟ طيب قلت دبل انتجريشن ده، لقيت ان المساله بتاعتي ما كانتش ظابطه مع الدايمنشنز دي او صعب عليا بالشكل ده، عملت ترانسفورميشن للاكسيز يعني او روتيشن للاكسيز بحيث ان هي ايه؟ تبقى بالشكل السهل ده شويه، تمام كده؟ قلت خلاص انا بما اني بعتهم ايكوالي ان البروبابيلتي بتاع كل سيمبل زي الثانيه، وانا بعتهم ايكوالي بروبابيلتي، يبقى هي تبقى ايه؟ واحد ناقص بروبابيلتي ان الاكس جات لي جوه السيمبل ده. طب كتبتها ازاي؟ كتبت النورمال ديستريبيوشن بتاع الاول مضروب في النورمال ديستريبيوشن بتاع الثاني، حلو؟ فجيت ببص ايه؟ ده اندبندنت عن ده، فاخد ده اعمل له انتجريشن لوحده، واخد ده اعمل له ايه؟ انتجريشن لوحده. الانتجريشن بتاع ده طلع بكام؟ طلع بواحد. الانتجريشن بتاع ده هيطلع بكام؟ هيطلع بايه؟ هقول ده هاخده كده واحتاج اعمل له شويه ترانسفورميشن بسيطه بحيث يديني ايه؟ يديني شكل الايرفكت فانكشن اللي بيستخدمه. طيب عند دكتور نافع ان احنا بنستخدم الكيو فانكشن، عند دكتور خيي بنستخدم الايرفكت فانكشن، تمام كده؟ يعني هو بيفضلوا يستخدموا دي. غير بس لون البوينتر عشان انا بشاور. تمام، رحت حسبت ايه؟ جبت الايرو ده. طيب البروبابيلتي بتاعت السيمبل موجود في الزون لقيتها بالشكل ده، حلو. فقلت ايه؟ قلت خلاص فانا هكتبها. انا مش هعرف بلاك كلوز فورم سوليوشن كده، قول خلاص هاخد الاكس ناقص جذر الاي نود على جذر الان نود، ده هسميه بايه؟ بارامتر اسمه زد، واخدها واعوض بيها هنا، فالاقي ان هي ده هتبقى ايه؟ زد سكويرد، تمام؟ والدي اكس اشوف الدي اكس كانت مقسومه على ايه؟ عشان اجيب لها ايه؟ دي زد، واغير الليمتس بتاعت الانتجريشن، فبعد ما اعملها هتطلع ايه؟ تطلع نص بيرفكت سالب جذر الاي على ان نود. طيب تمام كده، مين الايرفكت دي اصلا؟ هي يعني كانت عباره 2 على باي في مين انتجريشن الاكس لحد انفينيتي، تمام كده؟ طيب مفيش مشاكل. طيب نص الايرفكت دي بتساوي ايه؟ انا كان عندي في معلومه كده ممكن نقولها، ان انا لو بقول ان ايرفكت اكس بلس ايرفكت سالب اكس دي بتساوي كام؟ بتساوي 2، تمام كده؟ طيب او ممكن اقول ان نص الايرفكت فانكشن بتاع سالب اكس بتساوي ايه؟ بتساوي 1 زائد مثلا نص الايرفكت فانكشن بتاعت الاكس هتساوي كام؟ هتساوي 1. يبقى انا اقدر اشيل دي واكتب مكانها ايه؟ اكتب مكانها 1 ناقص نص الايرور فانكشن بتاعت مين؟ جذر الايه على الاثنين، تمام كده؟ طيب ده طلعت ايه؟ طلعت السوليوشن، اخدها واعوض بيها في الاكسبريشن بتاع البروبابيلتي اوف اير، تطلع معايا ايه؟ تطلع معايا بالشكل ده، تمام كده؟ وتبقى ده ايه؟ ده الفاينل انسر بتاعها. طيب هي سهله. خطوه في الاول. نعم. اللي هي الاف اف اكس الساعه 3. الساعة 3 لو لسه ما دخلتش من الكل. ماشي. اف اف اوف اكس جيفن ام اي. ليه لما فكناها فكناها اتنين مضروبين في بعض. حلو. طيب ليه بقى؟ ان انا عايز اسلايد فاضية. انا الديستريبيوشن بتاع اف اوف اكس جيفن
ام اي ده عباره عن مين؟ ده عباره عن الجوينت ديستريبيوشن بتاع مين؟ بتاع اف اكس واحد جيفن ام اي تمام؟ هم اندبندنت الاكسات كلها اندبندنت هيبقى ايه؟ جوينت ديستريبيوشن اكس واحد جيفن ام اي مين؟ الاف اوف اكس 2 جيفن ام اي لو عندي 3 بيزنس فانكشن يبقى اف اوف اكس 3 جيفن ام اي واعمل ايه؟ واكمل الكلام ده فيها مشاكل؟ هي اكس واحد اللي هي اس 11 في فاي 1 اه بلس النويز اه تمام 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 انا كده بجيب بروبيلتي ان انا جبت كل جمعت كل الاكسات اللي مستقبله صح؟ اه كل الاكسات في بص انا بقول ان انا جات لي اكس، الاكس دي هي السيمبل متضاف عليه نويز، طب السيمبل بتاعي كان مين؟ او الكوفيشن بتاعتي كانت مين؟ عباره عن الاس 1 1 مثلا في اتجاه الفاي 1 واس 1 2 في اتجاه الفاي 2 واس 1 3 في اتجاه الفاي 3 صح؟ يبقى انا بقول الاكس بتاعتي هي عباره عن ايه؟ نويز اتضافت في كل اتجاه، ففصلتها في اتجاه الاكس بقى عندي اكس 1، في اتجاه الواي بقى عندي اكس 2، في اتجاه الزد بقى عندي اكس 3 وهكذا. ايوه فهمت. معلش يا شباب يعني انا حاسس ان السيكشن عنيف شويه. طيب السؤال ده هيبقى سهل، هو السؤال ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان انا عندي اثنين سيجنال سبيس ريبريزنتيشن تمام كده؟ بيقول لي ان الاثنين متوقع يشوف فيهم نفس البروبابيلتي ايرور تمام كده؟ او الافريج بروبابيلتي ايرور. حلو طيب واحده واحده، او هو بيقول لي ليه؟ تمام؟ طيب هي البروبابيلتي اوف ايرور بتعتمد على ايه؟ قلت بتعتمد على الديستنس ما بينهم، فيها مشاكل كده؟ يبقى انا بشوف السيمبل بتاعي ده موجود فين؟ واشوف السيمبل الثاني ده موجود فين؟ واجيب ايه بين بينهم؟ واجيب البروبابيلتي اوف ايرور. فيها مشاكل كده؟ اجيب الديستنس ما بينهم ويبقى البروبابيلتي اوف ايرور بتعتمد على الديستنس، يبقى انا بقول ان البروبابيلتي اوف ايرور بروبوشنال مع مين؟ مع الديستنس. تمام كده؟ طيب هنا انا الديستنس اللي عندي كام؟ انا عندي السيمبل ده اللوكيشن بتاعه كام وكام؟ سالب الفا الفا و وسالب الفا صح؟ طب وده كان الفا وكام؟ والفا الديستنس اللي ما بينهم هتبقى كام؟ دي هنا كام؟ 2 الفا تبقى 2 الفا تمام كده؟ اه تمام تمام حلو. طيب انا لا كانت عندي على ايه؟ انا بقول ان هي مش بروبوشنال مع الدي، هي بروبوشنال مع الدي مينيمم تمام؟ بروبوشنال مع الدي مينيمم اللي هي اقل دي، يعني انا بقول انا بحسب دي من هنا لهنا هيجي لي دي مينيمم، هنا لهنا مش هيجي لي دي مينيمم، انا مش انترستد بالدي دي، انا انترستد بمين؟ بالدي مينيمم اللي هي من هنا لهنا من هنا لهنا من هنا لهنا، كل الدي مينيمم طلعت بكام؟ طلعوا ب 2 الفا. فيها مشاكل كده؟ لا تمام. طيب تعالوا نبص للسيمبل الثاني الريبرزنتيشن الثاني، الريبرزنتيشن الثاني عندي كام؟ من 0 لحد ايه؟ دي البوينت بتاعها كام؟ 0 0 تمام؟ وبعدين هنا دي هتبقى كام؟ جزء 2 الفا وجزء 2 الفا تمام؟ الديستنس دي هجيبها ازاي؟ الديستنس اللي ما بينهم دي هجيبها ازاي؟ اقول ان الديستنس هتساوي ايه؟ جزء 2 الفا تمام؟ ناقص 0 سكويرد زائد جزء 2 الفا الالفا بره ناقص 0 سكويرد وبعدين كلهم الجذر تطلع كام؟ تبقى عندي 2 الفا سكويرد زائد 2 الفا سكويرد تساوي كام؟ 4 الفا كل ده كان تحت الجذر ده سكويرد تحت الجذر تساوي كام؟ تساوي 2 الفا تمام كده؟ يبقى الدي مينيمم كام؟ 2 الفا. طب الدي من هنا لهنا هي نفس الدي من هنا لهنا هي نفس الدي من هنا لهنا هي نفس الدي من هنا لهنا ودي ماكسيمم برضه في الحالتين هلاقيها هي يعني تمام بس انا ببص في الايه في الكيسز على ايه على الدي مينيمم لقيت الدي مينيمم هنا بتساوي ايه بتساوي الدي مينيمم هنا يبقى الاثنين دي من نفس ايه دي من نفس البروبابيلتي اوف ايرور ولا لا احنا طلعنا البروبابيلتي اوف ايرور كانت ايه علاقتها بالدي يا شباب عكسي مع الدي صح يا شباب فالاثنين ليهم نفس الدي مينيمم يبقى ايه؟ يبقى الاثنين ليهم نفس البروبابيلتي اوف ايرور. فيها المشكله دي؟ تمام. ماشي. طيب نروح ايه؟ نروح لتاني حاجه، تاني حاجه بقى طالب مني ايه؟ بيقول لي الاثنين كونسلتيشنز دول هو بيستخدمهم. تمام كده؟ طيب هو عايز يشوف فيهم ايه؟ بيقول لي هل الاثنين مين اللي ليه مينيمم افريج انرجي؟ في الغالب يا شباب احنا لما بنعمل كونسلتيشنز بنحاول نشوف مين ليه اقل بروبابيلتي اوف ايرور ومين ليه اقل افريج انرجي يعني ايه؟ هو دلوقتي الموبايل بتاعك قلنا في ال 4G شغال على كام؟ 256 كوان حلو؟ فهو ممكن اعمل اثنين مودلز ليهم نفس البروبابيلتي اوف ايرور
بس واحد دي افريج انرجي اعلى من التاني. طب الافريج انرجي بتاثر عليا في ايه؟ بتاثر على عمر البطاريه بتاعتك. تمام، يبقى انا هدفي ان انا استخدم الموديل اللي ليه ايه؟ ليه المينيمم انرجي. تمام كده؟ طب الافريج انرجي بجيبها ازاي؟ بقول الاي افريج بتساوي ايه؟ بتساوي سيجما الانرجي بتاعت السيمبلز على ايه؟ على عدد السيمبلز. تمام كده؟ طيب في التو كيسز هي العدد كم؟ على 4. طيب الانرجي بتاعت الراجل ده هي عباره عن كم؟ هو عباره عن حاجه هنا كان كم؟ الفا و سالب الفا. تمام، وده هيبقى ايه؟ الفا والفا، وده سالب الفا والفا. تمام، يعني الانرجي بتاعت كل واحد دي ممكن تتحسب ازاي؟ الاي سيمبل الواحد هتساوي كم؟ الفا سكويرد زائد الفا سكويرد تساوي كم؟ 2 جذر الفا، 2 الفا سكويرد. تمام، يبقى الانرجي بتاعت الواحد هي عباره عن كم؟ 2 الفا سكويرد، كلهم ليهم نفس الانرجي هنا تبقى مضروبه في 4 يبقى يساوي في الاخر كم؟ 2 الفا سكويرد. فيها مشاكل؟ ده بتاعت مين؟ ده بتاعت واحد. الافريج انرجي بتاعت اثنين بكام بقى؟ هقولها بص هنا، ده كان كام؟ ده زيرو زيرو. تمام، يبقى الانرجي بتاعته كام؟ بزيرو، وده كان جذر اثنين. تمام كده، وكام؟ ودي جذر اثنين، دي جذر اثنين الفا. تمام كده، باشمهندس هي الانرجي جذر اثنين الفا ولا اثنين الفا؟ ليه اثنين الانرجي سكوير هي اثنين الفا سكوير؟ نجيب الكوردينيتس بتاعها، دي تبقى جذر اثنين الفا وجذر اثنين الفا. تمام، ودي دي 2 جذر 2 الفا وزيرو. تمام، ودي هتبقى ايه؟ تبقى سالب سالب النقطه، يبقى جذر 2 الفا وسالب جذر 2 الفا. تمام كده، طيب فلما هجيب الانرجي تبقى عباره عن ايه؟ اول واحده بزيرو. تمام، ثاني واحده ده سكويت زائد ده سكويت يبقى بكام؟ الفا، وده 2 الفا تبقى ايه؟ 4 الفا سكويت. والراجل اللي تحت عامل زيه يبقى مضروبه في كام؟ مضروبه في 2. تمام كده؟ واثنين كمان بتاعت اللي هي اللي على اليمين دي. الراجل ده هيبقى كام؟ 2 جذر 2 اللي هي ايه؟ 8 8 الفا سكوير على ال 4. ده يساوي كام؟ كتير. لما اقسم 4 الفا سكوير 4 4 الفا سكوير، يبقى مين احسن؟ ده ليه افريج انرجي اقل، يبقى الراجل ده ماله؟ يبقى الراجل ده احسن. فاهم شايف كده؟ تمام، عندي سؤال. اتفضل اسال يا حبيبي. هو اللي عنده مينيمم افريج انرجي ليه ده الاحسن؟ حلو، احنا قلنا يعني ايه مينيمم افريج انرجي؟ يعني هو كل سيمبل بيتبعت بانرجي معين. تمام كده، يبقى الموبايل بيبعت ايه؟ تعال ناخد الاكزامبل بتاع الموبايل. الموبايل بيبعت سيمبل واحد ولا بيبعت كل السيمبلز؟ بيبعت كل سيمبل كتير، يبقى كل سيمبلز. فانت لما تعمل تبعت داتا بكميه ضخمه يبقى انت بتبص على ايه؟ بتبص على السيمبلز كلها بكميه ضخمه، فتقول ان الاول كان ليه انرجي بكذا، والثاني ليه انرجي بكذا، الثالث ليه انرجي بكذا. فلما تيجي تبص على كميه انرجي اللي انت استهلكتها هتقول ايه؟ هجيب الافريج انرجي واضربها في عدد ايه؟ السيمبلز اللي انا بعتها. طيب لقيت ان لو استخدمت الاول هيضرب افريج انرجي 2 الفا سكوير في 1000، والثاني 4 الفا سكوير في 1000، مين اللي هيستهلك انرجي اقل؟ اللي عنده 2 الفا سكويرد او اللي عنده اقل افريج انرجي. يبقى ده لما تيجي تبص قد ايه انرجي اتسحبت من البطاريه بتاعتك، او اللي هي يعني لو قسمتها على التايم تديك الباور، قد ايه باور سحبت من البطاريه بتاعتك، مين الاحسن؟ خلاص كده وصلت، اللي عنده المينيمم افريج انرجي هو كده فعلا احسن. شكرا. باشمهندس سامعني؟ سامع. معلش بس عشان صراحة جبت انرجي ازاي؟ حلو، جبت الانرجي ازاي؟ وانا حاطط الفايز دي انرجي الواحدة. الفايز دي انا بحط عليها ايه؟ الكوفيشنت الاس 11 والاس 12 صح؟ صح. حلو، وانا كنت بقول ايه؟ انا كنت عايز احسب الانرجي بتاعت او البوينت فين؟ الانرجي بتاعت السيجنال، كنت بقول ايه؟ بقول ان الانرجي بتساوي ايه؟ انتجريشن الاس 1 سكوير. مثلا بحسب الانرجي بتاعت السيجنال 1 هتساوي ايه؟ بتساوي الاس 11 سكويت زائد الاس 12 سكويت زائد نوت. حلو، انا عندي هنا كام فاي؟ عندي فاي 1 وفاي 2، يبقى احسب اس 1 سكويت واس 12 سكويت. ايوه تمام، هات الفاي بتاعته. تمام ماشي، شكرا باشمهندس. طيب دي كانت مساله على ما اعتقد يعني بنسبه كبيره، دي كانت مساله الميد تيرم السنه اللي فاتت. حلو، هتلاقوا مسائل الفاينلز كلها نفس الشكل، يعني الفاينلز القديمه اللي هي المساله كانت في الفاينلز بقت دلوقتي في الميد تيرم.
تمام. هو بيقول لي ايه دلوقتي؟ بيقول لي عندي السيجنال دي هي مساله من 10، فغالبا اول سؤال ده كان عليه دلوقتي. بيقول لي عندي السيجنال اس 1 اس 4 واس 2 واس 3، حلو كده؟ كلهم ايكوال بروبابيلتي واتبعت على اديتيف وايد جاوسيان شانل، يعني النويز بتاعتها ايه؟ ان نوت على الاربعه، ان نوت على الاثنين. عايزني اول حاجه اعملها ايه؟ ارسم السيجنال. فانا هرسم السيجنال، بيقول لي اس 1 واس 4 كانت ايه؟ اس 1 بتساوي سالب اس 4 بتساوي من 1 ل 0 في انترفال كام؟ من 0 ل 1. تمام كده؟ خلاص يبقى انا في الانترفال من 0 لحد 1 كانت الاس ب 1 بكام؟ ب 1. دي كده مين؟ دي كده الاس 1 والامبليتيود بتاعها 1. تمام؟ وبعدين تبقى الاس 4 فين؟ الاس 4 اهي تبقى كام؟ تبقى الاس 4 بسالب 1 من كام؟ من 0 ل 1. فيها مشكله كده؟ تمام. نيجي بقى ايه؟ اس 2 واس 3. اس 2 قال لي بكام؟ قال لي اللي هي كانت ب 1 لحد تي على 3 او لحد تلت، يبقى لحد 1 على 3. وبعدين نزلت بقت بكام؟ بسالب 0.7. تمام كده؟ لحد كام؟ لحد 1. كده مشاكل دي؟ دي اس 2. اس 3 قال لي هي السالب بتاعها. فاس 3 لما اعملها هلاقيها ايه؟ تبقى ب 1 كده وتطلع هنا ب 0.7. في مشكلة كده يا شباب؟ تمام. ده بدرجتين بس؟ ايه؟ ده بدرجتين الثانية بتاعت الاس 3 اللي هي في اتجاه مين؟ في اتجاه الواي. تبقى واي ناقص سالب 0.8 تبقى بلس 0.8 سكويرت. هفك الكلام ده يبقى عندي ايه؟ اكس 1 سكويرت ناقص 2 اكس زائد 1 زائد واي سكويرت هيساوي اكس سكويرت ماينس 0.266 اكس بلس 0.133 سكويرت بلس واي سكويرت بلس 1.6 واي بلس 0.64. تمام كده؟ طيب هلاقي عندي ايه؟ هلاقي عندي هنا في اكس سكويرت، حطيهم مع مين؟ مع اكس سكويرت. عندي في هنا واي سكويرت، حطيهم مع واي سكويرت. اتفضل عندي ايه؟ سالب 2 اكس بلس 1، وهنا اتفضل عندي ايه؟ سالب 0.6266 اكس، وهنا ده رقم، وهنا عندي 1.6 واي و 0.64 واي. فاجيب ايه؟ اقول ان ال 1 بوينت ايه؟ فهمت. بتقول ايه مش سامع؟ فهمت فهمت. تمام. هقول ال 1.6 دي هتساوي ايه؟ ال 1.6 واي دي هتساوي ايه؟ هتساوي سالب 2 اكس بلس 1، وده هودي الناحيه الثانيه بايه؟ بشويه مخالفه. ده كان هنا ايه؟ ماينس، هيروح هناك بلس 0.266 اكس. تمام؟ ناقص ال 0.133 سكويرت ناقص ال 0.64. تمام؟ كل ده هطلع في الاخر ان الواي هتساوي كام؟ الواي هتساوي سالب 1.08375، حلو كده؟ بلس اكس بلس كام؟ بلس 0.239. كده ايه؟ كده طلعت مين؟ طلعت ايكويشن اللاين ده. او هحسب بعد كده اللاين ده، واحسب واحده كمان اللاين ده، واحسب واحده للاين ده، واكتب بقى ايه؟ انتوا معايا بس الاول؟ ايوه يا باشمهندس. مش عايزكم تتخضوا بس. كده حسبت ايه؟ حسبت ايكويشن؟ ده شغل الجبرا كتير. هو كده الفكره، بس ان ما كل لاين بنجيبه بيبقى نجيب النقطه اللي فوقيه والنقطه اللي تحتيه، اللي هي اكس ماينس اس اللي فوقيه واكس ماينس اس اللي تحتيه، ونعمل معادله دي، صح؟ ايوه. بس في حل تاني اسهل. انا معايا عارف مين؟ انا عارف هنا اس 1، وعارف هنا مين؟ اس كام؟ اس 3، صح؟ اقدر احسب النقطه اللي في النص دي كانت سالب 1 و0، ودي كان كام؟ 0.133 وسالب 0.8. اقدر احسب اللي في النص؟ اللي في النص دي هتبقى كام؟ دي كانت 1، تبقى كام بقى؟ تبقى 0.4 في الواي، وفي الاكس هتبقى 0.56 تقريبا، 6.5. تمام كده؟ ده الكوردنس بتاع البوينت اللي في النص. تمام؟ طيب انا عايز اجيب مين؟ عايز اجيب الايكويشن العمودي عليها، صح؟ يبقى الايكويشن العمودي اللي عليها السلوب بتاعها بيساوي ايه؟ السلوب بتاعها بيساوي ماينس 1 على السلوب بتاع الخط الوصل ما بين اس 1 واس 3. تمام. حلو. اجيب السلوب، فاقدر اكتب ايه؟ معايا بوينت، اجيب اللاين اكس بلس ايه؟ بلس البوينت. تمام كده؟ طيب بعدين وانا معايا ايه البوينت دي، اقدر اعوض هنا واطلع ايه؟ احسب قيمه الكونستنت اللي بيبقى هنا للسي. انا ليه عايز العمودي؟ ليه عايز الخط العمودي؟ انا بقول احنا بنجيب الايكويشن العمودي. هو مين اللي هو الباوند ده مين؟ وهو العمودي على الخط الوصل ما بين اس 1 واس 3. تمام.
طب ازاي اجيب البوينت المشتركه تلاقيها في النص؟ لان دول يعني واحد زائد او بوينت واحد تلاته تلاته على الاثنين، وزيرو زائد سالب او بوينت اربعه على الاثنين. تمام. وبعدين هكتب له ايه؟ هكتب له بعد كده ان البروبيلتي هجيب له مين؟ انا كنت هنا كتبت البروبيلتي بتاع السيمبل واحد. تمام. هكتب البروبيلتي بتاع ايه بقى؟ سيمبل اثنين هتساوي انتجريشن، انتجريشن نويز مش عارف ايه ونويز مش عارف ايه. تمام. وهنا تكتبه ال ال مش عارف بكذا وال ال بكذا ومن كذا لكذا. تمام. وتكتب بعد كده اس 3 واس 4 وتمام وخلاص. انا مش هقعد احسب اكتر من كده، وده اللي احنا ده انا اقدر اكتبه لك. يعني هو عايز نكتب دوت بس؟ اه ما تجيبش كلوز فورم اكسبريشن. طيب يا باشمهندس، في حاله لو عايز، في حاله لو هو عايز بقى كلوز فورم اكسبريشن او اللي هي الابر ليميت، هيبقى سهل بتاعت خمسه مثلا لان احنا حليناها في الشيت. طب ثاني، طب معلش يا باشمهندس، هو حضرتك لما عملت الباوندريز احنا خدنا ال1 اللي هي كانت اللي هي بتاعت الباوندري، ولا ال1 اللي هي البربندكولار اللي احنا لسه جايبينها دي؟ هو دلوقتي الاس1 دي موجوده فين؟ بقت موجوده من اول ال1 لحد كام؟ لحد ال2 صح؟ تمام صح. اتجاه مين؟ اتجاه الواي وفي اتجاه الاكس من اول كام؟ من اول الفاليو دي لحد كام؟ انفينيتي. لحد انفينيتي. طب الفاليو دي انت هتجيبها ازاي؟ والله هي سهله، انت تقريبا رسم تو سكيل، فخد اقرب رقم انت شايفه ليها وحطها. تمام. ايوه وانت وان سنيك، انت وانت وان سنيك صح؟ ايوه تمام كده؟ ماشي. الاكس بقى الواي قصدي. الواي من ال1 ل ال2. اه انا جبت معادله. طب ليه جبت البرمنديكتور؟ طب انا كده كده معايا ال1 وال2. ما انت احنا بقول لك انت تجيب ال1 وال2 كده، او ممكن تجيبهم كده. تمام يا باشمهندس. الطريقه دي انا اجيب البرمنديكتور عليهم يعني، بعد كده اجيبهم من خلال البرمنديكتور. الاسلوب بتاع البرمنديكتور كنا بنجيبه ازاي يا شباب؟ واحد على يمين ولا في نيجاتيف 1؟ نيجاتيف واحد على يمين. سالب دي اكس باي دي واي. ايوه العكس. المفروض العادي واي باي دي اكس. البربنديكولار سالب دي اكس باي دي واي صح. تمام كده يا شباب. تعالى يا باشمهندس معلش في الحته اللي هو بيسال فيها دي، السي حضرتك قلت هنجيبها ازاي؟ لا ام اكس بلس سي. جبت انت ام اكس بلس سي صح؟ معايا هنا الام بكام؟ معايا الواي بكام؟ جبتها بالقانون اللي على الشمال. الواي في مين؟ في الاو بوينت 5665. تمام. وهنا دي هتبقى سالب او بوينت 4 هيساوي مين؟ اه ده بنقطه من النقط اللي معايا. تمام تمام شكرا العفو. طيب هو ده كده كان، ده كان سؤال، ده كان السؤال. طيب هي الفكره ان انتوا شايف خطواته كتير، بس انت لو حليت الكام مساله عليه في الفاينلز هتحس انك انت خلاص انت بقيت ماشي بنفس الفلو. تمام كده. بصوا في الفاينلز هتلاقوا مسائل زي دي، هتلاقوا مسائل شايل سالب وحط موجب غير رقم بسيط، حاجه بسيطه. تمام كده. دي اول حاجه. ساعات بيطلب منك تجيب الماكسيمم باوندري، لايكلي باوندري اللي احنا نجيبه ايه؟ القانون بتاع الديهات. يعني انا مش قادر اكتبه الصراحه، فانا ممكن اقول لكم عليه في السلايد. هو فين في السلايد؟ هي كانت في سلايد 34. لا اله الا الله. تمام. فهو ساعات ممكن يطلب منك تجيب له ايه؟ تجيب له الابر باوند. تمام. فانت هتستخدم القانون ده، هتقول ان البروبيلتي اوف ايرور هتساوي ايه؟ البي اي اللي هي 1 اوفر ام يعني. تمام. وهتصمم البروبيلتي اوف ايرورز. تمام. وبعدين هتعمل ايه؟ هتبدا تقول ان البروبيلتي اوف ايرور بتاعت السيمبل الواحد تمام هي عباره عن ايه؟ نص سميشن الايرفكس نتيجه ايه؟ نتيجه كل السيمبلز الثانيه اللي هي الديستنس بتاعت كل السيمبلز الثانيه. وتبدا تجمع كده ان هي نتيجه السيمبل الاول بكذا، السيمبل الثاني بكذا، السيمبل الثالث بكذا، السيمبل الرابع بكذا، وبعدين تعوض فين؟ تعوض هنا. فيها مشاكل كده يا شباب؟ هي طويله بس. هي طويله بس. تمام؟ اه ماشي يا شباب. كده ناقص لنا ايه؟ بس. ثانك يو بقى. ثانك يو بقى. الحمد لله. ساعة. ثانك يو. قعدت بتاع ثلاث ساعات. خلاص فاضل ساعة على الفلوس. بالظبط ثلاث ساعات، ثلاث ساعات. يعني وانا كودتكم كمان في النص، يعني انا بعد كده مش هشرح نظري، يعني خلاص الغلطة اتعلمناها، مفيش نظري في جزء. عايز تقنعني ان انت هتسيبنا في باقي الترم؟ نظري. ايه؟ عايز تقنعني ان انت هتسيبنا في باقي الترم؟ بص هو في حصل شوية لخبطة كتير كده، فالله اعلم يعني. احنا لسه لينا قاعدة اصلا. كمعيدين وده مع الدكاتره بس هنشوف الدنيا نشتغلها اونلاين. احنا عادي مفيش مشكله. ايه
مشتغله اونلاين يا عم. هيجي لكم حد بتاع كوميونيكيشنز حلو. انا بتاع ويز. ما نشتريش. لا ما نشتريش. احنا اللي كان معنا من ايام دكتور اسلام يكمل معنا. المنطق ما يتغيرش. ما انت هتشوفوا تشوفوا بتوع الكوميونيكيشنز الترم الجاي واللي بعده ان شاء الله. الترم بقيه الترم ده والترم الجاي ان شاء الله. يعني اول شنا اخر سنه كوميونيكيشنز الترم ده. والله لو يفضل على الاقل انا عارف انا فاهم شيء. والله الويفز برضك كانت فيزلة. انت طلعت من هنا ورحت هنا الاثنين اوحش من بعض. بس انت في الزوم بتاعك. على الاقل ان انا عارف انا في حاجة يعني عارف اسأل مين او مش محتاج اسأل. انا عارف حاجة اوريدي. بدل من هنا انا عطلان في حاجة قبل ما اجي لكم لازم اتمرمط على مسأل واعرف. لا بس والله مجهود عظيم. والله تسلم لنا. والله ايه مجهود عظيم. تسلم لنا. ده مين بيتكلم بس الاول؟ صالح صح. ما في غيري. هو في غيري؟ مفيش غيري. انا ساكت. مفيش غيري ممكن يعمل الحوار ده. طيب شباب انا فاكر ان احنا كنا حاجه و20 الناس دي ماتت في السكه. الصراحه كنا في حدود مثلا 28 29. احنا بدأنا 28 وكنا لغاية الساعة 3 فعلا 28. بس ابتدوا يقعوا بقى في الفترة دي اللي هي بتاعة العصر وكده بقى عشان الناس اللي عندها تجهيز فطار بقى وحوارات وكده. اتمنى يلحقها وحفظها بقى. لا مش هتلحق. الطريق فاضي دلوقتي. انت متأكد يا صالح؟ اصل الناس بيرجعوا دلوقتي. بس خلاص. بس سألك يا باشمهندس. اشوفكم على خير.